السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ حسين، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك يا استاذنا؟ باشمهندس عمر، ايوه مع حضرتك يا استاذنا. اهلا بيك حبيبي، اهلا بيك. الله يكرمك. سلام. الله يبارك فيكم، اهلا بيك، اهلا بيك. الساعه دلوقتي فاضل دقيقه. احنا جاهزين. جاهزين بندي كام دقيقه كده زي ما تشوفوا برضه. تمام يا استاذنا. اهلا بيك، اهلا بيك حبيبي. ممكن حضرتك بس تشغل الشاشه؟ فندم، ممكن حضرتك بس تعمل شير سكرين، شير للشاشة بس دي واحد. انا مع حضرتك مش عارف ايه اللي حصل. مش عارف انا ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في الموضوع، مش عارف. فيديو خلاص، فيديو اونلاين، في حاجة حصلت مش عارف. الشاشة اختفت ليه مش عارف. مش عارف الشاشة اختفت ليه. بعد الزوم الرحيم. اشتغل الفيديو. خلاص شكي شكي. تمام كده، تمام. نعمل يا سلام ايه الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اصل بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شير سكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه تمام كده يا استاذ. تمام تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام كده. ايوه استاذ جاهزين ان شاء الله. وقت ما حضرتك تحب تبدا. انا جاهز، بس انا يعني احنا بنحب نشتغل مع حضرتك استاذ شويه في الاول. تمام. عشان يعني نشوف برضو يعني تمام 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 كده. تمام ودي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام. تمام يا استاذ. تمام. طيب
نستنى دقايق كده شوية ولا رأيك إيه؟ مع حضرتك إن شاء الله زي ما حضرتك تحب. يعني نبدأ يعني؟ زي ما حضرتك تحب، حابب نبدأ دلوقتي، حابب نستنى شوية زي ما حضرتك تحب مع حضرتك. دقايق كده يعني الناس برضو أنت عارف إحنا يعني إيه، نحن يعني حد بيصلي العشاء هنا في مصر، حد تمام. يعني دي ده الموضوع ببساطة. تمام يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود طيب هنبتدي. شمس عمر، السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ محمود، السلام عليكم محمود، نور الدنيا يا حبيبي. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور، لو حضرتك حابب شمس عمر منور، ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. الف شكر. والمجموعه كلها الجميله الحقيقه، يعني بنستمتع يعني بلقائنا معاك يعني كل اسبوع كده. ربنا يا رب. السلام عليكم يا باشمهندس حسين، ازي حضرتك؟ جزيل الخير جميعا يعني. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا باشمهندس حسين؟ كل سنه وحضرتك طيب. أهلا بيك يا فندم، كل عام وأنتم بخير. أهلا بحضرتك. الحمد لله. أهلا بيك. نبدأ إن شاء الله دلوقتي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بداية بنشكر السيد المهندس عمر سليم والفريق الممتاز في إدارة البيم أريبيا كلها من أولها لآخرها، والحاجات الجميلة اللي بنستمتع بيها وبنشوفها دايما معاهم. ونشكر المهندس محمود معتز على إدارته لمجموعة العروض. أشكركم جميعا على مشاركاتكم والتي تثر اللقاءات والحوار. الحقيقة إحنا ده ثالث لقاء مع المجموعة، وبإذن الله يعني نستمر مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله لغاية ما إيه ما نصل إلى مرحلة إن إحنا نقول بقى إن إحنا فعلا بقينا في مستوى إن إحنا ندير مشروع دولي، وإن إحنا الناس اللي تجري ورانا وتطلبنا وإحنا إيه ما بنجريش ولا حاجة. اللقاء النهاردة استكمالا للخمس لقاءات اللي فاتت عنوانه ايه؟ Team Building and Leadership Skills. الحقيقة دي من الموضوعات الهامة جدا. لو تلاحظوا ان انا كل الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي عن إدارة المشروعات ملهاش علاقة بالهندسة خالص، بتشترك مع الهندسة الإدارة في ايه؟ في انها يعني بروسس او بروسيديرز او تفكير منطقي، ده بيشتاق فيه. انما احنا توجهاتنا الحقيقه بالنسبه لاداره المشروعات دي لاي حد عايز يعرف يدير مشروعات. وزي ما اتفقنا وقلنا قبل كده وبنؤكد هذا الكلام، بنحب نقوله دايما علشان ايه؟ برضه تبقى الناس دايما فاكراه، اللي هم الثلاث نقاط اللي احنا مطالبين بان احنا ننتهجهم جميعا عشان نصل الى يعني مستوى عالي في اداره المشروعات. اول حاجه اتقان اللغه العالميه اللي هي اللي بتحكم العالم دلوقتي، زي ما احنا واحنا حكمنا العالم كله باللغه العربيه 700 سنه، كان يعني اقام العدل في الدنيا بحاله من هو الاخره باللغه العربيه، وكانت اللغه العربيه هي اللغه العامة، وكان اللي يعرف اللغة العربية هو اللي بيتقدم وبيتعلم. فإحنا النهاردة لازم اللغة السائدة عالميا هي اللغة الإنجليزية، فلازم أول حاجة ليا كمدير مشروع دولي
او كمدير او حتى محلي يعني احسن يعني يا محدش ياخذها ان انا لازم ادي مشروع دولي ان انا ادي مشروع محلي وادي مشروع دولي وادي مشروع دولي جوه مصر او ادي مشروع دولي في اي مكان. واحنا برضه على فكره بدانا ندير مشروع دولي هنا في مصر يعني احنا في شبابنا يعني. المهم في اول نقطه اللانجوج لازم اللانجوج تبقى مستوى عالي جدا وبقدر ما انت اللانجوج بتاعتك هي قويه بتقدر تعرض نفسك. النقطه الثانيه اللي هي عشان ثلاث نقاط اللي دايما بكررهم علشان نحطهم حلقه في ودننا زي ما بيقولوا عندنا الايه في البلد يعني. النقطه الثانيه ايه؟ ان انا في الاول انا ببتدي تكنيكال ببتدي مهندس ببتدي طبيب ببتدي محاسب ببتدي صيدلي ببتدي اي يعني اي حاجه زي ما اتخرجت من الكليه بتاعتي او زي ما اللي انا اتعلمته يعني. فاللي بيحصل ان انت بمرور الوقت بعد ثلاث اربع سنين وقت امسك انت رئيس قسم او مدير قسم او مدير موقع او الى اخره. فكلمه مدير دي بتضاف لنا ما هيش اقدميه ولا كتر شغل. كلمه مدير دي يعني انت مسؤولياتك كبرت ولازم تعرف يعني ايه اداره ولازم تفهم يعني ايه اداره. عشان احنا بنقول اربع خمس سنين خبره عمليه في المجال في اي مجال لازم بعدها اربع خمس سنين تعرف يعني ايه اداره. اتكلمنا على الكلام ده في الخمس لقاءات اللي فاتت وتستمر بقى ايه النقطه الثالثه والهامه. هما ثلاث نقاط هامين جدا ان انت تكمل التحسين المستمر بتاعك في كل المجالات يعني في مجال اداره المشروعات او الاداره الكوربوريت. هي الاداره كلها يعني مرتبطه ببعضها ويعني في فروقات طبعا ما بين الكوربوريت ما بين المشروعات وما بين اي نوع من انواع الاداره. لكن طول ما انت ماشي بتطور من امكانياتك في الاداريه وامكانياتك الفنيه وما تقفش عند نقطة معينة. فدول الثلاث نقط الهامة جدا اللي هي بتدعونا دايما ان احنا ايه. وزي ما قلنا برضو قبل كده ما حدش تتغرر لا بعلمه ولا بماله ولا بمركزه ولا بأي حاجة. لازم يعني ايه يستمر في التعلم ويستمر في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, في المشاركات العلمية والعملية ويعني. فموضوع النهارده انا هتكلم فيه التيم بيلدينج ليدرشيب سكيلز اللي هي بناء فرق العمل ومهارات القياده. في اداره المشروعات ده موضوع هام جدا 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 ان احنا نعرف فريق العمل بيتعمل ليه وازاي وايه الكاركترستكس بتاعته وايه الفايده اللي بتفيد اللي بيبقى عضو في الفريق. وهنتكلم على ايه على حاجات كتير جدا وفي الاخر هنيجي نتكلم برضو على مهارات القياده وهنتكلم برضو في الاخر على ايه يعني موضوع من الموضوعات الهامه والجميله وان شاء الله كلنا نستفيد منها. اهداف هذا اللقاء اول حاجه هنقول الفريق يعني ايه فريق وبعدين السمات المميزه للفريق. بعدين الفرق بين الفريق والمجموعه. يعني مش اي مجموعه ناس قاعده مع بعض بتشتغل مع بعض اسمها فريق، لا في مواصفات وفي يعني وفي كاركترستكس للفريق وفي كاركترستك لاعضاء الفريق. طيب ايه الفرق بين الفريق والمجموعه؟ هنتكلم عليه. بعدين ليه بتتكون فرق العمل في المشروعات؟ وبعدين بعد كده المزايا التي بيحققها الفريق للاعضاء. هو انا كعضو فريق اذا ما كنتش هكسب من وجود الفريق او ايه اللي بستفيده انا عشان اشتغل في الفريق هستفيد ايه؟ وبعدين بناء فريق عمل المشروع ازاي بيتبنى فريق العمل؟ وبعدين المتطلبات الاساسيه لبناء فريق العمل وبعدين المعوقات بناء فريق العمل الفعاله. يعني دايما في اي حاجه احنا بنعملها لها معوقات. يعني انا بعمل فريق العمل بتاعي ايه اللي بيخيل الايشوز اللي تخليني ما اقدرش اعمل فريق عمل كما ينبغي او زي ما انا عاوز او هنا مراحل تكوين ودوره حياه فريق العمل. ده برضو ده لازم نفهم ان فريق العمل ده له لايف سايكل. بيبتدي بيكبر بيوصل للتوب
يبتدي ينزل الناحيه الثانيه وبينتهي دوره ساعه ما بيخلص ايه المشروع بتاعه. طيب الادوار التسعه في العمل الفعال، هنلاقي ان اي فريق في الدنيا، فريق الكوره 11 واحد، كره القدم، فريق الباسكت مش فاكر كان كام، سبعه ولا مش فاكر، فريق السباحه، يعني كل فريق بيبقى له ادوار معينه. فهنلاحظ ان فريق العمل بالنسبه لاداره المشروعات هيبقوا تسع ادوار. بعد كده المهام ومحددات النجاح لفريق العمل، ازاي ينجح فريق العمل وازاي نحدد اذا كان حقق النجاح ولا ما حققش. بعدين فن قياده فريق العمل، هنا نتكلم على بقى ايه، على القياده، يعني هي مش قصه ان انا ابقى مدير مشروع وخلاص، لا، ده المفروض ان انا ابقى قائد الفريق، قائد الفريق، والفرق بين القائد وبين المدير بس. يعني هي الموضوع يعني ايه، جميل وسهل، وزي ما لاحظنا قبل كده ان احنا بنتكلم كلام خالط بيخلط ما بين العلم وبين العمل، وموجه طبعا انا بالنسبه لي موجه للناس كلها، وخصوصا زملائنا وابنائنا واحفادنا واساتذتنا من الساده المهندسين اللي احنا اتعلمنا عليهم كتير قوي. طيب بنتكلم بعد كده كيفيه الحصول على الاتصالات المفتوحه. احنا اتكلمنا على الاتصالات قبل كده، فهنا برضو يعني استمرت ان احنا برضو هنتكلم على فريق العمل، ان احنا نقول ازاي نعمل الاتصالات المفتوحه. بعدين كيفيه حل الصراعات بين اعضاء الفريق. اي حاجه في الدنيا، اي كائن حي بيعيش مع كائن حي تاني بيبقى فيه، او بين المخلوقات عموما بيبقى فيه صراعات معينه، فبين اعضاء الفريق هيبقى فيه صراعات. صراعات برضه كلمه الصراعات دي ما هياش وحشه دايما، يعني في صراعات ايجابيه وفي صراعات سلبيه. الصراعات الايجابيه ان كل انا في واحد ده، واحد مثلا جاب امتياز انا عايز اجيب امتياز زيه، واحد مثلا تفوق في 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 في, في اللغه، في التكنيك، في اي حاجه بقى انا عايز ابقى زيه. دي او المدير الفريق او القائد او المدير بيعمل نوع من الايه، من الكونفليكت البوزيتيف عشان ايه، يرفع الرغبه بتاعت الناس اللي بتشتغل معايا. طيب مداخل واساليب حل الصراعات دي ايه، ان شاء الله تكون اخر نقطه في العرض بتاعنا. اهميه هذه الوحده، وات ميكس ا تيم. A project team is made up of individuals with different functional roles. يعني التيم مكون من افراد لهم ادوار وظيفيه معينه. Who share commitment to the project. بيشتركون في الالتزام نحو مشروع معين. And cooperate with each other to achieve its objective. ويتعاونون من اجل تحقيق اهدافه. وانا برضه قلت الكلمه دي قبل كده، اذا اشتغلت في اي شركه من الشركات اللي دلوقتي هتتكلم العربيه، تتكلم اللغه الانجليزيه، اول حاجه بتسمعها من اللي انت بتشتغل معاه، سواء اذا كان مديرك او الانترفيور بتاعك او رئيسك، كلمه ايه؟ كوبريشن. كوبريشن دي من اهم الـ 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 الصفات او المتطلبات في المشروع. انت بتحقق، يعني انت مش هنحقق اهدافنا الا اذا كنا كلنا متعاونين وكل واحد بيعمل دور معين. طيب السمات الفريق، السمات المميزه للفريق، الكاركترستكس اوف تيم. اول حاجه التيم مجموعه افراد، وبعدين مهام وادوار وظيفيه مختلفه، كل واحد له دور. Different members have different functions. كل واحد له دور وظيفي مختلف. بعدين في وجود التزام مشترك، في shared commitment. احنا كلنا موجودين مع بعض وملتزمين ان احنا نوصل الهدف بتاعنا اللي هو ايه؟ تحقيق الهدف من المشروع. اهميه التعاون cooperation زي ما بقول لحضراتكم. اي شركه انت رايح تدخلها هتلاقي المدير بتاعك او قائد الفريق بتاعك يقول لك ايه؟ The best or the main issue or the best characteristics is the cooperation. You have to be in cooperation with any person.
السعي لتحقيق أهداف مشتركة common goals. أنا أي مشروع له goal معين أو له goals معينة، وزي ما برضو شوف عرفنا المشروع في فترة من فترة إن الفريق معناه إيه أو المشروع معناه إيه، إن أي فكرة عايز أحققها أو أي هدف عايز أحققها هذا ده مشروع في حد ذاته. فالسعي إن أنا أحقق أهداف مشتركة هي دي الإيه بتاعت الفريق كله. طيب إيه الفرق بين الفريق والمجموعة؟ يعني إحنا بنلاقي في حتة كثيرة جدا فاكرين نفسهم فريق، بس واقع الأمر هم مش فريق، هم مجموعة مع بعض، يعني بيشتغلوا مع بعض بقالهم مدة ففاكرين نفسهم فريق. ما نقدرش نقول على أي مجموعة مع بعض إن هي فريق. فهو عشان نفرق ما بين الاثنين شعار المجموعة إيه؟ المثل العربي القديم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني كل واحد فيهم له هدف معين بفكر معين، مش مجتمعين على حاجة، مش مجتمعين على هدف، أو مش مجتمعين على يعني على على على, على يعني على, على بروسيدرز مع بعضهم، مش متفقين مع الحاجة مع بعضهم عشان يوصلوا للهدف اللي هم عايزينه، وكل واحد بيشتغل وخلاص هو بيشتغل. فإيه تحسبهم جميعا؟ احنا بنحسبهم هم جميعا مع بعض يعني، لكن ايه قلبهم شتى، كل واحد قلبه في مكان معين. انما شعار الفريق بيبقى ايه؟ بنيان يشد بعضه بعضا. الفريق عبارة عن بنيان يشد بعضه بعضا. طيب المقارنات بقى ما بين دي جماعة ولا فريق، في 9 نقاط هي هيبقى معيار المقارنة. يعني في الجماعة الأول حاجة اللي هي أسلوب العمل. في الجماعة دايما مجاورة العمل بطريقة فردية، يعني كل واحد بيحاول يحقق أي موضوع بصفة فردية مش بالتعاون مع بقية الفريق، بيبقى فيه إيه نوع من الإيه من الإحساس الفردي بـ 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 يعني في حاجات في دماغه وعايز يحقق ذاته وعايز ينفذ حاجة معينة خاصة أو إلى آخره أو لحد معين أو إلى آخره. والاستقلالية الوصول إلى الأهداف، يعني كل واحد بيحس بيقول لك أنا يعني عايز أدوس أهداف نفسه، أهداف شخصية نفسه هو. إنما في الفريق لا، الارتباط والفهم المشترك لازم يبقى فيه ارتباط وفهم مشترك بين جميع أعضاء الفريق. وبعدين الاعتماد المتبادل، إحنا كلنا في اعتماد متبادل، كل واحد له مسؤولية من النقطة دي ومن النقطة دي للنقطة دي بتاعت علي، النقطة دي للنقطة دي بتاعت خميس، النقطة دي بتاعت جو، النقطة دي للنقطة دي بتاعت عز، النقطة دي بتاعت حسين، النقطة دي بتاعت فلان. يبقى احنا كل واحد فينا ايه عنده ايه؟ عنده بيعتمد على بعض يعني. طيب الاهداف، معيار المقارنة الثاني الاهداف، قد نتفق او تتعارض مع اهداف المشروع. يعني قد اكون انا في الجماعه لي اهداف معينه، اكون من شغال في شركه، في شغال في مؤسسه، في مكان معين، كل واحد عنده هدف معين، انما ما هوش مش متفق مع الباقي. انما في الفريق لا، بتتفق مع اهداف المشروع، بتتفق مع اهداف المشروع. يعني انا هدفنا كله انجاح المشروع والاتفاق على الطرق والوسائل والبروسيدرز وكلها، تتفق مع اهداف المشروع وكذلك الاعضاء. يعني اهدافنا كلها واحده، اهداف الخاصه بالمشروع يعني كلها اهداف واحده وكلها مرتبطه ببعضها. النمره 3 محور التركيز، ده المعيار الثالث من المقارنه. في الجماعه الفرد نفسه يعني زي ما بيقولوا الانا بتبقى يعني ايه سائده، يعني انا فلان، انا اللي عملت، انا اللي وديت، انا اللي بعمل، انا اللي هعمل. انما لما بيبقى في الفريق بقى او منظمه يعني كما ينبغي، بيبقى الفريق عباره عن ايه؟ محور التركيز بتاعه على المنظمه بتاعته او المشروع بتاعه. تحديد الاهداف برضو اللي هو معيار المقارنه الرابع. الاداره هي اللي بتعمل بتحدد الاهداف بتاعت الجماعه اللي هم يظنوا هم فريق. يعني لما تيجي تبص في مكان معين وتلاقي ان اللي بيحدد الاهداف بتاعت الناس اللي بتشتغل دي الاداره العليا او يعني من خارجه، يبقى ده تعرف ان دي جماعه مش 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 مش, مش فريق. المشاركه محدوده، يعني مشاركه الافراد او اعضاء الفريق في تحديد الاهداف بتبقى مشاركه محدوده جدا جدا جدا. ايه ده حصل؟
بالنسبه بقى للفريق، مشاركه ايجابيه في تحديد اهداف الفريق واولويات العمل. يعني الفريق نفسه بيبقى الناس كلها مشتركه مع بعض في تحديد الاولويات وهي ايه وتحديد اهداف الفريق. ودي عاده بتيجي بالايه؟ بالبرين ستورمينج سيشنز، بجلسات العصف الذهني، عشان نصل دايما لطرق معينه لتحديد اهدافنا. اتخاذ القرارات، دي النقطه الخامسه في معيار المقارنه ما بين الجماعه وبين الفريق. ده كل واحد بيقوله ليه؟ عشان اعرف يعني مش اي مجموعه تجمع مع بعض يبقى اسمه فريق، لا. التركيز على النواحي الشكليه دون النتائج في الجماعه، يعني ايه؟ احنا ده احنا انتصرنا، احنا عملنا، احنا 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 كسبنا، احنا لا. وواقع الامر ايه؟ النتائج مش اللي هي، يبقى احنا ايه؟ نواحي شكليه بس. الميل الى القرار الوسط عند وجود خلاف، لما بقى في قرار هيتبان الكلام ده في الاخر اللقاء بتاعنا ان شاء الله، اللي هي طرق ايه؟ حل الخلافات او حل الصراع. بالنسبه للفريق، لا، دي مشاركه ايجابيه بغرض الوصول الى افضل النتائج، احنا كلنا بنتشارك عشان نوصل لافضل النتائج. وبنتقبل راي القائد عند وجود خلاف، لما بيبقى في خلاف ما بين افراد الفريق بنتقبل راي القائد. يعني ممكن في احيانا بيبقى في خلاف مش قادرين نحله مع بعض، او مش قادرين ان احنا مش واصلين لحل فيه مع بعض. يعني فعلا الخلاف في الراي لا يوصل للود قضيه، وما يخليش الناس تخسر بعضها، بالعكس بالعكس. الخلاف في الراي، انا في رايي يعني لما يبقى صحي بيثري الحوار، كلنا بنتعلم وكلنا بن ايه بن انما لو ان احنا ما قدرناش نصل لحل معين مع بعض، بيبقى راي مين بقى؟ راي القائد، هو اللي بياخد هذا الكلام وبيوزنه وده الكلام ده برضه هيبان فين؟ في اخر اللقاء بتاعنا ده، في الاخر اللي هي الايه؟ في حل الصراع. احنا بنسميها كلمه الصراع كلمه كبيره قوي على حاجه زي كده، حل الخلاف يعني ازاي نصل لحل خلاف بين اي فردين او اكتر من الفريق. طيب النقطة السادسة في معيار المقارنة هي المعلومات في الجماعة، ودي يعني أنا الواحد بيشوفها كتير قوي بنعيشناها كتير قوي. بتلاقي مثلا في شركة معينة، تلاقي مثلا المدير العام أو رئيس المكان أو رئيس المؤسسة أو حتى مدير المشروع، المعلومات مش مع الناس كلها، يبقى ايه؟ معلومات متاحه لواحد اثنين مثلا بيعتبرهم اهل ثقه، انما بقيه الفريق لا، ما يعرفوش الكلام ده كله، ده كلام مش مظبوط. لازم المعلومات تبقى بشفافيه شديده. في حاجات خاصه معينه، في حاجات خاصه طبعا مش ما 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 يعني مش كل الناس اللي بتعرف عنها، خصوصا ده اللي انا يعني لاحظته في خلال خبراتي مع شركات مصريه وغير مصريه وشركات شرق اسيا وشركات باخره. موضوع الكوست كنترول، الكوست كنترول بالذات بيبقى كونفيدنشال، يعني ايه؟ يعني مقفول شويه، لان ايه؟ المؤسسه او الشركه او المشروع ما بيبقوش عايزين كل الناس تبقى عارفه انت كسبت انت خسرت. لان لو الفريق العمل عرف ان انا المشروع بيخسر، نفسياتهم مش هتبقى كويسه. المشروع بيكسب ومثلا ما بياخدوش مكافئات كما ينبغي، هتبقى يعني ايه؟ فعشان كده موضوع الكوست كنترول الموضوع الوحيد اللي انا حسيت في خلال حياتي، في خلال تجاربي الحقيقيه العمليه، ان هو بيبقى كونفيدنشال شويه، بيبقى في دايره ضيقه يعني. لو جينا المعلومات قد تتركز عند بعض الاعضاء. للاسف انا بشوف هذا الكلام في شركات، وغالبا بيبقى في شركات جديده، يعني اللي بيبقى بس اسمه مقاول بس مش شركه مثلا، بيبقى يعني ايه؟ المعلومات بتبقى مركزه على بعض الاعضاء بس، انما مش للناس كلها. ده كلام مش مظبوط. المفروض ايه بقى؟ المعلومات متاحه للجميع، للجميع بلا يعني، لان كل واحد المفروض ان هو فريق مرتبط ببعضه، فاهم حدوده، فاهم هو بيبتدي فين وبينتهي فين، فاهم يعني كل ما يتعلق بالمشروع
وينجح ازاي واهداف معينه ومحدده، وما فيش اي حاجه تستوجب ان انا ايه واحد يقف جنب الثاني يكلمه على موضوع ثاني والثالث يعني لا لا. ودي يتم تبادلها بين الاعضاء، وعاده بيبقى زي ما بكلم حضراتكم برضو ان اتكلم على حاجه خاصه مثلا بقطاع المقاولات. انت لما تتم مشروع مقاولات لازم يبقى عندك اجتماع يومي مهما كان 5 دقائق 10 دقائق زي ما يكون، انما يعني اجتماع يومي مهم جدا، بيبقى المعلومات بتبقى متاحه للجميع، ما فيش حد فرح بقى ان هو يعرف حاجه والتاني ما يعرفوش، لا بنبقى كلنا يعني على نفس المستوى يعني. بيتم تبادلها بين الاعضاء اللي هي المعلومات ودي مهمه جدا. طيب النقطه السابعه في معيار المقارنه بقى ما بين الفريق وما بين الجماعه، اسلوب حل الصراعات. في الجماعه هتلاقي تسويف، ما بلاش دلوقتي بكره بعده نبقى نشوف الحكايه ايه الكلام ده كله ما بنحلش، انما احسن طريقه لحل الصراعات او المشاكل او اختلاف وجهات النظر هو المواجهه وسرعه الحل. وزي ما قلنا برضو الكلام ده ان شاء الله هنلاقيه برضو في اخر عرضنا. طيب خطه العمل، شوف هنا برضو بتوضح تحديد الاهداف، بتضعها الاداره وتنفذها الجماعه. يعني باجي ابص الاقي الاداره بتاعه الشركه اللي هي الكوربريت مانجمنت عامله هي اللي عامله الخطه العمل، وانت معلي غير انك تنفذ وخلاص. هذا الكلام طبعا ما هواش مش مظبوط، وايه والمشاركه محتمله، هي احتماليه الشركه بتاعها يقول لك ده انتوا هتاخدوا الحاجه وتنفذوها زي ما هم. ويعني قابلنا الكلام ده كتير في حياتنا، وللاسف كانت النتيجه دايما مش كما ينبغي بالنسبه لاداره المشروع في الكلام ده. طيب يضع الاعضاء الخطه بالمشاركه مع القائد ويحددون دور كل عضو فيها. ده الكلام ده ناس كتير معتقدة مثلا ان التخطيط دور واحد بس انه بلانر مثلا، لا البلانر يبقى هو المسؤول بياخد لم كل الداتا وكل الكلام بتاع التخطيط العام. التخطيط ده لازم يعني انا بقول الكلام ده قدام ناس كتير يعتقدوا ان انا يعني خيال او حاجه، لكن انا شخصيا في اي موقع مسؤوليه كمدير مشروع او رئيس قطاع او مدير منطقه او بيبقى الخطه اللي بعملها لتنفيذ المشروع لازم بيجتمع فيها البلانر، يجتمع فيها مدير التنفيذ، يجتمع فيها المسؤول عن القسم المدني، المسؤول عن القسم المعماري، المسؤول عن الكهرباء، المسؤول عن الميكانيكا. يعني كل واحد له فانكشن رول في الفريق لازم يكون موجود. انا شخصيا بفضل يكون المدير المالي موجود، بفضل يكون موجود المدير الاداري. هو مش هخش في التفاصيل، بس في الاجتماع لتحديد خطه العمل بنقعد وبنقول ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، وكل واحد بيبقى متخصص اكتر بيقدر يعرف طلباته ايه بالنسبه لايه لخطه العمل. بعد كده السكيدولر بقى او البلانر بتاع المشروع بيعمل ايه؟ بياخد الداتا دي كل مره واخرها ويحولها الى ايه؟ الى يعني عنده بريمافيرا بقى، عنده فاست تراك، عنده شوت تراك، عنده الام اس بروجكت، بيحول كل هذا الكلام وكل هذه الاراء بيجمعها في برنامج زمني، بيحط عليه الريسورسز بقى ويحط عليه كل حاجه، ويبتدي المتابعه بعد كده طبقا للايه؟ لخطه العمل اللي اتعملت. فدي فرق برضه. ناس كتير مش ما بتستوعبش هذا الكلام، ناس كتير بتعتقد ان انا بقول لها هذا الكلام ان انا بتكلم كلام يعني نظري. لا لا، ده هو ده الكلام العملي. واحنا لو جينا على فكره في اللين كونستراكشن مانجمنت اللي فيها الايه؟ الفيلوزوفي ايه اوف لاست بلانر. يعني لاست بلانر اللي هو الناس اللي هو اخر واحد بيخطط اللي هو المقارب للتنفيذ. يعني فدي يعني احد التطورات في اداره المشروعات يعني. طيب المناخ السائد بقى، دي اخر نقطه في معيار المقارنه ما بين الاثنين. طيب المناخ السائد بيبقى غير مشجع عاده،
بتلاقي كل واحد في السكة، كل واحد بيفكر بطريقة معينة، كل واحد فاكر نفسه ان هو يعني يعني تبع الشخصية بقى او تبع الهدف او تبع الترند بتاعه يعني. كل واحد بيبقى الأنا بتبقى واضحة، وكل واحد مثلا بيخبي المعلومات اللي عنده ومعتبر ان تخبيته المعلومات دي سر بقائه، ويقول لك انا بعمل جوب اللي هو تأمين الوظيفي، لان انا ما خليش حد يعرف حاجة علشان يعني ما يعني ايه، لو حد تاني يعرفها ممكن اي حد تاني يجي مكاني ويمشوني والكلام ده ومن اخره. فطبعا ده كلام مش ايه، مش مظبوط، بيبقى الجو العام غير مشجع. هنا بقى المناخ السائد مع الفريق بتبقى الدنيا عامله ازاي، مشجع على الثقه ومشاعر الود. ونخلي بالنا برضو الثقه مفهومه، مشاعر الود دي هامه جدا. احنا بشر وبني ادمين وعلاقاتنا لازم يبقى فيها حب وتفاهم ورقي وإيثكس، فدي لازم تبقى موجوده في المناخ السائد ما بين الناس وبعضها. الشباب يقول للناس الكبار يعني موجودين معاهم حضرتك وسعادتك، الكبير برضه يكلم الناس اللي معاه حضرتك وسعادتك. هي مش قصه يعني القاب بنديها لبعض واخر، لا، يبقى في خلقي اخلاق، في اخلاق، في ايثكس موجوده، وفي ثقه ما بيننا وبين بعض، وفي مشاعر ود ما بيننا وبين بعض. وبرضو انا عايز برضو النقطه دي، انا عايز اقول لك على حاجه برضو، مشاعر الود والحب ما تعنيش ضعف، او ما تعنيش ان انا افوت خطا حد بيعمله علشان هو عشان انا بحبه، او بالعكس. ودايما الحته دي انا دايما بقول مثلا بقربه بالاب، اذا شاف ابنه بيعمل غلطه، هو وابنه وابن الجيران بيعملوا غلطه، شافهم بيعملوا نفس الغلطه، الاب بيعمل ايه؟ بيجي على ابنه بيقول له ايه؟ بيمسكه يظبطه، يعني يبقى قاسي معاه جدا لانه بيحبه وعايزه يبقى يعني 100%. انما الابن الجيران هيطبطب عليه ويقول له يا ابني ايه، بلاش تعمل الحاجه دي. يعني معنى ان في ود ما بين اعضاء الفريق وبعض، وما بين القائد بتاع الفريق ومشاعر ود وحب واحترام، دي لا تعني ان في حاله الخطا او في حاله التجاوز الناس بتسكت على الخطا او التجاوز، بالعكس. لماذا تتكون فرق العمل بالمشروعات؟ ليه بتتعمل فرق عمل؟ احنا قلنا المشروع له كاركترستكس معينه واتكلمنا عليه قبل كده، بيبدا وبيستمر في 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 في, في البروجكت فيزز، في مراحل المشروع عمره وبعدين في الاخر ايه، بيخلص. فليه بتتكون بقى فرق عمل؟ خلق رؤيه مشتركه للمشروع من خلال تحديد مضمونه واهدافه واضحه. يبقى احنا كل الناس اللي بتشتغل في المشروع تبقى عارفه هي بتعمل ايه وعايزه توصل لايه وهدفها ايه وداخليته ايه. الاستفاده من وجهات النظر في المواقف المتنوعه. انا مدير مشروع، لازم ابقى عارف كويس قوي ان مش انا، ما دام انا مدير مشروع، ان وجهه نظري اللي هي اللي ماشيه، او وجهه نظري هي الصح. لا، اي وجهه نظر في المواقف المتنوعه كلنا بنتعلم منها، كلنا، وما استكبرش. بالعكس، لو انا مدير مشروع وبنتناقش وقاعدين مع بعض ولقيت معايا حد قال يعني راي كويس مهما كان سن، لو هو حتى ايه، لا، يبقى انا لازم ايه، بنستفيد كلنا من ايه، من وجهات النظر في المواقف المتنوعه. تشجيع الابتكار وتطوير اساليب العمل في المشروع. يعني انت في مشروعك، وده يعني برضو انا مش هتكلم عن نفسي، احنا عجزنا يعني اذكر ان انا في مشروع من المشروعات، كان عندنا مشكله كده في تسليم عمدان والكلام ده كله واخره، وصلني لان انا عملت ايه؟ اخترعت جهاز صغير خالص بيعمل ايه؟ بيقيس 0.1 ملم عشان الفيرتيكاليتي في السايت
تبقى يعني ايه مثلا، يعني لازم اشجع الناس اللي عندي انها تبتكر وتطور اساليب العمل. يعني هو يعني طبعا احنا كلنا بنمشي تبع بروسيدرز معينه، انما لما نيجي نبص برضو عشان نيجي نفكر النهارده اللين، في حاجه اسمها اللين، اللين كونستراكشن او اللين بروجكت مانجمنت. اللين ده عباره عن ايه؟ ان انا بعمل ايه؟ اساليب العمل بتاعتي بطورها. اللين 6 سيجما عباره عن ايه؟ ان انا بطور يعني سواء ان انا زي ما بنقول البروسيس او الخط في البروسيدر اللي هي ليست ما لهاش فايده الغيها على طول. فتطوير اساليب العمل دي بتيجي من اي حد ومن اي حاجه. يعني فاحنا لازم يعني نترك لاعضاء الفريق ونترك للانسان ان هو يبتكر ويفكر ويشغل دماغه، مش قصه يعني ايه زي ما واحد مره قال لي انا المهندس عندي في الموقع احط له كده يعني زي الحصان، يعني يبقى عنده حته كده محمل عليه كده. هذا كان طبعا انا رفضته وبرفضه. والانسان كما خلقه ربنا سبحانه وتعالى لازم يبقى عنده حريه ويشغل ويبتكر ويفكر ويطور طبعا باصول، ويعرف برضو الاراء باصول، كل حاجه باصول زي ما اتفقنا، الاثكس والود والحب والاحترام هي الموجوده ما بين اطراف الفريق. تنميه الاتصالات والتعاون المشترك بين الاعضاء. احنا اتكلمنا قبل كده في 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 في, في سيشن سابق او في لقاء سابق عن ايه موضوع الاتصالات، لانه موضوع مهم جدا 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 بالنسبه مش بالنسبه حتى للمشروعات بس، لاي حاجه. يعني النهارده نجاح الانسان النهارده بينتج عن ايه؟ عن الاتصالات بتاعته. يعني في ناس عندها قدره بتدخل في كل حاجه، هتلاقيها على الفيسبوك وعلى اللينكد ان وعلى التويتر وعلى، ففي ناس بتبقى عندها بتنمي اتصالاتها دي ودي دي دي يعني، وبقت اسهل دلوقتي في العصر الحديث، بيبقى لها شبكات كبيره جدا جدا من المعارف دي كلها. ايه يعني بتدي قوه وبتدي ثقه للانسان ان هو عايش في وسط يعني، وبنكسب ناس كتير جدا جدا بالاتصالات، سواء الاتصالات اللي هي زي ما اتفرجنا عليها في قبل كده، انواع الاتصالات من اول فيس تو فيس لغايه يعني دي ممكن يتعاد عليها. يعني اللي عاوز اي حاجه يدخل ويشوف ويراجع الكلام ده برضه، لان هي ايه المعلومات كلها من اول لاخرها يعني مع بعضها يعني 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 كوميليشن يعني مع بعض يعني. تأييد القبول للسياسات والقرارات المتعلقه بالمشروع. دايما في سياسات للمشروع، انا عايز اوصل لايه وهعمل ايه وازاي. وبقى في قرارات برضو، يعني احنا لما نقعد مثلا في جلسه في اجتماع خاص بالمشروع قاعدين بنتناقش في موضوع معين، وانا قاعد ليا وجهه نظر ومعتبر ان هي وجهه نظر دي الصحيحه. طيب واحد تاني له وجهه نظر تانيه، واحد تالت له وجهه نظر تالته، وعملنا برين ستورمنج وطلع ان في وجهه نظر مختلفه عندي وعندي، وطلعنا بقرارات تخالف اللي انا كنت بفكر فيه او تخالف وجهه نظري عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. خلاص؟ ما دام اتفقنا وطلعنا من البرين ستورمنج سيشن او من الاجتماع بوجهه نظر وراي في حاجه معينه، كلنا بلا استثناء اللي كان رافض وجهه النظر دي وكان ضدها وما قدرش حد يقنعه بغيرها، لازم يتحمس ولازم يؤيد السياسه دي والقرارات المتعلقه بالمشروع حتى وان خالفت وجهه نظرنا. ويترك بقى الايام تثبت له ان هو مثلا ايه كان غلط او كان صح. انما ما دام اتفقنا خلصت خلاص يبقى احنا كلنا لازم نلتزم بهذا الكلام. تجميع الخبرات الفنيه المتخصصه وتعظيم الاستفاده منها. لما تبص في اي فريق، هنخش في الكونستراكشن دلوقتي يعني ان شاء الله هنبتدي نخش بقى في الايه، انا بعتبر ان احنا لغايه دلوقتي بنتكلم في اطارات في مشروعات في اي اتجاه، في اي تي، في اجتماع، في صاروخ، في واحد بيعمل فرح، في واحد جميع انواع المشروعات. في فتره هنبتدي ان شاء الله، بس انا في الاول بنعمل الحاجات اللي هي بتورينا
وبتثبت لنا ان كلمه اداره المشروع دي مش اداره مشروع كونستراكشن بس، اداره اي مشروع. تجميع الخبرات الفنيه المتخصصه وتعظيم الاستفاده منها. يعني احنا بناخد خبراتنا منين؟ يعني انا مثلا اصلا مهندس انشائي ومعايا ماستر في الانشاءات والى اخره، اما ببقى معايا وانا مدير مشروع، بلاش وانا مدير مشروع، وانا ممبر في المشروع، معايا محاسبين بنتعلم منهم المحاسبه، معانا قانونيين بنتعلم منهم اداره العقد او الى اخره، معانا مهندسين الكتريكال بتعلم منهم الالكتريكال، مهندس ميكانيكال بتعلم منه الميكانيكال، بلانر بتعلم منه. فهنا بتعمل ايه بقى؟ ده الانسان اللي عايز بقى يتطور ويحسن من يعني ايه من قدراته ويستمر في الكونتينوس امبروفمنت بتاعه. هنا الاستفاده من وجهه نظر في المواقف المتنوعه. احنا فين؟ احنا كنا بنتكلم فين دلوقتي؟ تجميع خبرات. هنا تجميع خبرات فنيه متخصصه، يعني كل دي خبرات فنيه متخصصه، يعني من بدايه التكنيكال اوفيس اللي فيه كميه الحاجات كلها هو الاخيره دلوقتي، لغايه مثلا الكونتراكت مانجر، ودي ما كانتش موجوده زمان، دلوقتي في حاجه اسمها كونتراكت مانجر، لازم ما فيش جواب او مرسله تطلع من المشروع الا لما يكون قاريها، ما فيش حاجه تدخل لما يكون هو موافق عليها. بعد كده الناس اللي بتشتغل في اي مجال بقى، في ناس بتشتغل في السبلاي تشين، ابقى اعرف يعني ايه سبلاي تشين. انا مش بقول ان انا كمدير مشروع هبقى يعني كل ده هتخصص فيه، لا، انما انا كمدير مشروع او كواحد حتى بشتغل في مشروعات، يبقى انا عندي فكره عن جميع كل الكلام ده كله واخره، وعارف كل واحد من دول بيفيد بايه ويخش امتى ويخرج امتى، وازاي افيد، ازاي انا استفيد كانسان من لان معلوماتنا كلها واخرها ما حدش اتولد يعرفها. واللي يعتقد في لحظه من اللحظات انه خلاص عارف كل حاجه، يعني ايه، انصحه انه يراجع كلامه تاني ويراجع نفسه تاني، لان العلم بيجري اسرع بكتير من مثلا من 50 سنه، اسرع بكتير مما كان من 20 سنه. يعني الموضوع ما بقاش لينير، ده بقى يعني رهيب. يعني النهارده يعني التطور العلمي في جميع المجالات بما فيها الاداره لا حدود له. فلما بنجمع الخبرات دي كلها، الناس بتوع الاي تي لازم ابقى يعني اتعلم منهم برضه وتعظيم الاستفاده منها. فيعني ده الخبرات موجوده كلها من اول لاخرها بتفيد كل اللي موجودين، وده اللي بيخليني في الاخر لو انا مهندس شغال في التكنيكال وبدات ادرس اداره مشروعات او بسمع اداره المشروعات، ببتدي اتعلم الكلام ده كله، وده اللي بيفيدني في ان انا ايه اتطور واكبر، مش اكبر يعني ان انا يعني استكبر، لا، يعني ان انا اتطور واصل ان انا بعد ما كنت مثلا مهندس مثلا مدني او مش انشائي ورئيس مش عارف موقع او الى اخره، ان ابقى مدير مشروع. لازم الكلام ده كله يبقى انا في دماغي وابقى عارف. طيب، لماذا تكون فرق العمل بالمشروعات؟ تاسيس المناخ الايجابي والثقه المتبادله والاعتماد المتبادل. يعني لدي في مناخ ايجابي، طبعا ناس كتير جدا هتعتقد ان انا بتكلم كلام نظري، مفيش حاجه اسمها كده، يعني ما شافوش هذا المناخ الايجابي. في ناس بتعيش ومده كبيره جدا وبتعتقد ان هي يعني ان كلمه مناخ ايجابي دي مش موجوده، لا موجوده. وثقه متبادله موجوده، والاعتماد المتبادل موجود. لكن يعني احيانا كده بحس بنبره مش حلوه يعني بين ابنائنا المهندسين او زمايلنا المهندسين، هو يقول لك يعني ايه ده الكلام كله، يعني ما يعني مش زي ما بقول لك اكاديميك، لا كلام مش كده خالص. الاكاديميك يحترم، لان الاكاديميك بياخد من البراكتس وبيحولها لعلم وبيحولها لكتب وبيحولها للقاءات ومحاضرات وتدريس عشان يسهل لك، بدل ما انا لازم اقع في الغلطه ولازم امارس هذا الكلام. فلازم يكون كده، لازم يكون عندك زي ما يعني مثلا الناس اللي بتاخد قرارات زي العبد الفقير، ان انا اكمل حياتي العلم في ايد والعمل في ايد الثاني. لازم اتطور
فيما يخصني من علوم، ولازم اتطور فيما يخصني في العمل. طيب، فتقسيم المناخ الايجابي والثقه المتبادله والاعتماد المتبادل، انجاز مهام محدده. ليه احنا فريق؟ عندنا مهام محدده بتتعمل، واحيانا في لو واحد غاب من الفريق بتحس على طول. انا مش بتكلم على مدير المشروع، انا بتكلم على واحد لو انت عندك مثلا، ودي مشكله قابلتنا عن قريب، يعني المساح اللي عندي ابن عمه توفى، ده ومعندكش غيره، ممكن يقعدك اسبوع المشروع بتاعك يكاد يموت. المقبول بيقول على مساح، وانس مساح، لو انت معندكش واحد تاني يلحق مشروعك بيبوظ. مواجهة مشكلات معينة، يعني فرق العمل عشان ايه؟ مواجهة مشكلات معينة. النمرة 10، تنمية الولاء والانتماء للمشروع. لازم لو اشتغلت في شركة، لو اشتغلت في مشروع، لازم احس ان هي حاجتي، حاجتي يعني، انا دي 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 انا لازم عندي ولاء لها وسعيد بيها وبنتمي لها. توليد الحماس للانجاز، دي بقى مدير المشروع اللي هو الايه، اللي هو اللي بيبقى قائد بقى، ما بيبقاش مجرد مدير، يعني مش قصه مش وظيفه، لا ده بقت دور وبقت قياده. يعني القائد دايما بيعمل، يعني فرق القائد والمدير احنا خدناها بره عن اتكلمنا فيها قبل كده، وبرضه هتبان في الاخر هنا معانا. القائد بيخلي الناس تبقى بتموت نفسها عشان تشتغل، يعني اي واحد في الفريق حاسس انه لازم يسهر النهارده هيسهر، حاسس ان هو لازم يعني يبات في الشغل هيبات، يعني مش محتاج ان مدير المشروع يطلب منه يعمل ايه، هو عنده اما بقى هذا الكلام. وهذا الكلام ما هوش خيال، وما هوش كلام جاي من 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 كتب مثلا اللي هي التنميه البشريه، لا ده واقع. يعني انت في كل مشروع هيبان بعد جوده في التيم، هتلاقي ان في ناس عندها الكاركترستيك دي، حماس الانجاز، توليد المناخ الايجابي اللي هو يعلي دايما البرفورمنس، ودي هتبان برضو في 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 دوره حياه المشروع هنتكلم عليها دلوقتي. تنميه الشعور الداخلي للاعضاء بالفخر والاحساس بمعنى الانجاز. في المشروع عاده بنقول ان في ايه؟ ان في المايلستونز. المايلستونز دي فكره كويسه، بمعنى ايه؟ المايلستون دي هدف بيبقى انترميديت جوه المشروع، يعني احنا مثلا ايه، هنخلص الاساسات في تاريخ كذا، كلنا كمجموعه كفريق عمل وعمل خلصنا الاساسات بتاعت العماره مثلا او بتاعت حاجه معينه في تاريخ كذا. المايلستون ده لو حققناه بدري شويه او في ميعاده لازم نحتفل مع بعض، احنا مش هنعمل مش يعني لازم ونحسس الشركه ان احنا انجزنا ونحسس كلنا في ايه. يعني هذا الكلام بيعمل ايه بقى؟ بيخلي اعضاء التيم عندهم احساس بالفخر ان احنا كتيم مع بعض عملنا هذا الكلام، وبنعتز بشغلنا واحنا انجزنا، بحيث ان انا اما اكمل مشروعي ابقى انا مكمله بايه؟ بـ 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 بنفسيه عاليه. طيب هنا بقى ايه المزايا اللي بيحققها الفريق للاعضاء؟ في 5 انواع من المزايا، يعني الفريق بيديني ايه؟ يعني انا كعضو في الفريق، ابتداء من مدير الفريق او قائد الفريق الى كل اعضاء الفريق. يعني كل واحد اذا ما حسش ان هو في هذا الفريق حصل له مزايا من تواجده مع الفريق ده، مش هيبقى مبسوط، وممكن يضطر ان هو يعني اهو بيشتغل وخلاص، او ينسحب ويسيب الايه الفريق ويمشي. ففي مزايا تنظيميه ومزايا وظيفيه ومزايا عمليه ومزايا نفسيه ومزايا اجتماعيه، طب نبص لهم. مزايا تنظيميه ايه؟ بتبقى تماسك التنظيم، يعني احنا كتيم بنحب بعض جدا وقلبنا على بعض جدا، ولو احنا شاطرين بقى بيبقى دايما واحد
لو واحد غاب او حصل عنده ظروف او اي حاجه بيعمل ايه؟ بيشيل واحد يعني في غياب واحد، غياب طارق او غياب قهري، بتلاقي التيم نفسه بيقسم الشغل بتاع اللي غاب ده عليهم بدون ما حد يحس، بدون ما حتى مدير مشروع يحس. فدي دي دي ده دي مزايا تنظيميه، تنسيق المجهودات، فهم وقبول الاهداف، الاهداف بتبقى مفهومه ومقبوله، زياده الانتاجيه، لان دي يعني على احنا حتى في البلد بنقول ايه؟ لو واحد بينتج 10 وحدات اثنين، لو كل واحد بيشتغل لوحده هينتجوا 20. طب لو اثنين اشتغلوا مع بعض في عمليه انتاجيه مش هينتجوا 20، هينتجوا 25. يعني دايما التيم ما بنعملش مالتيبيكيشن لانتاج واحد في عدد الناس، لا، تواجد التيم مع بعضه بيعلي الانتاجيه بتاعت، ما بتبقاش الانتاجيه بالتجميع. دي الناس الاشتراكيين سموها ايه؟ سموها المنفعه الحديه. يعني ايه؟ يعني دي اللي قام عليها، يعني حتى يعني هي مش بره السياق قوي، يعني ده الماركسيه قامت عليها كارل ماركس، قال لك ليه صاحب العمل عشان بيستعمل راسماليه في كتابه اللي هو اسمه الراسماليه، ليه صاحب العمل ياخد نتيجه مجهود الناس دي او الفارق بتاع مجهود الناس دي؟ يعني مفهومه حتى. فده طبعا ده خلل في التفكير، يعني لان يعني ان هو يعني لو انا عندي مجموعه وبتشتغل، انا جمعتها وعملت شركه او عملت مجموعه او عملت حاجه وعملت شغل، انا اللي عامل هذا الكلام، وانا ك ك ك يعني ك لما لميت الناس دي كلها من اولها لاخرها، ما انا لازم هكسب منين؟ هكسب من نتيجه العمل اللي عملوه الناس دي كلها على خيرها، وهم برضو بيكسبوا منه، لان لما هتزيد زياده الانتاجيه مش هتبقى لصاحب العمل لوحده او لصاحب المكان لوحده، لا، لازم بتعود بنسب معينه على كل العاملين. فدي المزايا التنظيميه. في المزايا الوظيفيه بقى، الهويه المهنيه، انت يعني مهنتك انت بتتاكد وبتعظم، تبادل الخبرات، ودي اتكلمنا عليها برضو، مشاركة الأفكار والحلول الابتكارية، دي جميلة جدا ومهمة جدا في خلال العمل بتاعنا. في المزايا العملية، تنمية المعرفة وبتتعلم مهارات جديدة في النمو والتقدم، كتير جدا جدا في مشروع، كتير جدا باجي ألاقي مهندس بيشتغل عادي، يعني مشروعات كتير جدا مهندس لسه حتى جونيور انجينير يعني متخرج بقاله سنه سنتين، ودخل وبص قعد مع بلانر وقعد مع الكونستراكشن مايكل كله، السنه الثانيه بلاقيه دخل في بقى بلانر، يعني حب البلاننج فتخصص فيه وايه وتعلم مهاره جديده، ودي كان السبب ان هو بعد كده بقى يعني ايه مدير تخطيط كبير جدا جدا في شركه كبيره جدا. يعني المزايا النفسيه، الشعور بالانجاز، لان انت في كتيم، انت ما بتنفذش حاجه لوحدك، يبقى احنا كلنا بنحس بالانجاز ده مع بعض. اثبات الذات، انا برضو نفس القصه، انا عارف انا دوري ايه ومثبوت، يعني انا في من ضمن الفريق، انا حققت كذا كذا وخليت الفريق وصل لكذا كذا كذا كذا، بينا كلنا مع بعض. كلمه ايه؟ نحن مش انا، لا، نحن. التقدير المعنوي، دي المزايا النفسيه، انا ما بحس ان انا اشتركت في مشروع وبينجح ونجح وخلص وعمل، بتبقى يعني ما بمشي بقول ده انا، ده اللي بيبقى يعني رئيس طبليه ولا حاجه وكان بيبني في مبنى كبير، يعدي يقول لك انا اللي بنيت المبنى ده مش المهندس اللي اشتغل فيه. التقدير المعنوي ده بيبقى يعني ايه؟ يعني بيرتبط حتى بالانسان، يعني الولاء والانتماء، طبعا دي ايه؟ واضحه برضه واتكلمنا عليها. طيب المزايا الاجتماعيه بقى، في علاقات متبادله، ودي مدير المشروع الشاطر او اللي عايز يبقى يستمر في، يبقى عنده علاقات متبادله. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي انا مسكت مشروع مثلا في حته معينه،
بصرف النظر هو اذا كان لو مشروع كونستراكشن او غيره او او الى اخره. خلصنا المشروع واحنا اي مشروع احنا بنمسكه بيخلص. طيب رحت مشروع ثاني حتى في بلد ثانيه، وده انا بتكلم عن ايه، عن تجارب، انا مش بتكلم عن كلام نظري. لا، رحت بلد ثانيه مسكت مدير مشروع فيها. الصح برضو دي نقطه من النقط اللي هي الهامه جدا، بس هي غلطه شائعه في مجال البيزنس. يا باشا شركه الامارات تروح عامله ايه؟ فلان وفلان 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 وفلان، يلا بقى ندور لهم على مدير مشروع، سواء عندهم من الشركه بقى او من بره الشركه. هذا الكلام مش صح. الصح ان انا اول واحد اختاره مدير المشروع اللي انا اعرفه واثق فيه، او اعمل اعلان واجيب ناس واعرف ناس اشتغلت فعلا، مش ناس يعني ايه مظبطه ورقه مظبطه حاجه، لا، جيب معايا مدير المشروع الاول. ومدير المشروع لابد وان يشارك في تكوين الفريق، لابد، لان في حاجات كتير جدا 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 يعني ايه بتبقى هامه جدا، لان دي انت هتشتغل معايا. قبل برضه اطلع من النقطه دي على العلاقات المتبادله، يعني انا مثلا مسكت مشروع في 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 القاهره مثلا، وكونت فريق فيه، معايا بلانر، معايا دوكمنت كنترولر، معايا ستراكشر انجينير، معايا كونتراكت مانجر، معايا كل الناس دي كلها. طب انا خلصت المشروع ومشيت رحت مشروع تاني، اول ناس هفكر فيهم ايه؟ ما انا بتكلم على الايه، على البيئه الصحيه، اللي هي البيئه الصحيه بتخلي مدير المشروع بيختار، بيشارك في الاختيار بتاع الناس. هيعمل اول حاجه يعملها ايه؟ تعالى يا مصطفى، تعالى يا جورج، تعالى يا خميس، تعالى يا علي، الناس اللي كانوا بيشتغلوا معاه قبل كده. دي بتساعد بايه بقى؟ انا بتكلم على دي برضه، على ايه؟ على دي الميزه الاجتماعيه دي. ان انا من اول يوم وانا مدير مشروع هنتج. انا هعملنا بعد كده في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في اللايف سايكل بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ بتاع, الـ بتاع المشروع، اللايف سايكل بتاع الفريق. هيبقى الفورم وبعدين الستورمينج. بيبقى في فتره الناس بتتعرف على بعض، فانت لما تجيب ناس مشتغلوا معاك قبل كده وعارفهم وعارف بيشتغلوا ازاي وناس عارفين بعض، هتلاقي ان انت من تاني يوم بتشتغل في الفريق وبتنتج في الفريق. فريقك بيشتغل لغايه ما ايه، ما تكمل بقيه الفريق بتاعك او الى اخره. فدي مهمه جدا جدا، الاحترام والثقه زي ما بنقول. يعني ده الحديث عادي، ليس منا من لم ايه؟ من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. احنا ايثكس، دي ايثكس، انا مش بتكلم يعني مش قصه تدين بقى وبتاع، يعني لا، يعني قصه ايثكس، ان انت لازم احترم الكبير واثق في الايه، في اللي بيشتغل معايا. في ناس كثيره جدا بتاخد مبدا ايه؟ تقول لك انا ما اثقش في حد لغايه ما يثبت لي ان هو اهل ثقه. لا، ده العكس هو الصحيح. انا اثق في كل اللي معايا لغايه غلطه واحده مقصوده. يعني انا ده مبدا الحقيقه، انا برضو انا يعني ايه براكتيكالي انا معتقد ان هو يعني صح، لان لو احنا مش هناخدها كده كل واحد ممكن يمثل دور اللي هو المثالي لمده كبيره جدا، وتلاقي فريقك تكون وعمل. انما لو من الاول خالص بشتغل بطبيعتي وكل الناس بتشتغل بطبيعتها وبثقه وبحب وباحترام، هيبان الديفيشنسيز اللي في كل واحد، ونقدر ان احنا يا اما نعدلها نغيرها نصلحها نظبطها مع بعض، يا اما اللي يلاقي نفسه مش قادر بوضوح، يعني مثلا ممكن يتحط في لوكيشن تاني، يروح على مشروع تاني، يعمل حاجه. يعني المهم ان هو ايه، مش هيقدر يكمل مشروع للاخر يعني. وبمنتهى الحب ومنتهى الاحترام ومنتهى الود والقبول الاجتماعي. طيب تذكر، فريق العمل وسيله للعمل الجماعي المنسجم بين افراد متجانسين. شايفين كلمه ايه؟ العمل الجماعي المنسجم بين افراد متجانسين، افراد متجانسين مع بعض. التجانس ده ما يعنيش حد مش متجانسين زي بعض، بالعكس متجانسين يعني كل واحد بيضيف. وهنشوف برضو ان في تسع مراكز او تسع مسؤوليات في الفريق، زي بالظبط فريق الكوره اللي هو ايه، من الجول كيبر لخط الباكات لخط الوسط لخط الهجوم، و4 2 4، ويعني تبع ان دي ان كل واحد له رول وله طريق معين.
وبذل جهود ملصقه لتحقيق هذا المشترك. طيب بناء فريق عمل المشروع، المفهوم تكوين جماعه مندمجه يتوافر فيها الالتزام. يعني ده بقى ايه؟ يعني ايه بناء فريق عمل المشروع؟ تكوين جماعه مندمجه يتوافر فيها الالتزام والقدره على اداء مهام معينه وتحقيق اهداف محدده من خلال انشطه متعاونه ومتفاعله. جماعه مندمجه مع بعض وبيلتزموا كلهم وقادرين ان هم ينفذوا مهام معينه وتحقيق ايه؟ اهداف محدده من خلال انشطه متعاونه ومتفاعله. واضح الكلام؟ يعني احنا كلنا متقابلين نظام معين، متقابلين بروسس معين او بروسيدرز معينه، وايه؟ وناظرين لهدف واحد او هدف معين اللي هو الهدف الفريق، وان احنا كلنا بن ايه باصين له. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. افتراضات بقى بناء الفريق اللي هو بناء فريق الايه؟ يا واحده عشان ما نطلعش بره الايه الماضي. طيب افتراضات بقى بناء الفريق، كي تزيد انتاجيه الجماعه يجب ان يتعاون الاعضاء وتتضافر جهودهم لانجاز المهام المطلوبه. لازم فيه تعاون اعضاء، تعاون كامل اللي هو الايه؟ الكوبريشن. اول كلمه بتسمعها في اي ناس غير المتكلمة العربيه، المتكلمة العربيه لازم يقول لك التعاون دي يعني ايه؟ خلاص؟ فايه؟ يتعاون الاعضاء وتتضافر جهودهم لانجاز المهام المطلوبه. يستلزم تحقيق المساهمه الفعاله من الافراد اشباع حاجاتهم الماديه والاجتماعيه والنفسيه. يعني انا واحد عضو فريق، المفروض ان هو يعني هو مش داخل عضو، مش عضو فريق كده يعني هوايه ولا ان هو مثلا، لا، يبقى لازم حاجاته الماديه، ودي هتكلم عليها ان شاء الله برضه في 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 في, في, في سيشن لوحده اللي فيها حاجات الانسان، وهيبقى فيها ماسلوف بقى والديربر والكلام ده كله هنتكلم عليه برضه ليتر اون بقى اللي جاي او اللي بعده او قدام شويه، يعني هيبقى في بيننا هذا الكلام. طيب اشباع الحاجات الماديه والاجتماعيه والنفسيه دي هتبقى الايه؟ الاحتياجات اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في ايه؟ في 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 سيشن لوحده، سيشن كامل، سيشنز الهامه جدا برضه. يؤدي زيادة فعالية الفريق إلى تحسين الفعالية الشكلية للمشروع والمنظمة. يعني أنا إحنا مجموعة فريق في شركة معينة، ده أنا هقول لك إيه؟ أه دول رجالتي. طبعًا يعني هي إيه؟ يعني في ناس بتعتقد إن هي كلام مش 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 مظبوط، لا، هو مش رجالتي يعني إن أنا يعني لا، يعني دول الناس اللي إحنا اشتغلنا مع بعض وتوافقنا وكنا كويسين مع بعض والى اخره، وعملنا نتائج مع بعض وهنجتمع كمان على اي موضوع هنعمله صح. طيب احنا اشباع يؤدي لتحسين الفعاليه الشكليه للمشروع بالمنظمه، وهيبقى شكل الايه؟ المشروع ده شكله حلو، يقول لك ده المشروع ده التيم بتاعه ممتاز ورائع والى اخره. هيبان بعد كده برضو ان 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 التركيبه اللي احنا قلنا فيها 9 ادوار زي فريق كره فيه 11 ادوار. بناء الفريق لا تفرض اراده الاخرين بل قناعه العاملين ورغبتهم في العمل. وده اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. يعني انا ممكن اداخل مثلا انا قدمت على شغل في مشروع وداخل على اني كونتراكت مانجر. ده ايه؟ مدير عقد. طيب دخلت بدأت اشتغل، بدأت اتعامل، بدأ يتحرك المشروع، مره في الثانيه في الثالثه لقيت نفسي مش قادر اتوائم مع الفريق. لا يعيبني ان انا اقول، وبالعكس واحافظ على صلاقه الناس وكل حاجه، بس انا مش قادر اتعامل معاهم بالسيستم ده او بالطريقه او الى اخره، انما احنا اخوه وزملاء وكل حاجه. فما نتحركش ابدا، احنا نقول والله يعني انا هستاذنكم ومثلا
همشي مثلا او مش قادر اشتغل كذا. يعني هنا بقى يعني لا يفرض على حد إرادة معينة، يعني بناء الفريق لا تفرض إرادة الآخرين بل قناعة العاملين ورغبتهم في العمل. يعني الناس اللي جوه الفريق يبقوا هم المقتنعين ببعض ومقتنعين بالعمل اللي بيعملوه ومحبين له وبصين له بشكل هدف، يعني يتحول الهدف العام اللي هو بتاع مشروع الى اهداف شخصيه. انا عايز الفريق ده ينجح، انا عايز الشركه دي تبقى اكبر شركه في الدنيا، بيبقى حب، بيبقى رغبه في النجاح، بيبقى اثبات ذات، زي الكلام كنا بنقول من شويه. يساعد بناء الفريق على فهم السلوك الوظيفي، سلوك التنظيمي الاورجنايزيشن بيهيفير والشخصي للاعضاء، ووضع الخطط اللازمه لتطوير الانجازات. هنا بقى المتطلبات الأساسية لبناء فريق العمل الفعال. هنا في أربع متطلبات أساسية. أول حاجة أسلوب العمل، تاني حاجة المهارات والمعرفة لأعضاء الفريق. كل واحد بيبقى عنده مهارات معينة ومعارف معينة. أنا في التكنيكال أوفيس لو أنا بشتغل مثلاً بالريفت ابقى عارف اعمل الموديل ازاي، اعمل ازاي انا بشتغل مثلا. اول لو انا يعني لو في بيم مثلا وبنشتغل بالدايمنشنز بتاعت الكليه، يبقى كل واحد عارف عنده مهارات معينه ان هو يعملها. لو انا بشتغل مثلا ك ك ك ككونتراكت مانجر، يبقى انا لازم عارف يعني ايه فيديك، يعني ايه انواع عقود، يعني ايه يعني ايه يعني ايه كلامكم من الاول لاخره. لو انا هشتغل في الكونستراكشن ابقى عارف حتى اللانجوج اللي هتعامل بيها مع العمال وهتعامل بيها مع الـ مع الـ مع الـ مع, الـ مع الـ الناس كلها وهكذا. يعني كل واحد بيبقى عنده مهارات ومعرفه لاعضاء، مهارات ومعرفه، مهارات بتاعته كابابيلتيز بتاعته والايه المعرفه بتاعته النولج بتاعه بقى لايه اعضاء الفريق كل واحد في المجال اللي هو بيشتغل فيه. طيب بيئه عمل الفريق المحيطه، بيئه عمل الفريق المحيطه اللي عايز اقول لكم عليه ايه، ان دي عاده بتعتمد على اداره المشروع، يعني مدير المشروع، مدير المشروع هو اللي بيتسبب في خلق بيئه عمل محيطه كويسه. لو هو نجح ان هو يخلق كل الكلام كل اللي بنتكلم عليه من شويه بين اعضاء الفريق، بيئه العمل هتبقى ممتازه وتطلعها كويسه جدا، وعمر مشروعك مع ايه مع ايه ما فيش اي مشكله هتحصل من وراها. انما للاسف الناس، في ناس كتير يعني انا مش بسمي حد بس دي برضه قابلتنا في خلال حياتنا، يقول لك ايه انا سياستي فرق تسط، يعني اوقع ما بين ناس وبعضها عشان انا بقى ايه اتحكم فيه وانا اتحكم فيه. هذا مبدا خاطئ جدا 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 جدا. ومثلا ويعني يعني اللجوء لامور انا مش يعني يعني لما بعمل التحفيز او ما بعمل البوزيتيف كونفليكت، مش كونفليكت اللي هي يعني ان انا اخلي فيه منافسه شريفه ما بين الناس. يعني لو انا كل شهر مثلا بعمل ايه مثلا في المواقع رجل العام او رجل الاسبوع او رجل الشهر، مثلا عامل ده عامل عادي جدا، عامل نظافه في المشروع بحطه ان هو في تشيك ليست معينه او حاجه معينه، وطلع ان العامل ده هو رجل الشهر، هو احسن واحد كان بيرفورمينج خلال الشهر. خلال الشهر محدش شاف حته ورقه في الارض، مثلا التشيك ليست بتاع تنظيف الحمام بالشكل معين، يعني كان بيرفكت. لا يعيب ان انا يبقى هو ايه رجل الشهر، وبتبقى البيئه كويسه وصحيه وكل واحد له رول. زي دايما ما بنقول دايما ايه، ان انا اسف يعني ما حدش يزعل مني او مش بقصد حد، ان العامل الملتزم الشاطر المتميز المحب الناجح احسن من رئيس مجلس اداره ما فيهوش الصفات دي وفاشل. مين الاحسن للمشروع ومين الاحسن للعمل ومين الاحسن؟ اللي هو بيأدي الرول بتاعه كما ينبغي وكما هو مطلوب منه. هنا بقى القياده والرقابه. فدول اربع متطلبات اساسيه لبناء فريق العمل الفعال.
اسلوب العمل، المهارات والمعرفه، الاعضاء، القياده والرقابه، وبيئه عمل الفريق المحفز. طيب المتطلبات الاساسيه بقى لبناء فريق العمل الفعال، هنتكلم عليها بقى ان ديتيلها. اسلوب العمل، نوع المهمه او المهام المطلوب انجازها، مدى صعوبة أو تعقيد المهمة، العلاقة بالمهام الأخرى لنفس الفريق أو الفرق الأخرى، مدى توافر المعلومات عن المهمة وكيفية إنجازها، الأساليب المتاحة لإنجاز المهمة، تكنولوجيا وأدوات العمل. دي اللي بتحدد أسلوب العمل بتاعنا. المهمة اللي عندي شكلها إيه، والمهام المطلوبة مني إيه، وهل هي موضوع صعب ولا. أنا على فكرة أنا لا أؤمن بأن في حاجة صعبة، لأن أي حاجة صعبة أنا لو أنا حاجة تكنيكال أنا أجيب متخصص التكنيكال بتاعها، وبجيب مدير المشروع اللي هو القادر على إنه هو يجمع كل التيم بتاعه وبيديره بشكل علمي وبشكل عملي وبشكل كويس بتوصل للنتائج. صعوبة تعقيد المهمة، العلاقات، العلاقة بقى بالمهام الأخرى، يعني ممكن في نفس الفريق يعني ده له مهام، ده له مهام، البلانر له مهام، الاكسي له مهام، كل واحد له مهام، فيبقى كل واحد ليه دي العلاقه يعني ايه مركبه يعني، او فرق اخرى يعني. ممكن نبقى احنا مثلا جوه مثلا بورتفوليو او جوه بروجرام، وفي فريق تاني مشروع تاني، واحنا بنشترك مع بعض كفريقين في حاجات معينه. ده في مثلا في البروجرام مانجمنت او في البورتفوليو مانجمنت، مدى توفر المعلومات عن المهمه، لازم يبقى معلومات كافيه وواضحه عشان اقدر ان انا ايه انفذ الكلام ده. الاساليب المتاحه بقى لانجاز المهمه، البروسيدجرز بقى والبروسيسز والتشيك ليست والكلام ده كله، تكنولوجيا وادوات العمل اللي هي الادوات اللي في ايدي. هل انا مثلا عندي بريمافيرا وعندي 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 وما فيش تكنولوجي ان انا ما فيش في ايدي، عايز اعمل تاور مثلا كام دور وعايز اعمله مثلا بعروق والاتزانه، هو ادوات العمل اللي عندك هيبقى لازم عندي ايه؟ التكنولوجيا الصالحه لعمل لانجاز العمل اللي عندي يعني، وادوات العمل. طيب المطلوب بس ايه ده؟ النوع الثاني بقى المهارات والمعرفه، اعضاء الفريق، الاعداد ومستوى الخبرات، يعني اعداد الناس ومستوى خبراتهم اللي هم الفريق، التركيب المهني للاعضاء، لازم يبقى عندي ناس كتير يعني. يعني انا في مشروع كان على البحر الاحمر، اذكر كان الفريق كان 170 واحد، كانت مدينه بتتبنى هناك والمدن جميله جدا، مش عايز يعني اقول عليها دلوقتي، ما يعني مش بنعمل دعايه لحد ولا بنعمل، كان 170 واحد. فده من المشروعات الجميله جدا قعدت عليها وعرفت منها ناس، ده الكلام ده بقاله مثلا 15 16 سنه، والناس يعني مسجلنا بيكن لبعض كل ود وكل حب وكل احترام يعني. تركيب المهن للاعضاء، القيم السائده بينهم مهمه جدا، زي ما قلنا الاثكس، والاثكس دي حاجه هامه جدا يعني، مش بقى يعني زي ما بيقولوا فرق تسد او اديله زومبا او الكلام اللي هو ملوش لازمه اللي بيفسد اي حاجه في الدنيا، وبتبقى حاجات بنعتقد انها صغيره لكن هي مش صغيره، لا دي احنا لازم نبقى ايه؟ يبقى القيم بينا كل ود وحب واحترام وخوف على الزميل زي ما نخاف على نفسي بالظبط. القدره على العمل الجماعي، في بعض الاكسبشنز بتبقى ناس ما بتحبش العمل الجماعي، يعني في واحد يعني بيحب يشتغل لوحده، ما مش يعني مش تالنتد ان هو يشتغل خلاص، يبقى ده ما ينضمش لجروب بقى يعني حتى اللي يعني انا اسف يعني برضه انا اسف برضه يعني ده لو هو لو بيلعب عود او بيلعب كمانجا او بيلعب قانون او اي حاجه من الحاجات دي كلها من اول لاخرها، كل واحد طبعا بيبقى له بينه وبين نفسه عايز يقعد مثلا لوحده وعايز يعمل هذا الكلام، انما بيبقى اقوى كتير جدا 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 لما يبقى ايه؟ لما يدخل جوه ايه؟ عمل جماعي اللي هي ايه؟ يتعمل مثلا فريق، او مثلا في الغرب يتعمل فريق مثلا
ولو ليدر في يعني العمل الجماعي دايما النتاج بتاعه رائع رائع رائع. نمرة 5 الرغبة في التعاون وتبادل الخبرات، يعني لازم انا بقى عندي رغبة ان انا اتعاون مع اي حد تاني ونتبادل الخبرات، انا ما اخبيش حاجة، يعني انا يعني ربنا رزقني بعلم معين او خبرات معينة وكان معايا تيم، مش كمدير، مش كمدير مشروع، لا انا كبلانر بقعد افهمهم واعرفهم يعني ايه بريمافيرا او يعني ايه شورت تراك، يعني ايه فاست تراك، يعني لو انا بشتغل بيم اعرف الناس واوريهم واقول لهم واشرح لهم، انا بشتغل مثلا دوكمنت كنترولر، وعلى فكره دوكمنت كنترولر برضه هيبقى عليه لقاء رائع هتشوفوه ان شاء الله، بس ده قدام شويه لان هو تقيل حبتين، الدوكمنت كنترولر برضه يبقى الناس فاهماه وعارفاه. مهارات الاتصال والعلاقات الاجتماعيه دي مهمه جدا واتكلمنا عليها قبل كده، الدوافع والاتجاهات، انا عايز ايه واتجاهاتي ايه، درجه الانتماء او لا للفريق دي لازم تبقى عاليه جدا جدا، كل ما كان درجه الانتماء او لا للفريق عاليه وبتبقى النتائج بتبقى بوزيتيف جدا. الروح المعنويه والمشاعر والاحاسيس دي طبعا تعتمد برضو على قائد الفريق، قائد الفريق او التيم ليدر او مدير المشروع. طموح الاعضاء والرسم المستقبليه، يعني انا في مثلا لو الهجر التنظيمي بتاع المشروع مثلا انا مثلا مهندس تنفيذ لازم يبقى عيني على الايه على الهجر التنظيمي ده، وبصص لنفسي ان انا عندي مدير كونستراكشن مانجر انا عايز ابقى زيه، يبقى انا ايه ده الطموح بتاعي بقى ونظريتي المستقبليه، يعني نظريتي المستقبليه مش انا عايش طول عمري مهندس تنفيذ وبس، لا ده انا هبقى ايه كونستراكشن مانجر، بقيت كونستراكشن مانجر يبقى انا طموح ان انا اعمل ايه ابقى بروجكت مانجر وهكذا، يبقى دايما في طموح وفي ايه نظره مستقبليه للانسان يعني جوه التيم. درجات القوه والتعقد والتاثير على الاخرين. طيب المتطلبات الاساسيه القياده والرقابه، المهارات الشخصيه دي في بناء الفريق العام الفعال برضه، هنا القياده بقى قياده ورقابه بتعتمد على ايه، مهارات شخصيه، مهارات فنيه، انماط السلوك ده بيظهر بيبان، وده يعني برضه دي حاجات اعتقد احنا اتكلمنا في الكوميونيكيشن في عليها شويه، مقومات النضج الماتوريتي موضوع من الموضوعات المهمه برضه، القدره على التنسيق وتحقيق التكامل، القدره على بث الثقه والاحترام والتعاون، التشجيع على المشاركه، المحافظه على تماسك الفريق، توفير المناخ الايجابي، يعني ما اسمحش لاي مشكله بين اثنين او بين ثلاثه او بين اربعه الفريق بتاعي يضيع، انا كمدير مشروع لازم فورا، عشان كده هيبان في اخر البرزنتيشن بتاعنا ده ازاي احل الكونفليكتس، كل ما كان حل سريع وعادل وسليم كل ما الفريق بتاعي بيفضل متماسك لغايه اخر لحظه وبنمشي مع بعض حبايب مهما حصل من المشاكل خلال المشروع. توفير المناخ الايجابي، تقديم النصح والمشوره عند الحاجه، تدريب وتنميه الاعضاء، برضو انا مش يعني انا عاده بيرسونالي وبنصح برضو اي حد يبقى عنده مشروع ان هو يبقى في اجتماع كونفيدنشال مع الاعضاء كل اسبوع بنتكلم فيه عن نقطه معينه، بنتكلم على البلاننج، ونخلي مثلا البلانر يشرح لنا الدنيا ماشيه ازاي وبعمل مونيتورنج ازاي وبعمل ريبورتنج ازاي والكلام ده كله ازاي، يبقى كل واحد في الاعضاء بايه بيتعلم حاجه، اللي ماسك الدوكمنت كنترولر بيشرح بقى الفايلنج سيستم ازاي وبيشرح الدوكمنت مانجمنت ازاي وازاي يوجه ده ودي تعمل ازاي وتعمل ايه، يعني كل واحد لو احنا كفريق وفي كوبريشن لازم ايه بيبقى فيه نوع من التدريب، كلنا نعرف هذا الكلام عشان في الاخر احنا كلنا بنستفيد. الرؤيه وبعد النظر، تسهيل مهمه الاعضاء، يعني دايما اي يعني ده دور من ادوار يعني التيم ليدر ومن ادوار الفريق. بيئه العمل الفريق المحيطه، احنا كام سلايد كمان يعني اعتقد انا شايف الناس بدات تتحرك، يعني نقدر نعمل 5 دقائق او يعني نعمل بريك يعني بس نخلص ايه المتطلبات السريعه بناء على فكره العمل الفعال. بيئه عمل الفريق المحيطه،
اهداف المشروع وانشطته، تركيب وفلسفه الاداره العليا. الاداره العليا مهمه جدا، ما تجيش مثلا نعم احنا ماشيين وبنشتغل كويس جدا يجي حد الاداره يقول له ده انتوا مشروع فاشل، ده انتوا ده انتوا ده انتوا. لا، نظم التحفيز والمكافاه لازم يبقى فيه تحفيز. احنا حققنا الخطه، يعني لازم يبقى فيه ريورد، يعني يبقى فيه مقابل يبان للناس ومكافاه. انظمه الاتصالات وتبادل المعلومات دي بقت كل حاجه دلوقتي، يعني دلوقتي واتساب بقى في اي حته تلاقي واتساب لمشروع مش عارف ايه، يعني وهكذا. فرص التدريب والنمو لازم برضو كل واحد يبقى قدامه فرصه. كنا بنتكلم من شويه ان انا لوكينج للليفر الاعلى في الاورجنيشن شارت بتاعي. انا مش هفضل في عمري مثلا مهندس تنفيذ وبعد كده هبقى مثلا مدير موقع وبعدين هبقى مدير تنفيذ وبعدين هبقى مدير مشروع، فيبقى ايه لازم يبقى فيه تدريب ونمو. نظم تقويم الاداء، تقويم الاداء اللي هو الايه اللي هو الاسسمنت، الاسسمنت بتاع او الكي بيرفورمانس انديكيتورز يعني بتاعت لازم تبقى موجوده دلوقتي، ودي بقى علم وتخصص لوحده وبقى يعني بحر وناس كثيره جدا يعني اساتذه فيه وبقى موضوع كبير يعني اللي هو الكي بيرفورمانس انديكيتورز. يعني نوعيه الخطط والسياسات، مدى توفر الموارد، يعني لازم الموارد تبقى جاهزه. يعني انت ممكن عندك كل حاجه مثلا انت بتعمل خرسانه في الموقع، عندك كل حاجه الا الميه وقفت. يعني لازم الموارد اللي موجوده تبقى عند حدود ان ايه ان لازم الموارد كافيه. طبعا احنا قلنا احنا اتكلمنا على الموارد اللي هم الفور ام اللي هي الايه؟ مان باور، ماشينري، ماتيريال، ماني. لازم الموارد دي تبقى موجوده الكافيه لعمل الهدف اللي انا بعمله. يعني مش كل مش اخزن كل حاجه او اشيل كل حاجه لما تيجي وقتها، لا. يبقى انا عندي قدره تمانج الموارد، ان انا اجيب الموارد دي لايه؟ في وقت ما انا محتاج لها في البرنامج الزمني. ظروف العمل الماديه دي مهمه جدا. في ناس كتير بتشتغل وهي معهاش فلوس او معهاش امكانيات او معهاش ناس وعلى فكره برضو دي حاجه من الحاجات اللي احنا دايما برضو بنختلف فيها مع ناس كتير. مش كتر الفلوس اللي بيحل المشروع او اللي بيحرك المشروع او بيوصل له النتائج، لا، حسن اداره الفلوس. حسن اداره الفلوس يعني مش الماني، يعني ايه المانجنج الماني هو ده. يعني ممكن واحد يبقى معاه يعني 100,000 جنيه يدير مشروع مثلا بمليون، وفي واحد ممكن يبقى معاه 800,000 جنيه وما يقدرش يدير مشروع بمليون. يعني نخلي بالنا ان الموضوع حسن اداره الايه الريسورسز او يعني كان لو اتكلمنا عن الماني احد انواع الريسورس يبقى حسن ادارته مش كتره او قلته. بالعكس احنا احيانا لما بيبقى عندي، ودي قابلتني كتير كتير قوي خصوصا في الخليج، ان لو زاد الـ مثلا الهيومن الاتش ار، يعني انا في المشروع ده محتاج مثلا 50 واحد، لو انا حطيت فيه 100 واحد هيطلعوا انتاج علمي اللي بيعملوا ال 50، لان ال 50 اللي ما لهمش لازمه دول هيقفوا يتكلموا مع اللي بيشتغلوا وهينزلوا الانتاج ده بتاع فلازم يبقى فيه البالانس والوضوح معروف. العادات والقيم، طبعا كل واحد له عادات وله قيم ولازم تبقى ايه يعني مرتبطه بالبيئه اللي حواليه. طيب المعوقات الفرديه، نقص الدافعيه للعمل في الفريق، عدم توفر قدره على تحمل مسؤوليات العمل الجماعي، في ناس ما بتحبش تشتغل في العمل الجماعي، نقص التهيئه الذهنيه والنفسيه للعمل في الفريق، عدم توفر التدريب على العمل الجماعي، لازم يبقى فيه تدريب على العمل الجماعي، وصفات شخصيه سلبيه، واحد عنده انطواء، واحد عنده عدم تكيف. لا يعني ايه اذا اضطريت واحد زي ما يشتغل يبقى يشتغل في حته ايه تحتمل ان هو يبقى لوحده مثلا او اتصاله بالناس ما يبقاش يعني ايه مستمر. يعني لو ممكن هو يبقى بتاع مثلا متخصص قوي في الكمبيوترز، متخصص مثلا في الدوكمنت كنترول، متخصص في حاجات، مش لازم بقى يبقى الكوميونيكيشن بتاعته وعنده يعني حاجه نفسيه. ممكن نفك الانطواء ده وعدم التكيف
ده بيتحل على فكره. يعني الاورجنايزيشن بيهيفير له حلول كتيره جدا، والاتش ار له حلول جدا للكلام ده. انما لو هو خلاص يبقى هو ثبت على كده، او في بتبقى الناس بتبقى رافضه ان هي تتكيف او الاخر، فدي نقدر نستفيد بيها لو احنا محتاجين لها، او لو هو يعني حابب الفريق وعايز يكمل معاه. تضارب قيم الفرد واتجاهاته مع قيم واتجاهات الفريق. يعني مش عايز اتكلم كلام يعني خارج عن الاصول، لكن ما يبقى فريق بيعمل حاجه غلط وفي واحد وفي فرد عنده قيم وعنده كلام ده كله، طبعا مش ممكن يعني ايه هيتفق مع قيم الفريق. والعكس يعني لو فريق بيقاد بواحد كويس وامين ومخلص والى اخره، ودخل جوه الفريق ده واحد قيمه مختلفه، يعني باصص الامور بشكل مش كويس، طبعا ايه ده مش هينفع مع الفريق، مش هينفع. في لحظه من اللحظات يا تيجي منه بقى، يا تيجي من التيم ليدر او البروجكت مانجر ان هو يقول له احنا متشكرين جدا منك وما تنفعش معاك. طبعا الكلام كلنا فاهمين يعني. تعارض الاهداف، يعني في واحد له هدف معين وبالتالي هدف ثاني هدف ثالث، دي بتطلع الفريق من انه فريق وبتحوله لايه؟ لجماعه زي ما كنا بنقول في الاول. انخفاض الروح المعنويه، دي برضو بتعتمد على اداره المشروع. مدير المشروع الشاطر هو اللي بيخلي الروح المعنويه للناس اللي عنده على طول عاليه. الناس تقول لك لا ده انا لازم اضغط ولازم اعمل وامشي مش عارف ايه، لا انت الشطاره، انت مدير مشروع وانت ماشي كلمه الله ينور في بقك تبتدي تقول الله ينور، بعدين تقول بس الحته دي فيها كذا كذا، يعني تبتدي تشكر في الموضوع او تشكر في الانسان او تشكر في الشغل بتاعه، بقى تقول له ايه بس لو الحته دي اتعملت، بس لو يبقى احنا ايه، يبقى ده بترفع الروح المعنويه بتاع الناس وبتشجعه ان هو ايه يكمل ويشتغل ويبقى يعني ايه. نقص القدره على المبادئه والابتكار، دي برضو احد الحاجات ايه احد المعوقات اللي هو يعني ايه يعني زي ما ناس كتير جدا مش بنشوفها وبتقابلنا، يقول لك بس انت مثلا ايه حل لي مساله زيها او قول لي دي تتعمل ازاي، يعني دي حاجات على فكره على اعلى مستويات مهندسين كبار. يعني مثلا طلب مني مره ان هو عنده اضلاع مثلث ثلاثه ازاي احسب المساحه، بعت له المعادله اديتها له، قال لي مش عارف اعرف برضه، رحت استعملها له قلت له خدتها له بعتها له بالعادة اللي هو عايزها، قلت له رجائي انت ايه ترين يور سيلف ان انت ايه تعرف هذا الكلام، لانه حاجه بسيطه جدا ومهندس كبير معلش. طب المعوقات التنظيميه بقى، هنا دخلنا المعوقات التنظيميه مش الفرديه، الفتكه الفرديه، تفشي البيروقراطيه، تدني مستوى العلاقات بين الاداره والعاملين اللي هي الكوربريت مانجر بقى اللي جايبه التيم، ارتفاع درجه الرسميه في علاقات العمل، بتبقى حاجات رسميه بقى، يعني انت مثلا ايه يعني انا مدير مشروع ومعايا مثلا في الليفل الاولاني في الهيراركي بتاعتي مثلا مدير مكتب فني، المكتب الفني معاه مهندسين، يقول لك ايه انت المهندس ما تطلعش ولا تكلم مدير المشروع الا عن طريقي كمدير مكتب فني، هذا الكلام مش 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 كويس. يبقى يعني العلاقات والامور ما بتبقاش درجه رسميه في علاقات العمل بالشكل ده يعني. الرقابه المشدده والتركيز على الحوافز السلبيه، يعني دايما ان انت ايه لو عملت هعاقبك، لو عملت هخصم منك، لو عملت هعمل فيك، لو عملت مش عارف ايه هكروشك، الكلام ده برضو ده مش 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 كويس. يعني نخلي حاجه نعمل بالبوزيتيف، نقول له لو انجزت هتاخد كذا، لو حققت اللي احنا معنيه هتاخد كذا، يعني يبقى اللانجوج بتاعتي مع ان جنرال في مشروعي ما هياش تهديديه او حوافي او كلام سلبي، لا يبقى كلام بوزيتيف، ده بيشجع الفريق وبيخليه نفس المعنويات المرتفعه يعني. نقص الحوافز الملائمه للعمل الجماعي، العمل الجماعي احنا زي ما بيقولوا في شركات جميله جدا، يعني تقول لك انت مثلا الريت بتاعك مثلا 100 يونت، لو انت مثلا حققت التارجت بتاعك الشهري بتاخد مكافاه مثلا 30%،
لو انت حققت مثلا 120 يونت بقت المكافاه بتاعتك مثلا 40% من المين سالر وهكذا. فدي لازم في حوافز برضه للناس، ودي هتبان برضه فين؟ في ال ال في الـ في في لقاء تاني بعد كده هيبقى فيه ايه؟ احتياجات الانسان، وازاي انا ايه اوصل يعني محتاج ايه وعايز ايه عشان تقدر توصل معاه لاحسن نتائج. على وضوح الرساله والاهداف والاستراتيجيات دي بتاع الخطوره، نبقى عارفين احنا رايحين فين. لازم المشروع اللي معايا ببساطه شديده المفروض هخلصه يوم كذا في الشهر كذا، والاهداف بتاعته ان انا هعمل مثلا الكواليتي كذا وكل حاجه فيه كذا، والاستراتيجيات بتاعتنا استراتيجيه الشركه اللي انا فيها المشروعات اللي زي كده بتتعمل بالطريقه الفلانيه او الريبورت بتاع ازاي وهكذا. ضعف تشجيع الفكر الابداعي، يعني ما يجينيش واحد ده انت حاجات بتبدو بسيطه جدا، تبدو بسيطة جدا جدا جدا، يعني ممكن واحد يكون قاعد بيحفر او بيشتغل بأداة حفر بسيطة جدا ويعدي واحد جنبه يقول له يا عم مش كده، انت امسك مثلا الفاس او الطوريا بالشكل الفلاني واعمل كذا كذا، في حاجات بسيطة جدا. فيعني ايه لازم تشجع الفكر الابداعي، ده انا بتكلم على اقل حاجة على العامل، انا مش الموظف حتى، فلازم اشجع الناس انها تفكر وتبدع وتطور من نفسها. نقص المساعدات الفنية الملائمة، ما يبقاش عندي التكنيكالز اللي هم على مستوى ان هم يقدروا ايه يعني يكمل الفريق، او ان هو يعني لازم عندي يعني عندي مثلا المكتب الفني، المكتب الفني في المشروع بتاع المقاولات ده من اخطر الستبس. يعني انا حتى بقول لهم في اي مشروع بقول لهم يا اخوانا المكتب الفني دوره انه ما يخليش حد في الموقع ينقصه حاجه ولا يفكر في حاجه ولا يعدل حاجه. مثلا لما يجي يعمل شوب دروينج مثلا او يعمل ديتيل دروينج او حاجه من هذا القبيل، المكتب الفني ده مخ المشروع. فده المساعدات الفنيه دي هامه جدا 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 جدا، وانها تبقى واضحه ومبسطه وايه وما تخليش اللي هياخد الاوتبوت بتاعه كتكنيكال اوفيس او كتكنيكال بيرسون ان هي تبقى ايه فيها غموض يرجع له تاني بالحاجه. لا، يبقى انا الدروينج اللي انا عامله او الانفورميشن اللي انا عامله واضح ويخليه يعني يشتغل بدون اي 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 معوق. يعني عن وضوح المهمه المسنده للفريق، غياب المعايير الموضوعيه لتقييم الاداء، ما فيش كي بيرفورمانس انديكيتورز زي ما بقول لحضرتك دلوقتي. موضوع الكي بي ايز ده يبقى موضوع كبير جدا ومتخصص جدا، بس يا ريت كل واحد يبقى ايه عارف الكي بيرفورمانس انديكيتورز بتاعه. النهارده في كتب فيها يعني مش عايز اقول لكم مثلا، يعني انا كنت كان مقابلني كتاب فيه 17000 كي بيرفورمانس انديكيتورز. ففي لقاء من اللقاءات واحد مهندس اعتقد كان عراقي يعني او امريكي حاجه زي كده، قال لي ده الكتاب ده بتاع الفلان الفلاني. انا الحقيقه مش بعيد عن ايدي دلوقتي او يعني موجود عندي سام وير في الدايليما اللي عندي كذات يعني خلال حياتي. فده بقوا 24000، فبقى علم لوحده كي بيرفورمانس انديكيتورز وتخصص ولازم يبقى يعني ايه موجود يعني. طيب فلازم تبقى ايه بقى المعايير الموضوع تقييم الاداء واضحه ومهمه، بتبقى تشيك ليست برضه ما بتبقاش يعني ما فيهاش تعقيدات. يعني صعوبه التنسيق بين اعمال الفرق المختلفه، يعني انا ممكن في نفس المشروع يبقى عندي فريق مثلا للتكنيكال الكتروميكانيكال، فريق للسيفل، فريق للاركيتكشرال، فريق مثلا للاندسكيب، يبقى انا ايه لازم اعرف انسق كويس قوي بين الفرق اللي هي الايه السب تيمز بقى جوه الموضوع. قصور التسهيلات الماديه والتكنولوجيه وانظمه العمل، يعني يبقى في تسهيلات ماديه مش قادر اوفر الامور الماديه بتاعتها، مش قادر ما عنديش تكنولوجيا تكفي، ابقى قاعد في موقع وما عنديش مثلا برينترز وما عنديش كمبيوترز ما عنديش انترنت ما عنديش، واقول انتج المزنوق طبعا هينتج بس هنعمل ايه، بس الانتاج مش هيبقى بنفس السرعه ولا بنفس الكفاءه ولا بنفس الريزلتس لو انت التسهيلات حاططها انت في العمل وعظيمه العمل. طيب عندنا المعوقات القياديه، الاستئثار بالسلطه وفرض النفوذ، يعني واحد مدير مشروع بقى افتكر نفسه ان هو او قائد
افتكر ان هو بقى يعني سلطه بقى، وان انت مش على كيفي، وانا كذا، وانا بقول كذا، وانا اللي بعمل كذا، وهذا كلام خاطئ جدا، بيؤدي الى ايه؟ عدم البيئه ما بتبقاش صالحه للعمل يعني. طيب تفضيل الاتصالات ده اتجاه الواحد، يعني ده نقول لك ايه، انا ما انا بادي اوامر بس وتعليمات وتتنفذ وما حدش يكلمني وما حدش يناقشني، سيئه جدا. افتقاد الثقه في الاخرين، الناس اللي بيشتغلوا معايا انا لا اثق في حد لغايه ما يثبت لي هو ده كلام مش صح، دي المعوقات القياديه. خلاص، محدوديه الخبره في العمل الجماعي، يعني امسك انا مدير مشروع او قائد مشروع وانا ما اعرفش يعني ايه عمل جماعي، وما مارستوش قبل كده، ومش عارف يعني مش يعني ده فدي معوقات قياديه بقى، اما يبقى قائد او تيم ليدر او تيم بتاع وما درسش الكلام ده وما يعرفش. الخلاف في القيم والاتجاهات مع اعضاء الفريق لازم يبقى فيه، يبقى مع بعض، ما يجيش واحد بيفكر بشكل معين. واضحه دي يعني، مش عايز ان انا يعني ايه اوضح فيها اكتر من كده، انا اتكلمت عليها برضه انتش من بعيد عشان ما يطلعش مننا الفاظ يعني ربنا يحاسبنا عليها قبل ما تبقى بتاع. ضعف التدريب في مجال العمل الجماعي، لازم يبقى فيه تريننج. اي مكان ما فيهوش تريننج، اي يعني حضرتك لو هتيجي تبص في الشركات الانترناشونال ما بيهمهاش ابدا المهندس اللي بيتخرج، اتخرج مثلا اتخرج جديد ومعايا اكسلنت ومعايا تريننج في كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وانا مهندس كبير عندي مثلا 10 سنين خبره في كذا كذا كذا، تلاقيها احيانا واحيانا كتير جدا بتاخد اللي هو الجديد، مش لمجرد ان الكوست بتاعه بيبقى اقل من القديم، لا لا لا، بيبقى علشان عنده تريننج، بيحس ان هو عنده تريننج هيعوضه وهيديله اللي الكبير ده مش عنده بشكل معين. ده لان الاسسمنت بتاع الانسان في برضه طرق كتير، الاسسمنت بتاع زي ما في اسسمنت لشركات المقاولات اللي هو تقويم شركات المقاولات، ان شاء الله بدها تبقى موضوع برضه من الموضوعات اللي هنتكلم فيها. ف التدريب، طيب تعريف التدريب برضه ده بالمناسبه يعني احنا مش بره السياق، التدريب دايما هو ايه؟ الفارق بين ما عندك او ما عندي يعني كواحد بيشتغل وما هو مطلوب مني. يعني هل ينفع انا مهندس تنفيذ يقول لي انت امسك مدير موقع وهو انا مش فاهم يعني ايه اداره؟ ما ينفعش. وده الكلام كنا بنقوله في اول لقائنا، ان لازم كل واحد بعد اربع خمس سنين يبتدي يخش في الاداره ويعرف يعني ايه اداره عشان يقدر هو يكمل يعني الحياه ويتطور فيها ويكبر فيها ويصل ان هو يبقى يعني في قمه اي هرم يعني. وصفات شخصيه سلبيه، في صفات شخصيه سلبيه احيانا يعني زي ما قلنا، واحد انطوائي، واحد عدواني، واحد، فدي طبعا مش حلوه يعني بالنسبه دي المعوقات القياديه يعني. نقص القدرات الابتكاريه وعدم تشجيع الفكر الابداعي، ده برضه دي معامله خطيره جدا. يعني ان انت يعني ما نستهونش باي حد. في شباب كتير جدا جدا بيدخل اي مكان وقابلني كتير بهذا الشكل وبقدرهم ولازم يتحط في مجاله ولازم ياخد حقه ولازم نظهر كفاءاته ونعلنها ونقولها، ان لازم في الفكر يبقى في فكر ابداعي وفي ابتكار، لان يعني ايه زي ما احنا بنقول دايما انا ممكن انا راجل عندي 100 سنه وعندي في بيتي صوره كده معوجه مثلا شويه بقالها 30 سنه متعلقه، بيجي طفل عنده 6 سنين 7 سنين يقول لي بص يا جدو اللوحه دي معوجه، انا مش من كتر ما انا عايش فيها مش شايفها. فما نستهينش ابدا باي 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 شباب يدخل عندك، لازم ياخد يعني ايه يتشجع، ونشجعه ان هو يفكر ويطلع من حاجات كتير. احنا رحنا في شبابنا برضه حاجات كتير من فضل الله سبحانه وتعالى رزقنا بيها، ولازم يبقى عنده قدره على الايه على الابتكار. نيجي في عدم التوافق بين الشخصيه والاهداف التنظيميه. يعني لازم الاهداف الشخصيه تبقى مع الاهداف التنظيميه مع اهداف المشروع.
المعوقات البيئيه بقى، هنخلص المعوقات البيئيه في الفريق العمل الفعاله، وهناخد ايه 5 دقائق كده ترتاحوا شويه يعني. انا مش تعبان، انا ممكن اكمل زي كل مره يعني، يعني اي وقت، بس عشان برضو الناس تبقى يعني ايه برضو. تعارض قيم المجتمع مع انشطه الفريق، يعني عدم تشجيع العمل الجماعي واضحه، سلبيه بعض الانماط السلوكيه لافراد المجتمع، فدي احنا برضو شرحت من ضمن الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. مراحل ودوره حياه فريق العمل. هنا باشمهندس عمر، هل نتوقف شويه 5 دقائق و10 دقائق؟ زي ما حضرتك تحب يا دكتور. لا انا انا مش انا 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 انت 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 اعتقد انك عرفتني. انا ممكن اكمل، ممكن بشكل او باخر نسال المجموعه. تمام. طيب مراحل ودوره حياه فريق العمل دي داخله في خمس مراحل، وهنشرحها برضو. دي حاجه جميله ومش محتاجه حفظ ولا حاجه، هتتفهم كده زي ما بقول لك. الطفل ده بيتولد كذا، بيعمل كذا كذا، دي دوره حياه فريق العمل. وبعديها هنتكلم بقى على الايه، على الليدر شيب وعلى الايه كونفليكت مانجمنت. ف هل الناس على قدره ان احنا نكمل هذا الكلام، ولا ان احنا ناخد 5 دقائق او حاجه؟ لو تقدر تعمل، ممكن ناخد 5 دقائق بس، 5 دقائق ان شاء الله. فندم لو ممكن ناخد 5 دقائق. طب اتس اوكي، اتس اوكي. انا عموما انا موجود زي ما انا، ممكن اقفل استوب الفيديو بس، ومش هعمل ميوت ولا حاجه، بس انت تقول لي والله يو ار ريدي ونبدا تاني. اتس اوكي، باذن الله. ماشي ماشي يا حبيبي، انا في انتظارك.
السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. نقدر نكمل؟ تمام تمام. طيب دلوقتي انا هبتدي ايه حاجه مهمه جدا وجميله جدا، عشان كده يعني احنا قلنا ايه يعني خمس زي كده نرفرش. هنا هنتكلم على مراحل ودوره حياه فريق العمل. لما كنا بنتكلم على دوره حياه المشروع وقلنا هم ان هم سبع مراحل للمشروع، فاكرينهم؟ بريفيزيبيليتي، فيزيبيليتي، ديزاين، بروكيورمنت، كونستراكشن، ال initial handing over وبعدين ايه final handing over في الاخر، يعني commission handing over وبعدين final handing over في الاخر. ده برضه دوره حياه المشروع فيها خمس مراحل بسرعه كده وببساطه شديده ما فيهاش اي حاجه. اول حاجه التكوين، يعني المشروع بيتولد، ففي التكوين دي كلامك مجموعه ناس مع بعض. انا هتكلم بسرعه الاول هشرح عشان نعرف الموضوع، لا محتاج حفظ ولا محتاج يعني مش محتاج حاجه كبيره، بس احنا كلنا عارفينه، لكن هنتكلم عليه بايه؟ ب ب ب ب ب ب مش بتفصيل، بعادي خالص. بيتكون زي اي علاقه في الدنيا، فاول حاجه بيبقى في التكوين، الافراد اتحطوا مع بعض. طيب المرحله الثانيه فيها ايه؟ ستورمنج. يعني انا لما بحط حمض على قلوي بيحصل ايه؟ بيفضل يحصل انفعالات ويطلع حراره ويطلع ويطلع في الاخر تيجي ستيبل ملح. طيب انا لما اجيب ناس احطهم مع بعض في الفورمينج هيحصل بينهم ايه؟ ستورمينج. هي ايه؟ هيتفاعلوا مع بعض كل واحد، يعني الامور لو طب بس نعيش بطبيعيه، نعيش بقى ايه؟ بنمثل ادوار بطبيعتنا. اللحظه الثانيه ستورمينج. ستورمينج ده عباره عن ايه؟ لو احنا بنترجمها بنقول مرحله العصف، بمعنى ايه؟ ان كل واحد بيطلع اللي عنده، بيحاول يقرب من المجموعه ومن الناتج والى اخرها. بعد الستورمينج في ايه؟ يعني اللي هو الايه؟ اول حاجه الفورمينج، وبعدين ستورمينج، وبعدين النورمينج. النورمينج يعني بعد ما اختلطنا بقى ببعض وبقينا الحمد لله يعني خلاص، والتيم بقى تيم وكلنا عرفنا بعض، ما بقاش في اي 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 يعني حاجه مش مظبوطه، بيبقى ايه الايه؟ النورمينج. بقينا نورمال، بقينا نورمال مع بعض، بقت حاجاتنا كلها ايه؟ بقينا كامل الفريق وبقينا ايه؟ بعض. بعد النورمينج بنعمل ايه؟ بيرفورمينج، بنتصلح بقى، بنصلح، بنعمل بيرفورمانس، بنعلي الاداء من وجودنا مع بعض. خلاص؟ في الاخر بقى اللي هو الايه؟ الاجورني. خلصنا بقى الشغل بتاعنا، كل واحد بقى ايه؟ بيطلع من الفريق، او يعني اذا احتاج مشروع تاني، احتاج طبيعه تانية او اي حاجه، او مثلا يبقى احنا بيبتدي المشروع بالفورمينج وبينتقل للاجورني، بيعدي على من الفورمينج للستورمينج اللي هو الاعصار بقى مع بعض، زي الجواز، زي اي حاجه، اي اشخاص بيتكلموا مع بعض بينهم ايه؟ يعني مناقشات وخلافات والى اخره، وقت ما وصلوا لهم ايه؟ بعد كده النورمينج، بقينا نورمال مع بعض، نورمينج. وراها الايه؟ بيرفورمينج، ان انا بعمل الاداء بقى بيتحسن، بيبقى اعلى نتيجه ان انا حصل لنا النورمينج. وبعدين بقى في الاخر ايه؟ الاتشورنج اللي هو بنفك الموضوع مع بعض. هنتكلم بقى عليهم مرحله مرحله. الفورمينج المرحله الاولى واهم مرحله، التحول من فرديه الى جماعيه. انا بقى كل فرد بيبقى يعتبر بقى ايه؟ زي جواز. انا قبل ما اتجوز كان اسمي شاب عادي، انا بعد ما اتجوزت لا، انا بقيت عضو الفريق. مرحله استكشافيه للفرد، يتعرف فيها على الانماط، على وضع الاخرين، ونوعيه البيئه النفسيه والاجتماعيه للفرد. كلنا يعني ايه بن ايه؟ بن بن العلاقات اللي بينا بن بن بنعملها وبنظبطها وهكذا. طيب تتسم بعض التاكد والغموض احيانا، طبيعه الافراد والهيكل والمهام. يعني في ناس يعني ايه بتبقى عندها يعني ما بتقدرش يعني ما بتبقاش تلقائيه او ما بتبينش نفسها بسرعه، يقول لك لا انا افهم الاول واعرف الانفايرمنت الاول واعمل ايه؟ وجهه نظر وكده. ان هو انا مش هكشف كل حاجه عني ولا عن شخصيتي ولا اي حاجه، لما ايه؟
اعرف الفريق واعرف البيئه كان بقول لك كده ايه امام بطبيعتي. طبعا دي بتطول شويه مرحله الستورمنج بعد كده، لكن دي شخصيات بقى محمد، ما فيش حد تغيير، احنا ما بنغيرش الناس النمط يعني، لا احنا بنتوائم مع بعض. مرحله تشغيل الفرد على المظهر نوعيه البيئه مع الفريق تتسم بعدم التاكد والغموض احيانا طبيعه الافراد والهيكل والمهام. في ناس اول مره تشوف حد تاني، عشان كده انا بقول لكم ايه، ان مدير المشروع اللي هو اشتغل مع ناس لو تم تكليفه بمشروع يفكر في ناس اشتغل معاه قبل كده، عشان يعني ايه، يبقى انت يعني الانتاج بيبقى تو ذا توب بالناس المعروفه. يعني انا بدأت مشروع كونستراكشن، هجيب واحد كونستراكشن مانجر اشتغل معايا قبل كده وعارفه وعارفني وفاهمني وعارف انا بشتغل ازاي وبنعمل ازاي والنمط بتاع الايه بتاع الاخر. هجيب دوكمنت كنترولر مثلا اشتغل معايا قبل كده. ده انا بتكلم عن 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 حاجات عمليه. حضرات الافاضل انا عايزكم بس ايه تحطوا في دماغكم، انا بتكلم عن حاجات حصلت معايا بيرسونالي، ومحدش يفقد الامل يقول ده كلام نظري، ده مش كلام نظري، ده كلام فعلا بيحدث وبيحصل بينا، ومحدش ايه ما ينتبه حته شك ولا حته ياس ولا بتاع ان هو ان الصح مش موجود. لا الصح موجود، الصح موجود، انت بس انت مش هتقدر تفرض الصح الا لو انت في التوب اوف ذا سيستم. لو انت مدير مشروع هتقدر تفرض الصح مع المشروع بتاعك، والاثكس اللي انت حاببها، الطريقه اللي انت حاببها هتقدر مش هتفرضها يعني عافيه، لا هيتوجه التيم بتاعك ان هو يمشي بالاثكس وبالطريقه بتاعتك. طيب يتم تجربة انماط وانماط التفاعل او التي قد تقبل او ترفض. صعوبة المرحلة في تباين ثقافات وانماط اعضاء الفريق. دي بتبان طبعا في مجتمعات كثيرة بقى يعني، ولو ان انا برضه انا قلتها برضه في لقاء قبل كده، ان انا افضل تماما ان انا يبقى عندي ثقافات مختلفة وجنسيات مختلفة واديان مختلفة. ليه بقى؟ لان انت الاختلافات دي كمان اول اخرها هي سبب اساسي في استمرار مشروعك بسهوله. يعني في ابسط حاجه، عندي مسلمين ومسيحيين وبوذيين وهندوس، انا بقول بقى انترناشونال بقى واي حاجه ثانيه واي حاجه ثانيه خلاص. دايما بيبقى في مثلا في مرحله فيها اعياد، عندي مثلا العيد الكبير او العيد الصغير مثلا بالنسبه للمسلمين. لو انا ما عنديش جميع الحاجات الثانيه غاب عني في المشروع مثلا سي المسلمين اللي فيه 10%، ال 10% دي بقيه التيم يقدر يعوضها ويمشي المشروع بتاعي سموث، شويه اوفر تايم تخلص الموضوع المشروع يمشي سموث ولا يتاثر باي حاجه خلاص. لو غاب عني مثلا اخواتنا مثلا المسيحيين مثلا او غيره او اي دين ثاني او اي جنسيه ثانيه، يعني بتكلم على جنسيه كمان، يعني في اعياد، في اعياد دينيه وفي اعياد متعلقه بالبلد. يعني لما يغيب ببساطه شديده هيغيب بلق او جزء من التيم بتاع البروجكت، يبقى انت الميشنز او كانت على الناس اللي غايبه دي بتنقل على طول لمين؟ للتانيين. فالاختلاف اللي بقول عليه ده شرحي، لان ده انا الكلام ده انا مش مقتنع بيه قناعه فكريه، مش فكريه، مش قعدت فكرت، لا يعني الكلام ده فعلا ده كان مطبق ومطبق هو بنجاح الحمد لله رب العالمين في قطر، في عمان، في 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 دبي، في ابو ظبي، في 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 يعني في كل في اليمن، في كل الدول اللي احنا اشتغلنا فيها، وفي مصر على فكره برضه. طيب هنقول ايه؟ صعوبه المعرفه تبين ثقافات واعضاء الفريق، ده انا بقول عليه ان هي دي في دوره حياه الفريق. المدير المشروع الشاطر بقى المقتنع بكده هيقدر يجمع الناس، بس اهم حاجه تبقى عادل. والعدل ده انا مع، يبقى انت ما فيش حد اسم يعني ايه، لا فضل العربيين على العجمين الا بالتقوى. التقوى دي طبعا حاجات كتير جدا، لا حد مثلا علشان هو مختلف دينا او فكرا او جنسياتا او الى اخره يعني يعامل بيحسن عمله وبيتقنه في المكان اللي هو فيه احسن من اي حد تاني، هو
ياخد حقه في خلاف اي حاجه انا بعمل بتاع ده هيبقى برضه في اخر البرزنتيشن هنا ده ان الموضوع هو اللي بي اللي بي اللي بي ال 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 يعني الايشيو او السبجكت هو اللي بيحكم على الانسان مش ثقافته ولا فكره ولا دينه ولا جنسيته ولا اتجاهه السياسي ولا كلامه. ده كلام مرفوض وكلام بيؤدي الى ايه الى عدم انتاج كويس للتيم يعني. فكان المرحله ان ابدا افكر في ادراك انفسهم باعتباره جزء من المعرفه. المرحله دي تكتمل امتى؟ فورمينج، لما كل الاعضاء اللي في الفريق بحس ان هو ايه انا جزء من الفريق وماشي انا فخور بهذا الكلام، انا اشتغلت مع فلان الفلاني يعني بحس بقى ان ايه بالفخر ان هو منتمي للفريق الفلاني بشرف المكان الفلاني الليدر بتاعي فلان الفلاني ماشي فخور بهذا الكلام وبنقوله كلنا يعني. انا شخصيا لغايه النهارده بفخر بناس اشتغلت معاهم في اول حياتي الله يرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويسكنهم درجات وعلى من الجنه يعني يعني اسماء يعني مهندس زكريا مهندس كتير ناس كتير قوي ناس الحقيقه كانوا قيم وكانوا ليدرز وكانوا ما بتتنساش طبعا على النقيض بقى لو هو يعني مش تمام مش هيتنسى برضه بس هيتم تذكره بايه بالسوء. طيب مرحله العصب بقى المرحله الثانيه كنا بنتكلم عليها من شويه اصعب المراحل في مرور البلفر. ليه بقى؟ احنا قلنا يعني في اي علاقه في اي عنصرين مختلفين بحط حامض وقلوي زي ما قلنا بيفضل معهم بقى تفاعلات وحراره وكل حاجه وبعدين في الاخر بيبقى ايه؟ بيبقى ملح اللي هو الايه؟ مرحله الحر اللي جايه اللي هي النورمال بقى. فكل عضو الاول بيبحث عن دوره تبدا بوادر المنافسه والصراع والمواجهه. انا كمدير مشروع بقى دي شطارتي ان مرحله العصف دي تمر بسلام. انا بذكر برضو حاجه شخصيه يعني انا يعني اشتغلت في دوله من الدول العربيه في بي ام او بتاع في الحكومه يعني وكده. اول ما رحت كان التيم موجود بيتكون، رحت بعد التيم متكون مثلا بشهرين. اول ما دخلت كان في ناس معينه بجنسيات تانية كنت بهاجم بشكل غريب يعني فبعدك زي مش مستحملين كلمه. انا طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى عشان الكلام ده كله انا عارفه ودرسه وخبره موجود فقلت هذا الكلام. الراجل اللي كان بيهاجمنا كان متخصص جدا وجميل جدا وخلوق جدا ومستواه عالي جدا بقينا اكتر من اخوه اكتر من اخوه ولغايه النهارده اكتر من اخوه. ليه؟ خلاص انت في مرحله العصف انت فهمتها دي مش حاجه خاصه ولا حاجه شخصيه ولا حاجه غريبه. لازم الراجل اللي ما اختلفش مع زوجته اول في اول الجواز وبنوا الاثنين على حقيقتهم عشان يوصلوا لحل بتاع عمر حياتهم ما بتبقى مظبوطه. ويفضل ان الكلام ده يبقى فين؟ فتره الخطوبه يعني. يعني لازم بطبيعتنا ونوصل لمرحله احنا ايه؟ النورمنج اللي بعد العصف دي بقى يبقى النورمنج هتبقى مرحله كويسه. تطلع اختلافات وجهات النظر من وجهتهم نظر الاعضاء تفضيلاتهم لمهام الفريق ودرجه التزامهم وتعاطيهم مع تلك المهام. قد يهدد بعض الاعضاء بالانسحاب وقد ينسحب البعض الاخر ومن ثم يتحدى مدى استمراريته في فعاليه الفريق زي ما اتفقنا. ومش عيب يعني انا داخل على فعاله تيم والله انا الكيمياء بتاعتي ما جابتش معاه المفاهيم اللي ماشي بيها التيم دي انا مش مبسوط منها. الترند بتاع الليدر ده مختلف معايا لا يعيب ولا يقول حاجه. اخوانا هو في دايما عاده بيبقى فيه 3 شهور تجربه للطرفين. انا كويس قوي والتيم كله رائعين وممتازين لكن انا مش قادر اتجاوب وانا التيم بتاعتي عايزه تتظبط مع هذا التيم. حفله السلام عليكم وعليكم السلام انا منسحب من هذا التيم بمنتهى الحب بمنتهى الود. طبعا هذا الكلام ده يبدو نظري لكن هو مش نظري ده حقيقي وحصل وبيحصل من الناس اللي فاهمه يعني ايه تيم بيلدنج يعني ايه اداره مشروع. طيب مرحله استقرار بقى حصل بقى الكلام كله بقى والناس اتناقشت واتكلمت وتعرف ان كل واحد بقى ظهر على حقيقته وتعرف هو من الاخر بيبقى ايه ويدخل في مرحله ايه الاستقرار النورمينج او هي مصطلح النورمينج يعني ايه نورمال
حاله استقرار بقى بيتحقق فيها التماسك والانسجام، بتتسم بالاتصالات المفتوحه وقبول الاختلافات وجهات النظر وسيطره التعاون وارتفاع مستويات الالتزام. كلنا بقى خلاص بقينا كل واحد فينا بقى ممبر في فريق، بقى في بيننا حب، بقى في بيننا فهم، بقى في بيننا لغه عيون ولغه يعني ممكن في التيم بنوصل لمرحله ان انا ببص بصه اللي قدامي بيعرف انا عايز ايه، يعني البادي لانجويج الاي الكلام ده كله اللي قدامك بياخد عليك وبيفهم انت ماشي ازاي. يعني هو بيتناقش مع حد بتبص له بصه بيفهم ان انت مش مثلا ما انتش موافق، ما انتش اوكي قوي في معاه، فبيبتدي ايه الفهم بتبقى يعني ايه بتحصل حاجات كتيره جدا لما بنبقى بنوصل لمرحله ان احنا خلاص بقينا تيم وبقينا فريق وبقينا بنحب بعض وبقينا يعني باصين لهدف واحد. دي في مرحله ايه النورمينج. المرحله اللي بعديها احلى منها كمان هنشوف دلوقتي، بيتم وضع قواعد العلاقات والمعاملات، بينظر الى الهدف باعتباره دليل عملي لنشاط الفرد. يعني الهدف ده يعني ان انا احققه وانفذه واوصل له. بس نخلي بالنا من حاجه برضو من المايلستونز. المايلستونز دي الناس طبعا اللي بتعرف في البلاننج غالبا الناس عارفاها، يعني ده مش انا مش بنتكلم في حاجات. الاهداف المرحليه، كل هدف مرحلي انا خلصت مثلا وانا بعمل في مشروع خلصت مثلا الخوازيق بتاعته ادي مرحله مثلا لو على خوازيق بنحتفل بيها وبنقعد مع بعض ناخد شاي سناكس نخرج بره مع بعض نعمل ميتنج في حته معينه ككتيم وناخد برضو الناس اللي هي في الشركه اللي احنا فيها نقعد مع بعض بنحتفل بان احنا عملنا مرحله بنجاح في وقتها او قبله بالكوست بتاعها او اقل بالكواليتي بتاعتها او احسن. دول الاهداف بتاعتنا من اي عمل يعني. طيب بيتناسب دول في مرحله النورمينج ايه بقى؟ تشجيع المشتركه بين الاعضاء. خلاص بقى في نورمينج يعني الناس كلها دلوقتي خلاص بقت يعني ما فيش بقى ايه ده فلان بيعمل وانا رايي كذا وهو رايه كذا. خلاص كنا بقينا يعني ايه حصلنا نوع من الاستابيليتي يعني. تنميه الالتزام الذاتي والشعور بالمسؤوليه، بقيت انا ملتزم وحاسس بالمسؤوليه تجاه الفريق وتجاه الهدف اللي احنا بنعمله. تحديد الاهداف بقى وتوضيحها، هدفنا واضح ومحدد وعارفين احنا هنخلص ايه ازاي وامتى وبايه. وتوفير المعلومات اللازمه، ده دور القائد. احنا الكلام ده كله بيعرفه يعني بشكل ايه بشكل في انفايرمنت في هيلث انفايرمنت. طيب تصميم مراجعه خطط وبرامج العمل، دي في ناس كتير ما 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 بتهتمش بالحته دي، يعني تبقى عامل برنامج زمني ويروح حاطه فايلنج. ده انا عملت برنامج بالبي 6 بقى ورائع وعامله لي مارك فينتل وعامله لي مش عارف يعني ايه، عامل برنامج زمني وحاطه في الدرج او على يعني بس او معلقه على الحيطه كده منظر وخلاص. لا 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 لازم الايه توفير الاهداف وتوضيحها، مراجعه خطط البرامج العمل تبقى مراجعه واضحه. انا شخصيا افضل تمام حلو انا دي المشروع ان يبقى البرنامج بتاعي واضح متعلق موضح لكل الناس. ومن اسعد اللحظات اللي انا شفتها في حياتي ان انا زي ما كنا مثلا في شرم الشيخ كنا بنعمل الفور سيزون كنت بعمل هذا الكلام from the scratch وما كانش ما اظنش ما كنتش بشتغل في نوفمبر ايامها. كنت بشتغل يعني الحسابات بالباك فورورد باك سبسكريبشن وباك سبسكريبشن بايدينا. ف يعني فرحت جدا لما زرت واحد مهندس اللي كان ما كانش مهندس كبير كان لسه داخل لقيته عامل هذا الكلام وبيدير مشروعه احسن ما انا بديره. مش عايز اقول ان هو حتى يعني انا فرحت من جوايا حسيت ان ده ابني ده يعني 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 احد النجاحات اللي ربنا بيرزقنا بيها انك ان احنا نلاقي ناس مشت صح وبقت وانا بفخر بيهم بفخر بيهم تمام كتير والله بفخر بيهم وبتكلم فيهم في الاوساط كلها. بس انا مش عايز بس اجيب اسماء ولا اجيب اماكن هنا عشان يعني ايه ما بقاش بعمل دعايه او بقول انا لا كلنا يعني نفس المستوى كلنا نفس الفكر كلنا نفس كل حاجه. وبشكركم جميعا والله على انكم يعني صابرين الصبر ده كله وبشكركم لان انتوا اللي بتخلوا كلامي يطلع. يعني الكوميونيكيشن بنقول ايه ارسال واستقبال يعني انتوا ما شاء الله
يعني جهاز استقبال قوي جدا جدا، وانا ان شاء الله بقى قوي جدا لما تيجي في الاخر نتكلم ونسال هبقى جهاز استقبال برضه قوي جدا بالنسبه لك. توفير التقدير والتوجيه لازم اهم جدا 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 سواء في اي مشروع او في اي مؤسسه. طيب مرحله الاداء هنا البرفورمينج، يعني بقى بدلنا للنورمينج اللي هو ايه، انا بقيت كيان ستيبل وخلاص، يعني مفيش بقى مفيش ال 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 القصص اللي كانت بتحصل. اول ما بنبتدي اروح لمدير الفريق اقول له ده فلان عمل، ده فلان فهم غلط، ده فلان مش عارف ايه. في مرحله الستورمينج او مرحله الفورمينج، احنا في مرحله دلوقتي ايه بيرفورمينج، بقينا طبيعيين. دلوقتي بنعمل ايه بقى؟ دلوقتي كلنا مع بعض كتيم بنعمل ايه، جود بيرفورمانس، بنعلي مستوانا بالمرحله اللي تعمل فيها الجماعه بكامل طاقتها حيث يكتمل الهيكل وتتخذ الادوار ويتم فهم وقبول المهام. تسخر الجماعة كافة جهودها وإمكانياتها وإبداعاتها نحو إنجاز المهام التي تم تحديدها وقبولها. يتفهم كل عضو نواحي القوة والضعف لديه في الآخرين لاستفادة من الأولى وعلاج الثانية. محدش فينا عنده كل النواحي اللي عنده قوة، لا، أنا عندي نواحي قوة وعندي نواحي ضعف. أنا ما بعرفش أرسم خط بالأوتوكاد، خلاص خلاص دي نواحي ضعف عندي، خلاص يا اتعلمه يا اما اروح للمتخصص لو هو حفيدي مش ابني، اقول له وريني كذا اعمل كذا 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 كذا. مثلا انا مثلا ما بعرفش اشتغل على الـ على الـ على البريمافيرا، ما اتفتكش بقى واعمل فيها بتاع، لا اجيب ابني، يعني مش يعني ابني اللي هو يعني احنا اولادنا كل واحد في سكه يعني، لكن قصدي يعني كل تشتغل معايا وهو في سن اولادي ده ابني على طول، ما انا بشوف في ابني. فالمهم ما يعني ايه، كل واحد بيبقى عنده نواحي قوه ونواحي ضعف، ولا يعيب حد، احنا كلنا عندنا هذا الكلام. الاستفاده من الاولى وعلاج الثانيه، وكلنا بنكمل بعض، والا كان انسان واحد يقدر يعمل كل حاجه فدي كانت يبقى الفريق مش خلاص. يمارس قد دور هذه المرحله كايه بقى؟ عشان دي معموله بالاحمر، دي في البرفورم، نخلي بالنا دي اللي هو الاداء بقى ايه، بيعلى بقى معانا موجه ومرشد ويحث الاعضاء على قبول المسؤوليه وممارسه التقديم الذاتي لانجازاتهم وممارسه بعض الادوار القياديه التي قد تتطلبها مهامه. المرحله الاخرانيه بقى، هنا بقى ايه، احنا خلصنا هنفترق، خلص المشروع. وبرده على فكره نخلي بالنا من حاجه برده في دور حياه المشروع، انت لما بتبتدي، يعني انا بعمل اورجانيزيشن شارت للمشروع بتاعي، بحط فيه كل اللي بيعمل بقى الاورجانيزيشن شارت، بحط كل الوظائف الموجوده فيه ابتداء من التكنيكال اوفيس، الكي اف سي، الاتش اس اس اي، الكونستراكشن مانجمنت، الادمنستريشن، الفاينانس، المخازن، كل حاجه موجوده فيه، الناس فيه بالسب اوردرز بكل حاجه. خلاص في بدايه المشروع انا بدخل كمدير مشروع معايا ما يكفي من الناس ان اخلص الجزء الاولاني، محتاج مساح، محتاج مثلا تكنيكال مانجر، محتاج مثلا الكونستراكشن مانجر، يعني ايه 2 3 4 افراد ولا حاجه ولا 5 افراد. وطول ما انا ماشي بملى الايه البوكس بتاعت الورشه شارت. الورشه شارت اي مشروع بيوصل للبيك بتاعته، يعني بيبقى ايه، بيبقى الشكل الكيرف عامل كده اللي هو البيل شيب، عند النقطه اعلى نقطه في البيل شيب بيبقى فيها كل الايه كل الناس ماشي. بتبتدي بعد البيل شيب دي بقى، خلصنا مثلا اعمال الخرسانات وانا عندي مثلا 5 سيفل انجينيرز في المشروع، لا بيبتدوا يقلوا بقى خلاص، وبيبتدي يقل كل شويه. يعني خلصنا مثلا الكونكريت خالص، هندخل مثلا على المعماري، هندخل المعماريين بقى بيشتغلوا، خلصنا المعماري برضه المعماريين بيقلوا لغايه في اخر المشروع بيفضل البروجكت مانجر مع الدوكمنت كنترولر، معاه حد من التكنيكال اوفيس، حد من الكي كيو سي، حد من الادمنستريشن، حد من الفينانس. يعني في الاخر المشروع في اخر تكوينه ما بيبقاش كل الناس اورجانيز شارت. عشان كده برضو ايه، لما نيجي اورجانيز شارت ما نخافش ان انا الاقي عندي مثلا
100 واحد في الاورجنايزيشن. يعني انا بقول لحضرتك ان في مشروع انا يعني شفته قريب بسترجع في ورق لقيت 170 واحد، يعني هو كان في البيك بتاعته. انما محدش يخاف من اورجنايزيشن شارت، ونحط اورجنايزيشن شارت صح وما نخافش، لان دي ايه بيزيد وبعدين بيقل. طيب فعلا في المورنينج بقى تتحقق بالنسبه للفرق ذات المهام المؤقته، هو فعلا الفريق له مهام مؤقته. بالنسبه للبعض الاخر قد تتواصل، يعني ممكن مثلا انا في نفس الشركه المشروع بتاعي خلص في مشروع تاني، هاخد الفريق بتاعي ده وروح براح في ايه المشروع التاني. بالنسبه للفرق من النوعيه الاولى، اما مشاعر ايجابيه بسبب النجاح في المهمه او تحقيق الاهداف، واما مشاعر سلبيه بتحصل امتى؟ بيبقى فيه اخفاق واحباط. وانا رايي الشخصي والعملي ان الاخفاق والاحباط للفريق بيحدث بسبب مدير المشروع. مدير المشروع اذا ما تمش اختياره وتقييمه بشكل مظبوط واحترافي، نجاح اي مشروع صعب جدا. يعني انا ما اجيبش مدير المشروع عشان هو ابني او عشان حبيبي او ابن حبيبي او هو يعني ايه زميلني او عمل، لا انا اجيب مشروع مدير مشروع كواليفايد انه يدير هذا المشروع. عشان كده مهم جدا 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 الكلام اللي احنا اللقاءات اللي احنا بنعملها دي هامه جدا، وناخدها بمنتهى البساطه وناخدها بمنتهى الحب، ونعرف ان مدير المشروع ده هو اللي يا بينجح مشروعه يا بيفشل المشروع. وان فينال جابوا الفرنسوي، ربما الغضب يعني في انتهاء المشروع بقى بسبب النجاح المهم او تحقيق مشاعر سلبيه الاخفاق والاحباط، وربما الغضب وذلك بسبب الاخفاق والفشل في تحقيق المهام. في نقطه عايز اقولها برضو عشان الناس كلها ما تزعلش مني، انت ممكن انت كمدير مشروع، ودي حصلت برضو وعدت علينا، انا ماسك مشروع ونجحته وخليته في التوب خلاص، جه ظرف او اخر وانا سبت المشروع ده ومشيت خلاص، هيحصل ايه؟ التوب مانجر بتاعك لو هو يعني انا عاده ما حصل معايا بهذا الشكل يعني، لكن التوب مانجر يجي يختار يجيب مدير مشروع تاني كيبابل ان هو يدير الناس دول والمشروع يعمل. انا بتكلم على اساس ان ايه؟ ان في سلامه وفي شفافيه وفي اثكس وفي كل حاجه. لكن مدير مشروع جاء مدير مشروع جديد ما قدرش يتجانس او يتوائم مع الفريق، وده على فكره ما هيش سهل، خلي بالنا برضه، لان الناس ما حضرش مرحله الستورمنج مع الفريق، فالفريق ده كل ما اقول لاخره في الحاله دي. يعني عشان كده بقول لحضراتكم هام جدا جدا مدير المشروع يبقى موجود ويبقى راضي ويبقى كفء كمل المشروع. طيب تتحقق، احنا اتكلمنا على المورنينج مشاعر ايجابيه ومشاعر سلبيه لو فشلت، او بقى التوب مانجمنت اللي في الشركه مش مدير المشروع لاسباب لا يعلمها الا الله، دي بقى اللي حصلت معانا كتير وما هو السر من فضل الله سبحانه وتعالى. لو انت مدير مشروع وماشي ملتزم وماشي ما يرضي الله وماشي قواعد صح وبتشتغل في انفايرمنت في باد انفايرمنت وعايزه تنفذ حاجه سيئه بشكل او باخر، مش هزود وازود في الكلام ده كله، والمكان اللي هو اللي مش كويس ده مشاك كمدير مشروع اوعى يأثر فيك ولا تعتقد ان انت ظلمت، لا انت ربنا بيحبك لان مشاك من السوق، وربنا هيوريك بعد كده ان الصح اللي انت كنت ماشيه وبتعمله بتدير مشروعك صح، وان اللي مشاك ده هتشوف ان هو هيفشل هيقع هيحصل معاه حاجه. انا بتكلم الكلام ده من وجهتين، من وجهه الهيه ان حرمت الظلم على نفسي وجعلتم محرما بينكم فلا تظلموا، يبقى انت ظلمت وانت ماشي صاحب ما يرضي الله، وبسبب
شغل ان التوب مانجمنت اللي بيرفض مدير مشروع محترم وعنده ethics وكان ده كل من اول وبيمشيه ده ترند بتاعه ما هوش ترند سليم. يبقى عمره لما هتجيب اي حد تاني الدنيا هتبوظ منه. وفي مشروعات موجوده بهذا الشكل كتير جدا، وبرضو انا مش هذكر اسماء ولا هذكر مشاريع ولا هذكر اي حاجه، بس انا برضو دورنا ان انا اقول للشباب اقول لزمايلي اللي معانا اوعوا حد كان فوق منه ليفل فاسد او مغرض او ابعده من الشغل او من 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 المكان علشان هو نظيف والى اخره، اوعى تعتقد ان هذا المكان هينجح وربنا سبحانه وتعالى هيثبت لك في يوم من الايام ان انت الصح. انا اسف انا ما طلعتش عن السياق، بس انا دي برضو نقطه عشان في ناس كتير جدا مقابل هذا الكلام او بره او في اي حته. فكره الحلين يجب على القائد التحليل كذا على عوامل السعادة في تحقيق النتائج، الدروس المستفادة، كيفية عرض النتائج على المسؤولين، التقويم الكلي للتجربة. احنا قلنا اخر مرحلة في المشروع ايه؟ اللي هي ايه؟ final handing over and post evaluation. دي بقى البوست evaluation، هو هنا القائد بيحلل الكلام ده كله ويبقى دروس اللي جاي مش لوحده بقى مع الناس اللي قاعده معايا. بوست ايفالويشن دي ناس كتير جدا ما بتخش بالها منها وخلص المشروع وفرحانين وماشيين وخلصوا بالنجاح وكل حاجه، لكن العوامل مش عارف تحقيق النتائج، انا نجحت ليه ونجحت في ايه وايه المشاكل اللي حصلت معايا، وتبقى دوكيومنتد. النهارده البيم طبعا انا مش بشكر في البيم ك يعني مجاملة، لا البيم فيه كل حاجه، المشروع من ساعه ما هو فكره لغايه ما يدخل على الـ على الـ يتسلم للاونر كاوبريشن، كل حاجه فيه، كل حاجه فيه اللي بيشتغل بيم صح. يعني انا ما بحكش عليكم، انا ما اشتغلتش بيم، بس انا يعني اوكوران زي بقول فرنساويين بالبي، وده من اهم الميثودولوجيز ومن اهم الـ 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 الطرق والادوات اللي تنجح لك مشروعك وتسهل لك امور كثيره جدا جدا. هنا الدروس المستفاده، كيفيه عرض النتائج على المسؤولين، التقويم، هو التقييم او التقويم الكلي للتجربه. دي اللي احنا قلنا ايه؟ في الفاينل هاندنج اوفر اند ايه؟ بوست ايفالويشن، تقييم بقى كل الايه؟ التجارب الاخيره. هنا تذكر بقى كذا حاجه. حاجه مهمه جدا برضه مراحل التكوين كامله، هو احنا خلصنا خلاص، بس احنا بقى ايه؟ هنفكر حاجه معينه. ان مفيش وقت محدد لكل مرحله على حدها، مش اقول خلاص بقى ده انا ايه نويت اعمل الفورمينج والفورمينج ده هياخد مني شهر، لا ممكن ياخد منك اقل من كده، ممكن ياخد منك اكتر من كده طبقا لطبيعه المشروع ونوعيته وطبيعه انت هاو يو ار كومبوزينج يور تيم، يعني انت بتاخده من اللوكال انت معينه بتاخد مكان معين وهكذا. لكل جماعه او فريق اسلوبه الخاص في مرور هذه المراحل. ما اقولش برضو فترة الستورمينج التانية هي مدتها شهر او شهرين او ثلاثة، لا ممكن تبقى بسيطة جدا. يعني لو انا استخدمت ناس فريق، عشان كده بقول لحضراتكم مدير مشروع الشاطر يعمل ايه؟ الناس اللي اشتغل معاه قبل كده وكانت كيبابل، انا بكلمكم عن التجارب، وفي يعني لو نجحت ان انت تجيب مثلا التكنيكال مانجر اللي اشتغل معاك قبل كده، البلانر اللي اشتغل معاك قبل كده، الدوكيومنت كنترولر، وده من اهم الناس في المشروع اللي خلي بالنا، وهنتكلم عندهم برضو عندهم كنترولنج برضو في المنطقه بتاعتنا ما هوش مش 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 واخد قدره. يعني لو انت كمدير مشروع عارف الناس دي وعارف اماكنها تقدر تجيبها وتتعامل معاك مشروع جديد، هيبقى سبب اساسي من نجاحك في المشروع وتقليل فرصه الستورمنج. تختلف المشكلات او الصعوبات اللي هتواجهها الفريق في كل مرحله، وبالتالي اساليب الجماعه والقائد التصدي لها. يختلف الاسلوب المناسب للتعامل مع المشكلات باختلاف الفرق والجماعات كذلك. يعني مش كل مدير مشروع او كل تيم بيتعامل مع المشروعات بنفس الطريقه، كل الناس لها لا 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 سيستم معين ولا فكر معين ولا تارجت معين ولا بروسيجر معين. في جميع الاحوال يجب ان يدرك الاعضاء المرحله ونوع المشكلات
وأن يدربوا على كيفية التصدي لها حتى تتحقق فعلمها من مؤلفين. يعني لو أنا أصلا استغفر الله، يعني أنا مش تشكيل في النفس ولا حاجة، أنا يعني دايما معتبر نفسي يعني إيه تلميذ نجيب لأي حد بقعد أسمع له لو حفيدي حد. لو أنا جيت لما أنا رحت الدولة العربية دي ودخلت على التيم وهم يتكون بقى شهرين وحصل معايا الكلام ده كله الأول آخر، لو أنا ما نش فاهم هذا الكلام كنت هزعل بقى واتقمص زي ما بيقولوا في البلدي واسيب الدنيا وامشي، مش صح؟ عشان كده الكلام اللي بنقوله ده كله كلام هام جدا جدا عشان نفهم نتصرف ازاي في اي مرحله. وانا داخل على المشروع فين؟ هل هو في مرحله الفورمينج الاولانيه ولا في الستورمينج الثانيه ولا في النورمينج ولا في الفورمينج؟ لو انا داخل في اي مراحل من في النص، في نص مشروع، لازم اعرف كويس قوي ان خلاص ان التيم ده وصل لمرحله مثلا النورمينج او البرفورمينج، ولازم انا دماغي يبقى كبير ان انا هلاقي شويه حاجات شخصية في الأول عشان أنا أندمج بقى مع الإيه مع المجموعة دي، ما تسرعش في الحكم ولا أتسرع فأتخذ قرار إن أنا أبعد أو أخسر المكان اللي أنا رايح. طيب مراحل تكون في فريق العمل، من تختار في فريقك؟ من تختار في فريقك؟ دي أنا مش بقول دي أهم حاجة، دي الحاجات المهمة جدا هنشوفينها. الكلام اللي بنقوله كل ما أقوله الآخر دي عصارة سنين طويلة وقراءات وحضور محاضرات وخبرات ناس يعني علمونا كتير وتعلمناهم كتير وبنتعلم لغاية دلوقتي. هذا الجانب أساس نجاح الفريق. أنت بتختار مين؟ أنا مش هاخد ابني أبدا وهو مثلا غير قادر أو غير كفء في تيم انا بعمله وهو مش كيبل ان هو يشيل هذا الكلام، مش اختار. لازم احط بقى هذا الكلام ان انا ابقى عادل جدا وابقى الاسسمنت بتاعي تبقى دي كي بي ايز مظبوطه ومرتبطه بالنوعيه العمل وبالاهداف. ما تتوقفش ان انا ابني ولا ابن صاحبي ولا اخوي ولا متوصي عليه ولا ابن فلان الباشا ولا فلان. لا، هذا الإنسان ينفع الحتة دي وهو الصالح لهذا الكلام. تتوقف فعاليتها على مهارات وميول القائد. يعني القائد نفسه زي ما بنقول هو اللي بينجح أو يوقع مشروعه. لازم يكون دارس يعني إدارة وفاهم يعني إدارة وفاهم يعني إيه البروجكت فيزز وفاهم يعني إيه التيم فيزز، التيم بيلدينج فيزز. كان بيقول لازم ابقى فاهمه، اذا ما فهموش وما عرفوش وداخل كده انسى ان هو حاجه تنجح معاها. الكيس الوحيده والله حضراتكم لو البيئه اللي فوقيه فاسده برضو، اما بخشوش بره السياق. يعني فتره من الفترات انا كنت ماسك مشروع وانا متاكد وواثق ان البيئه الفوقيه مش مظبوطه وكانوا بيعملوا حاجات غلط. قدام بقول ايه حضرات الافاضل، انا مسؤول عن نفسي، مسؤول عن التيم بتاعي، اللي فوق مني ماليش دعوه بيه، يعمل اللي عايز يعمله، فكان يروح يعمل اللي عايز يعمله في الليفل بتاعه وياخد اللي ياخده ويبعد عن المشروع، يسيبني انا اشتغل. لان لو الفساد دخل مشروع مش هيتم، مش هيخلص، مش هينجح. ودي ريكومنديشن بتاعتي لابنائي ولاي حد اشتغل معايا قبل كده. وعلشان تستكمل حياتك كويس، محدش يمد ايده على حاجه غلط ولا يغري اي حتى في يعني بيبقى في بدايه حياته مثلا ويتعرض عليه حاجات كتير مبالغ كتيره غلط او الى اخره. اذا قبل هذا الكلام انا مش هقول له هتروح النار، لا، انت عمرك ما هتتعلم حاجه. لان ما يعلمك هو احتياجك انك تدخل الحلال على نفسك وعلى بيتك، وهتفضل هتشتغل شغل كتير جدا
وهنا هتتعلم اكتر من اي حد تاني. والعبره بالنهايه، ودي حاجات قدامنا حصلت في حياتنا، ان اوعى اوعى في بدايه حياتك او في نص حاجه في اي وقت تدخل حاجه غلط في 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 على نفسك ولا على بيتك ولا على اولادك. مش عشان تروح النار، تروح النار دي قصه ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي، بس هتكلم عليك انت بيرسونالي او عليا انا، بتكلم عن نفسي. عمري ما كنت هتعلم حاجه ولا اعرف حاجه ولا هتطور ولا هعمل. انا اعتقدت ان انا بديني فلوس سهله او بديني حياه سهله بطريق معوج او الى اخره، فبكمل كده وبصل في الاخر ان انا ما بقاش كوم الفو زي ما بقول فرنساوي. الاختيار عمليه مستمره ومتجدده تتوقف عليه على مهارات وملول القائد. عشان كده القائد ان الله يدع بالسلطان بالسلطان ما لا يزع بالايه؟ بالقران. يا موضوع مش كلام، مش كلام، لا يعني انا مدير مشروع وفاهم اداره مشروعات كويس قوي وفاهم الناس وفاهم الكوميونيكيشن وفاهم التكنيكاليتي وفاهم بقى كمان اول اخرها، اللي انا هعمله وهنفذه لو في مش ممكن ما يكونش في كتب. يعني الكلام اللي بقوله كتير جدا بقوله ما اتحطش في كتب لسه لغايه دلوقتي. في برزنتيشنز معموله ان شاء الله هننزلها مش موجوده في كتب، ما حدش عرضها في كتب، هنتكلم عليها ان شاء الله وهننقل كل الكلام ده بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الامانه لاساتذتنا وابنائنا واحفادنا والجيل كله اول اخر. تتوقف عليها على مهارات ومرور القائد. مجموعه المراحل على الوجه التالي: تحليل متطلبات العمل، فهم ابعاد المهمه والوظيفه، التعرف على المهارات المرشح، تحديد مفهوم متطلبات العمل في الفريق، التاكد من استيعاب المتطلبات، قرار الاختيار اللي هو تجدد او ما تجددش، تحديد الادوار، توقعات النجاح، الخبره السابقه. طيب خلينا نكمل. ادوار الفريق الفعال، هنا بقى هنعرف ايه على فريق كرة. زي ما كنا بنقول مثلا ايه اللي كان بيقول لك زمان كان في مش عارف ايه 4-2-4 مش عارف 4-3-2 يعني ايه. انت ادوار الفريق مثلا في الكوره 11 واحد، الليدر بقى اللي هو المدرب بيحطهم زي ما هو عاوز، يحط الثلاث باكات اللي ورا باك ليفت وباك رايت والسنتر باك سنتر هاف باك وخط، وفي اثنين قدامه وبعدين في اربعه اللي هي 4-2-4 مثلا او باي سيستم هو بيعمله. فهم عندك ادوار الفريق الفعال عموما مش بتكلم على كونستراكشن، 9 ادوار رئيسيه. يمكن التميز بين 9 ادوار رئيسيه يمكن لاعضاء الفريق ان يتقسمون القيام بها وتوجد في فريق العمل المثالي. يلاحظ الاتي عند تحديد الادوار: وجود مزيج من الاشخاص الذين يقومون بادوار متميزه في الفريق الفعال. يعني كل واحد تم اختياره من فريق. عشان كده حضرات الافاضل الخطا، وانا بدعو جميع الشركات والمؤسسات والهيئات اللي عايزه تشتغل صح، اول واحد تختاره الليدر بتاع الفريق او مدير المشروع، مدير المشروع او الليدر بتاع المشروع. ولازم هذا الانسان تسهيلا للشغل وتسهيلا للاعمال والكلام ده كله الاول والاخره، يعني بيحصل ان يحصل ايه؟ ان هذا المدير هو اللي بيختار ناسه. مش مطلقا برضه، يعني برضه خلينا نقول في عنصر بشري. يعني هو المدير المشروع اللي عايز ينجح ما بيحطش اي فاكتور غير الكواليتي اوف بيبل والتخصصات بتاعتهم وخبراتهم عشان مشروع ينجح. لان يعني نجاح وفشل مشروع في وشه هو. وجود مزيد من الاشخاص اللي يقومون بادوار متميزه في الفريق الفعال، يعني انت حقق الادوار 9 ادوار رئيسيه. نمره 2: لكل واحد من الاشخاص دوره في الفريق ولهم نواحي قوه وضعف. زي ما قلنا انا مش مدير مشروع يبقى انا ايه افهم بقى في التكنيكال اوفيس كله، ولا افهم في الكونتراكتس كلها، ولا افهم في الكواليتي في الكيو اي كيو سي كلها، ولا افهم كل حاجه كلها. لا انا كمدير مشروع هبقى عارف كل ده
وعارف الان والاوت بتاعه وعارف الدنيا ماشيه ازاي. وبعدين برضو بالمناسبه دي برضو انا عندي فضل الله سبحانه وتعالى، واحد من اولادي اترقى مسك اريا مانجر في حته معينه بتاع البترول. قلت له اوعى تسمح لنفسك ان حد تحت ايدك يتعلم حاجه انت ما تعرفهاش. فانت كمدير مشروع كل اللي عندك لازم تبقى عارفه وعارف امكانياته وعارف الان والاوت بتاعه كله، ابتداء من التكنيكال اوفيس لغايه الدوكمنت كنترولر لغايه المخازن لغايه كلامهم الاخر. انت عندك الخبره وعندك المعلومات ان الكلام ده كله هتديره ازاي. وباذن الله ربنا احيانا وان شاء الله ودانا القدره على الاستمرار، هذا الكلام كله هيتحط بين ايدين كل الناس اللي هتحضر هذه اللقاءات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يقدر. القاعده العامه لا يجب ان يكون لك قصور في بعض الادوار او تكرار بعضها الاخر. قصور في بعض الادوار ان انا ما جبتش ناس فيها كاركترستكس معينه لحدان دلوقتي، او بجيب ناس من نفس بيعملوا نفس الادوار كذا واحد مثلا مع بعض. انا كاداره مشروع او كاداره تيم ما احسنش اختيار. طيب دي ادوار الفريق الفعال، 9 ادوار الرئيسيه. اول دور اللي هو الملهم، في واحد بتلاقيه دايما ايه تالنتد، بيبقى ايه مبدع، بيبقى دايما مبتكر في تفكيره في انشطته، دماغه ما وقفش، مش مجمد فكره على حاجه معينه. مش انا بقى انا بقيت شيخ المهندسين ولا انا اللي بشتغل بقالي مش عارف ايه هي كده، لا فكره بيفكر. واحنا لو فكرنا وقف احنا بدانا نشتغل، وكان سلايد رول يعني كالكوليتر ده شفناه في سنه رابعه مع 2 ولاد دكاتره. لو احنا وقفنا على هذا الكلام كان احفادنا ضحكوا علينا. فلازم نطور نفسنا كل يوم كل يوم. يعني زمان كنا بنقول، زمان قوي زمان كنا بنقول اللي يقعد شهر ما يقراش في المجال بتاعه يقع. النهارده لو عدى مش عايز اقول اسبوع يبقى الله 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 علي العوض. يعني الشخص المبتكر هو مصدر الابداع في الفريق، يمكنه ايجاد حلول غير تقليديه للمشكلات ولكن يضيق بالتفاصيل. دي نوعيه مين؟ الملهم. مش عايز يخش بقى في التفاصيل ويقول لك والله المشكله الفلانيه دي حلها بطريقه فلانيه او اعمل كذا 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 كذا. ما تدخلوش بقى في التفاصيل بقى، ده احنا هنجيب ايه وازاي هنعزم مين وهنجيب ايه وهنشتري ايه وهنعمل ايه، يبقى مش مستحمل. دي بالظبط بتفكرني دلوقتي بايه؟ بالناس المعماريين الكبار قوي، بتلاقيه يعمل لك الكونسبشوال ديزاين ويلا بالسلامه، انا لا داخل في ديزاين ولا داخل في شرح على تنفيذ ولا في اي حاجه. فدي بيعمل حلول غير تقليديه زي المعماريين الكبار، بيعمل فورمز معينه شكل معين بهذا الشكل وايه، ويسيب بقى ايه بقيه الانجينير الاركتكس والانجينير كم يكونوا هم تانيين بقى غيره يعني يعملوا ايه التفاصيل. بيسبق الاعضاء الاخرين ويجد صعوبه في الاتصال به. دي مشكله دايما، ودي احنا يمكن برضو عرفناها من ايام شبابنا. يعني انت لما تبقى بتشتغل في حته ما تسمعش اللي قدامك كتير، يعني انت داخل على شركه مقاولات صغيره ما تقولهمش بقى هاتوا لي تاور كرين علشان مثلا اطلع اشغل المشروع ده، لا هاتوا لي مثلا مكتب فني في مثلا كل الاختصاصات برضه، لا يعني لازم ان انا ما اسبقش المكان اللي انا بشتغل فيه بمسافه تفصلني عنه. خلاص دي واحده. الحاجه الثانيه برضو لو ربنا اداني امكانيات معينه اللي هو الانسان الملهم ما اظهرهاش دايما بشكل مفخره او بتاع، لا تاخدها بمنتهى التواضع، لان الملهم ده دي حاجه هي من عند ربنا. واحنا فكره ربنا خلينا كلنا ملهمين، بس في حاجات احنا بن ايه بن ما بنستعملهاش بتروح مننا.
يعني الفكره في حاجه ان انا ما اعملش فارق ما بيني وبين اي حد تاني بسبب ان انا عندي الهام من الله سبحانه وتعالى او عندي صفه الالهام او صفه الابتكار. الباحث عن الموارد ريسورسز انفستيجيتور ده الدور الثاني بقى، احنا زي فريق كوره بالظبط، هم 9 ادوار هيبقى دلوقتي. يمتلك طاقه غير عاديه خاصه في بدايه المشروع، لو بيعرف كويس قوي الموارد فين، ممكن يبقى شاب صغير خالص يشتغل مشروع اكثر حاجه نفس الحته دي، وعارف بقى النجار فين والحداد فين والسباك فين والاسمنت فين وكل واحد فين، ملهاش علاقه بقى بايه لا بشهادات ولا بتاع، فبيبقى عنده ايه طاقه غير عاديه في بدايه المشروع. ذو قدرات اتصاليه هائله ويمكنه اقناع الاخرين برعايه ودعم المشروع. البحث عن الموارد، الموارد دي احنا قلنا ايه الاربع حاجات، من باور ماتيريال ماشينري ومان، زودنا الاي دي في الاخر، في ناس زودت حاجه ثانيه عن كده بس يعني ايه هو دول تراديشنال، بنتكلم على تراديشنال. وقدرات اتصاليه هائله وقوه اخر برعايه ودعم، يمد الفريق بالمعلومات ويعمل على ترسيخ فهم الاهداف، يعمل على تأييد وتشجيع الأعضاء، يقل اهتمامه بمجرد الاطمئنان لحسن، دي لحسن مش لحين، لحسن سير العمل بالمشروع. يعني مجرد المشي سير في 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 البرفورمينج بقى اللي هي المرحلة اللي بعد الفورمينج، فورمينج ونورم أو ستورمينج ونورم، البرفورمينج بقى اللي هي المرحلة ما قبل الأخير اللي هي الناس وصلت لأقصى بقى أقصى 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 أوتبوت وأنجح أوتبوت، بتلاقي يعني ايه خلاص يعني الدنيا ماشيه وبقت كويسه وبقت فله، الا اذا حاجه حصلت في السكه يحب ان هو يعني ايه يطبعها. كوردينيتور، وعلى فكره الناس دي كلها ممكن في بينها وبين بعض شويه ايه كونفليكتس يعني او حاجات، لان يعني دي ادوار مختلفه. يعني المنسق كوردينيتور ده الدور الثالث، شخصيه محوريه في عمل المشروع، يمتلك مهارات قيادة الاجتماعات ومساعدة الأعضاء على فهم المهام والأهداف. عشان كده بقول لحضراتكم حاجة، مش شرط إن اللي بيدير الاجتماعات مدير المشروع، ومدير المشروع الناصح الفاهم الخبير ما يبقاش هو رئيس كل الميتينجز، لا يكلف بقى الإيه الناس بتاع كل واحد ميتنجز معينه سواء الاسبوعيه او الشهريه او الى اخره. يتولى تنسيق مساهمات الاعضاء، يلخص الاراء ويعرض بينها تمهيدا لاتخاذ القرار، يحقق التوازن بين ادوار الاعضاء اللي هو المنسق كوردينيتور. طيب الموجه، الموجه ده بقى ده جميل قوي، ده بيعمل ايه؟ ده شخصيه ديناميكيه تمتلك القدره على تحديد الاهداف واسناد المهام. عشان كده عايز اقول لكم على حاجه، يعني لو مدير المشروع في التسع ادوار دول كويس جدا، بس هو مش قادر يقوم بيها كلها، يعني ممكن يبقى عنده الكلام ده كله اخره، يعني يبقى مدير مشروع يعني ايه يعني محب وبيجري وبيتعلم واشتغل كتير، بيبقى عنده الكاركترستكس دي، لكن لازم يبقى فيه الادوار دي موجوده في ناس موجوده جوه التيم بتاعه. شخصيه دي انا ممكن ده خدها تحقيق الاهداف واسناد المهام، يدفع الفريق للعمل ويمدهم بالحماس والتوجيهات. ضعيف الحساسيه لمشاعر الاخرين كثير من تقلي ادائه. اللي بيبقى كده ما هو يعني هدي مشكله بقى، يعني اللي بيبقى موجه ده بيبقى يعني ايه عنده احساس ب ب بحاجه معينه، ان هو بيقول للناس ما بيبقاش سنسيتيف للرياكشن بتاع الناس التانيين. يعني اجي مثلا ممكن انا واحد من الناس دول اقول لمدير المشروع يا باشمهندس او يا فلان بيه موضوع كذا كذا والمفروض يتعمل كذا كذا كذا، ومدير المشروع بقى اللي مش واثق من نفسه هيعمل ايه؟ هيزعل منه بقى، يعني ده بيبقى اسمه ايه؟ ضعيف الحساسيه لمشاعر الاخرين كثير الانتقاد لادائه. لان هو الحاجه اللي عنده مش بقول ايديال، يعني اقرب ما يمكن من الصح. دي ليه المفروض ايه يحدد اجراءات الرقابه ويدير المناقشات والاجتماعات. المقاوم هي الايفالويتر او المونيتورنج او ايفالويشن، المقاوم دي مش يعني لا المفروض ان هي المقيم، بس هو
يعني جرى العرف ان كلمه المقيد دي بنحولها الى المقوم. يمثل العقل المفكر للفريق، يحلل الموقف بهدوء ويصل الى احكام جيده. الكلام كله ايزي، ما فيهوش، مش محتاج شرح ولا حاجه، بنستعله مع بعض. ينطلق من منظور استراتيجي ويمتلك المقدره على اتخاذ قرارات في صالح المشروع. منظور استراتيجي يعني ايه؟ يعني هو جايب في مكان معين له بوليسي معينه، لما بيفكر او بيتحرك او بينفذ، الباك جراوند بتاعه عن استراتيجيه المكان اللي هو جاي له او بيشتغل معاه واضحه قويه ومعروفه، ويقدر ياخد قرارات في صالح المشروع. يمتلك معايير مهنيه مرتفعه، ومن ثم دائم الانتقاد لعمل اخرين. ده برضه بينتقد، بس زي ما بقولنا، قلنا برضه، قلنا يمكن في 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 في, في, في السياق اللي قبل كده، لما اجي عايز اصلح حاجه في مشروع او في حد، ما تخش اقول له انت ده وحش وده وحش وحش، لا، اقول له الله ينور يا باشمهندس، الموضوع ده ممتاز وجميل والله يفتح عليك، واضح ان انت كذا 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 كذا، بس الحته الفلانيه مطلوبه كذا حاجه معينه. طبعا انا مش بقول لكم يعني ان انا راجل نموذجي ولا مثالي وما بعملش غير كده، لا، احيانا في ناس بتخليك تخرج عن طوعك، فنخلي بالنا. يعني اذا نجحنا ان احنا اللي هو ايه، قوه الكلمه زي ما بيقولوا، انا دايما بعرض فيديو عن قوه الكلمه، كان عاش محمد القحطاني سعودي وخدها على العالم كله بالانجلش. الكلمه اللي انت بتقولها للي قدامك تاثر كتير قوي، لها قوه، يعني قوه جامده. طريقه نقل المعلومه وطريقه الانتقاد عايزه حكمه وعايزه خبره وعايزه ايثكس. ينصت الاخرين ويعطي ملحوظات بناءه. قد يدخل في صراع مع الموجه والباحث عن الموارد، ده اللي كنت بقوله دلوقتي، يعني هتلاقي دايما المقاوم ده او الناس اللي بتقيم دي دايما في ايه كونفليكت كده ما بينه مع الموجه اللي هتكلم عليه قبل كده، والباحث عن الموارد برضه، لان هو ايه له وجهات نظر وله عايز. تمام؟ طيب الاجتماعي، الاجتماعي ده برضه ده انسان لذيذ قوي، بيشعر بالسعاده باعتبار عضو في الفريق. مجرد ان انا دايما بقول انا ايه، انا بشتغل مع المهندس مثلا زكريا مثلا، سعيد جدا انا بشتغل مع المهندس زكريا، فدي ببقى سعيد جدا ان انا في الـ في الـ في الله يرحمه، يعني الله يرحمه، من اعظم الناس اللي اشتغلت معاهم، يعني حط فينا اساس من صغرنا يعني. فبيشعر بالسعاده باعتبار عضو في الفريق، ده اجتماعي. بيرى الاخرين بطريقه ايجابيه، يعني هو اجتماعي اصلا، يعني حابب الناس وبيحب المجتمع، وده من اجمل الانماط اللي هي بتبقى موجوده في التيم. بيسعى لتحقيق الانسجام للفريق وتسويه منازعاته، دايما بتلاقيه هو الايه؟ الجود فاذر، يعني في 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 حد بتناقش مع حد بالجامد، يدخل بقى يطر المسائل، يضحك، يعني كذا هذا الكلام. يقدم التأييد المعنوي المطلوب للاعضاء. لا يحب الجدال ويتجنب المواقف المتشدده، يعني لما بيلاقي ناس بقى بتتخانق بتعمل الكلام ده كله لاخره بتشدد، بيحب بيبعد عنها عشان يعني تعدي، لان اي غضب اي مشكله اي حاجه تبتدي كبيره قوي، ولو صبرت عليها شويه تهدأ المساله. يصعب ان يكون قائدا ولا يتسم بالمبادره في اتخاذ القرارات، ده ما بيبقاش ليدر. يعني انا مش مع الراي ده قوي، لكن ان جنرال ما بيبقاش ليدر، لان بيبقى ايه، بيبقى هو بيحب الجروب وما بيحبش المشاكل، ما بيحبش يعني هو اجتماعي، يعني انسان اجتماعي حبوب، فيعني ايه، ما بيبقاش قائد قوي، وما بيبقاش ايه، ما بيخدش قرارات بمبادره يعني، بس هو بيبقى انسان لذيذ جدا وجميل في ده. واي تيم في الناس اللي بتبقى كده لذيذه كده بتبقى جميله. الامبلمنتر بقى ده المنافس، يتسم بالايه؟ الاعتماديه والكفاءه وتحويل الافكار الى واقع. ده عاده بيبقى مدير التنفيذ، يعني مدير التنفيذ ده ممكن ما بيعرفش يعمل شوب دروينج، ما بيعرفش يعمل مستخلصات، ما بيعرفش يعمل مثلا بلاني، ما بيعرفش
اللي هو الكونستراكشن مانجر خلاص. انما اديله رسم قول له نفذه هينفذه لك، او لو قلت له على حاجه هينفذها لك بالحرف وهينفذها لك احسن ما انت رسمها واحسن ما انت فكرت فيها. يمتلك مهاره علميه في مجال محدد. شوف انا يعني ايه يعني هدي جت اللي انا كنت لسه بقوله دلوقتي، يعني ما يعني عنده يعني في مجال علمه اللي هو فوق في الكونستراكشن، في التكنولوجي اوف كونستراكشن، في المعدات، في اماكن المقاولين، في التصرف في العده، في لو انا بتكلم على الكونستراكشن برضه اللي هو اقرب حاجه لينا، يعني يركز على تحقيق النتائج بجوده عاليه غير مرن عموما ويتردد بقول افكار جديده. ده خلاص بيبقى ايه قطر ماشي على ايه على قضبان وهيوصل للنتائج بتاعته كويسه. المتمم الكمبيوتر بقى اللي هو بيتمم اي حاجه يخش في تفاصيل المشروع، ممكن في ناس بتزق من التفاصيل في الاخر، فده الكمبيوتر ده بيعمل يقوم بالاعمال التفصيليه للمشروع، دائم القلق بخصوص اتمام المهمه، يراقب تقدم الفريق ومدى اتباعه والمعايير الاداء، يعمل على اكتشاف الاخطاء وسرعه معالجتها. اخر واحد بقى هو الاخصائي السبيشالست اللي هم ايه، يمتلك معرفه فنيه متخصصه وان كانت في دائره ضيقه. واحد بلانر، واحد كواليتي كنترول، واحد كواليتي اشورنس، واحد يعني متخصص في المخازن، واحد متخصص في الكوست كنترول. ده بيبقى ايه اخصائي يمد الفريق بالنصيحه والتوجيهات في القضايا ذات الصلابه المهمه. يعني واحد بتاع كوست كنترول اما هيقعد في ميتنج يقول لهم يا اخوانا تيك كير الموضوع الفلاني، في مثلا انتوا زودتوا الكوست بتاع الهيومن ريسورس، انتوا الكوست بتاعكم بتاع الماتيريال زاد، انتوا يعني بيتكلم عن الحته بتاعته. اللي ماسك الدوكمنت كنترولر مثلا ده متخصص، حضرات الافاضل انتوا مثلا اللي ما بيجينيش التقارير اليوميه بتاعتكم ولا الشهريه والدوكمنتيشن بتاعكم اللي انتوا بتودوه للناس ما بيتحطش في اللوجينج وهكذا. بيبقى بيدي نصيحه في قضايا الصلب المهمه بتاعته. لا يهتم بالمشروع بقدر الاهتمام بالطلب على خدمات المتخصص. يعني هو ما هو التارجت بتاعه او الريسبونسابيلتيز بتاعته جوه التخصص بتاعه، ما تخرجش عنه. يعني عندكم الكنترولر اللي خلي بالنا الدوكمنت كنترولر ممكن يوقع مشروع، خلي بالنا الكيو اي كي سي يوقع مشروع، الشؤون الماليه توقع مشروع خلاص. ف يعني لو هي مضاره بشكل غلط، فعشان كده بقى ايه بقى الاخصائي في الكلام ده نخلي بالنا ليه يهتم بالمشروع بقدر الاهتمام بالطلب على الخدمات المتخصصه. لا تتوقع منه مساهمه كبيره في مشروع الفريق بوجه عام، يعني ده ما تتوقعش منه اكتر من المجال بتاعه. يعني ما تديلوش تقول له مثلا تعالى وانت مثلا مهندس مثلا كونستراكشن مانجر او كونستراكشن انجينير تقول له تعالى مثلا المكتب الفني اعمل حاجه معينه، او تعالى مثلا في كواليتي اشورنس سيستم ودير مثلا حاجه معينه. لا ما تتوقعش منه مساهمه في ايه؟ في مشروع الفريق بواقع. دول 9 ادوار. اقول ليدر بقى الكلام ده كله دي عباره عن حاجه ايه؟ شويه كاركترستيك كده دي عشان نقول ان احنا ايه؟ نخش بقى على قائد الفريق. تمثل قيادة فريق العمل احد المحددات الحاكمه لتحقيق فعاليه اداء المهام وانجاز الاهداف. عندنا المهمه بقى بتاعت ايه قائد الفريق؟ التنسيق وتوفير الظروف الماديه والمعنويه. مهامه ايه قائد الفريق؟ ده سؤال يعني ايه؟ ساعات بيبقى في انترفيو في حاجه، فدي نقط يعني هيدز يعني. توفير الظروف الماليه الماديه والمعنويه، التشجيع على المشاركه، نشر المعلومات، تمثيل الفريق امام الاخرين، المحافظه على تماسك الفريق، حل الصراعات وتصفيه النزاعات. يعني دي 7 رولز كده ايه اساسيه لايه؟ لقائد الفريق او البروجكت مانجر. النجاح بقى بتاعه بيجي ازاي؟ هيبان يعني في التنسيق بيبقى قبول وتأييد، فهم المهام والواجبات، يعني انت ايه الناس كلها فاهمه المهام والواجبات بتاعتها وقابله ومؤيده، توفر الرؤيه والصوره الشامله عند الناس كلها،
استخدام الفعال للتوجيه، انا لما بوجه او بعمل كلمه بقول اخر مع الناس فاهمه وعارفه ان هي مش عمليه ان انا بقول عشان انا المدير او عشان الرئيس، لا ده بقول عشان المصلحه العامه ومصلحه الفريق وتحقيق الاهداف. استخدام نمط القياده المناسب. طيب فن خيار طريق العمل في 10 نصائح مزدوجة، اعمل ولا تعمل. احنا قربنا على فكره. اعمل، حدد الاتجاهات وزود الاخرين بالارشادات، لازم. لا تعمل، ما تصدرش اوامر، لا. خلينا ايه زي ما كنا بنقول دلوقتي، ساعد الاخرين على تخطيط عملهم، ساعدهم، انما ما تحملش واحد فوق طاقته. يعني الواحد ما عندوش فكره عن التخطيط ما تقولوش اعمل التخطيط، لا، انا اساعده على التخطيط في ايه في المجال بتاعه ويعمل ايه. قم بالمساعده عند الحاجه اليها، لا تقعد نفسك في تفاصيل العمل. انا عندي مثلا تكنيكال اوفيس، انا مش هدخل تكنيكال اوفيس في تفاصيل شغله، انا ساعده لما اقول لي مثلا باشمهندس انا مثلا الحاجه الفلانيه فيها ايه اعمل اخري، اساعده او اوجهه لمين هيقدر يساعده في التيم. شجع فريق العمل على تصدي المشكلات بانفسهم، لا تحل كافه المشكلات تصدر كافه الاجابات، يعني كل واحد يحل مشكلته. ما هو انت ما عندكش فريق في عمل عشان انت كمدير مشروع تقعد تعمل كل حاجه، تقعد تعمل البلان وتقعد تعمل دوكمنت كنترول وتعمل وتعمل وتعمل. احيانا في مشروع صغير في اوله انت ممكن تعمل الكلام ده كله، انما في الاوبريشن لازم يبقى عندك كل كل واحد كل المتخصصين. اجعل فريق يتحمل مسؤوليه عن الاداء، لا تمارس دور القاضي بحكم على اداء الفريق. دعم احترام الذات والاساس بالنفس الى اعضاء الفريق. لا تحرم الاخرين الاساس بانفسهم. الراجل اللي بيجيب القهوه والشاي جاي كده الصينيه كده حلو كده وعليها فنجان القهوه وجنبه كوبايه ميه نظيفه كده فيها ميه ساقعه ومشبره وماشي لابس مثلا اللبس بتاع الشركه مبسوط بنفسه، اوعى تقول له انت ماشي كده ليه ولا انت عم فاكر نفسك مين؟ لا 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 بالظبط، اشجعه انا اشجعه ان هو يعني ايه يعني معتز بنفسه. حاول تاكيد استقلاليه وتركيز الفريق، لا تتعصب بحق الاعتراض في كافه المسائل ولا حاجه. جاهز الناس من اي اعتراض من اي حد، وجاهز ان انا نقعد نتناقش بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافيه وبمنتهى العدل. شجع الافراد الاكفاء، لا تهاجم او تقام الافراد المميزين، ودي غلطه بغلطها ناس كتير قوي. يعني ممكن انا مثلا في فريق وجاني واحد ممتاز ممتاز وشاطر وانا شايف ان ده امتيازه، انا معتقد انه هياثر على وجودي او ممكن ياخد مكاني، هذا كلام خاطئ. هذا كلام خاطئ، بالعكس، انت لما تكبر الناس بتوعك انت اللي بتكبر، مش هو اللي بيكبر. يعني انا عندي مكتب فني هايلي كواليفايد ممتاز واظهره وفي الميتنجز اقول فلان ده اللي عمل وده اللي سوى كده، يعني لازم اظهر ان انا مش بكلم انا، بكلم احنا كفريق وانا مدير مشروع. شجع افراد الاكفاء، لا تهاجم او تقارن افراد المميزين. واجه الصراعات وحاول الحد منها، لا تتجاهل الصراعات وتحاول تلاقي حلها، هتبقى لنا في كام سلايد اللي جايين. كافئ الجهود المميزه، لا تبخس الناس مساهمتها. كيف تحصل على الصلاة المفتوحه دي؟ ايه دي السرعه دي يا مع القائد؟ احنا اتكلمنا الكلام ده في البرزنتيشن اللي فات، واحد من السريع اللي كان في الصلاة، بس دي ملخصه قوي. اول حاجه، ما هي المعلومات التي احتاجها من الاداره؟ اين ومتى اتلقاها؟ انا محتاج معلومات معينه من الكوربوريت مثلا بتاعي، فامتى بقى لازم اعرف ايه المعلومات اللي انا عاوزها وامتى هاخدها امتى؟ ما المعلومات التي ان اقدمها لرؤسائي ومدى طلبها؟ يعني اللي انا عايزه اخده امتى واللي انا اقدمه امتى؟ ما هي المعلومات الاداريه التي تمدني بمعلومات عن السياسات واللوائح وكيف احصل عليها وما متوقع مني ان اطلبها؟ لازم ابقى عارفها. طب ايه بقى ايه؟ ما هي المجموعات الاداريه تعتمد عليا في اداريه بالمعلومات؟ يعني انا ممكن في الشركه ماشي او المؤسسه بتاعتي اللي انا فيها، في ناس بيبقى عايزه مني معلومات في تخطيط المتابعه العامه، في الاي كيو سي، في المخازن، في يعني بيبقى في ايه؟ امتى بقى امدها بالمعلومات وامتى اسلمها المعلومه وامتى اديهم المعلومه وازاي اقدمها؟ ما هي المعلومات اللي يجب ان احصل عليها من المرؤوسين؟ المرؤوسين بقى اللي هم بيشتغلوا معايا. يعني انا مش بقول مرؤوس يعني هو لا، ده انا مديرهم، انا ببقى يعني ايه
انت مش انت مش مديرهم عشان تبقى يعني على راسك ريشه قدامهم، لا، مديرهم انت شايل المسؤوليه اكتر منهم كلهم، او انت المسؤوليه، انت ايه المسؤوليه، ايه لا تفوت، انت بتعمل ديليجيشن للناس اللي معاك وانت مسؤول عن شغله. تمام، معناها يجب ان احصل عليها من المرؤوسين، وكيف احصل عليها، وما مدى تكرار طلبها، وماذا افعل بها. المهمة التي يريد المرؤوس والمرؤوسون بقى الرؤساء اللي عاوزينها مننا، وكيف اقدمها لهم، هل يمكن ان افوض ذلك الى احدهم؟ ده لسه بقوله انا، اللي هو الديليجيشن، ان انا ايه بفوض حد. تمام، يجب ان يكون القائد ايه بقى؟ يقظ دائما ولا يضيع الفرص، يعتمد على نظام فعال للمعلومات وفن الاستماع وتقديم التعليمات. هناك علاقه وثيقه بين جوده الاتصالات من ناحيه وايه؟ خلي بالك جوده الاتصالات بتعمل ايه بقى؟ عشان كده بنقول مدير المشروع 70% من جهده ووقته بيشتغل في ايه؟ في الاتصالات، كوميونيكيشن، تحسين انتاجيه، حل مشكلات، حل الصراعات، تحسين اساليب العمل، تحسين علاقات العمل، الرضا عن العمل. هنا بقى الكونفليكت مانجر، هم اثنين سلايدز ولا حاجه يعني، مش حاجه، احنا خلاص شرفنا على الانتهاء، عشان بس الناس ايه، كتر خيركم بصراحه ان انتم بتستحملونا الكلام في المواضيع دي كلها. لابد ان ننشا صراع في اي مجموعه بشر، ولابد من حل الصراع بسرعه، باسرع ما يمكن، وبصوره بناءه، والا ستخسر المجموعه. كيفيه ترتيب الصراع ونشاته ازاي بقى؟ بيبقى عباره عن ايه؟ تتولد ازاي؟ اول حاجه تعارض في الاحتياجات والاهداف والقيم. يعني بيحصل صراع من ايه؟ تعارض في الاحتياجات والاهداف والقيم، ده ايه؟ واحد. الحاجه الثانيه ايه؟ سوء فهم للكلمات او المواقف او التصرفات او الدوافع. واحد قال للثاني كلمه مش حلوه بشكل اخر، الثاني فهمها بشكل، يا اما فهمها بشكل مكبر او الى اخره، او كلمه ما تفهمتش صح، او الالقاء بتاعها ما كانش صح. تفاوت بين التوقعات وبين ما هو مطلوب وما هو غير مطلوب. يعني كانوا متوقعين حاجه، وفي تفاوت بقى بين الايه، بين المطلوب مني وبين التوقع اللي كان معمول. عدم الرغبه في العمل من خلال شروط محدده، في ناس ما بتحبش تشتغل من خلال شروط محدده يعني. ويصبح الصراع خطرا اذا تم تجنبه او النظر اليه كموقف مكسب وخساره. ويتولى عنه الحقد والضغينه، مما يتسبب في تنافس، في تناقص فعالية الاتصالات داخل الفريق ومقدار الثقة بين أعضائه. ولكن إذا واجه الفريق الصراع كان ذلك فرصة طيبة لظهور أفكار جديدة، زي ما بنقول عليه بقى اللي هو إيه؟ اللي هو البوزيتيف كونفليكت، وتدعيم للثقة والانتماء داخله. أساليب حل الصراعات، خمس مداخل رئيسية لحل الصراعات. الأسلوب، إيه دول خمسة ولا آه؟ 2 3 4 5. السلوك لو وصل على هذا الاسلوب بقى، الاسلوب الاول التجنب. يعني واحد بقى ايه، مش عايزين وجع قلب بقى ولا دماغ، احنا كل شويه في مشكله، لا بقى ما بيواجهش، عدم مواجهه، عدم المشكله، عدم المواجهه، انكار وجود مشكله. هو ما في مشكله، ما فيش مشكله، نو بروبلم. كلمه نو بروبلم دي مش مش مش, مش ما تعنيش ما فيش مشكله، لا، يعني البروبلم سهله وبسيطه وتتحل. يتجاهل المواقف، ده السلوك اللي بيظهر من هذا الاسلوب اللي هو التجنب. التبريرات بقى اللي بيستخدم، بيقول ايه؟ دي حاجات بسيطه، دي حاجات مش ممكن تتحل. ممكن اقول ايه؟ ان مش ممكن تتحل، لو حلتها يقول لك ايه؟ رب ضاره نافعه، تجد صراع اشد. الخلاف لا يستحق وقف العلاقات، الحلول تجد بالصراع اشد، وهكذا. التوفيق بقى اللي هو وافق بين الاثنين، طب حبه عليك حبه عليا، اللي هي الكلام اللي هو ايه؟ اللي هو يعني بحاول اوفق بين المختلفين او بين الصراع، والحصول على التسويات، قله الايجابيه، التعاون حتى على حساب المصالح الشخصيه. يعني بيبرر لنفسه ويقول الخلافات ما تستحقش ان اوقف العلاقات والكلام ده من الاول لاخر. هنوصل في الاخر لحل المشكلات، فعلا حاليا هو اميز اسلوب لحل الصراع. المكسب والخساره، المواجهه الايجابيه، فرض الاعتراف على الاخرين، بفرض على الاخرين، والواحد بقى بتاع، والانتصار باي تكلفه. ده كلام برضو ايه؟ مش مظبوط قوي. انا بقول لك التبريرات اللي بقولها، البقاء للاصلح، الاحترام بينتزع من نفوس الاخرين. ده كلام مش مظبوط. الاغلب دائما على الحق. ده كلام طبعا، دي اللي هي الايه؟ التبريرات اللي بيقولها اللي بيمشي بالاسلوب ده. يعني عنده البقاء للاصلح، يعني انا عندي مهندس شاطر قوي لكن ظالم.
فبأيده في ظلم، ده كلام مرفوض تماما. يعني بقول لك الاحترام منتزع، لا الاحترام مش منتزع، الاحترام ده بيفرض بشكل ودي، يعني الناس هتحترمني اما اكون انا محترم نفسي ومحترم كل الاطراف اللي عندي. هنا بقى الطريقه الرابعه اللي هي التسويه، تحقيق اهداف جميع الاطراف، ضمان حسب العلاقات، التعاون وان كان بالضغط على بعض الاطراف. يعني التبرير بتاعته يقول لك ايه، لا يوجد طرف واحد له الحق، هناك اكثر من طريق الوصل للوصل او للوصول لاي نقطه. تقدم بعض التنازلات، تحصل بعض التنازلات ثانيه، عليك شويه وعليك شويه والكلام ده كله. هدول ايه الاربع ايه طرق. الطريقه الخامسه هي حل المشكلات، ليه احتياجات كل طرف شرعي. يعني احنا اثنين راعيين مختلفين قدام مدير المشروع، كل واحد فينا طالب شرعي، الا اذا كان حد افترى بقى مفتري، وانا عرفت كمدير مشروع المفتري ده ما يستاهلوش. انما اثنين اختلفوا على حاجه معينه، يبقى ده طالب شرعي ده طالب شرعي. ده مثلا في مثلا شفت الصبح هيجي بالليل، ده شفت بالليل هيجي الصبح، ده مثلا اخذ بونص ده ما اخذش. يبقى ايه كل طرف له شرعيه ولازم تدير صح. احترام متبادل بين الاطراف، يعني احنا مش جايين مختلفين ان احنا غلطنا في بعض او تجاوزنا مع بعض، لا ده احنا جايين مختلفين باثكس. احنا واقفين في الحته الفلانيه، مش مهندس دي المشروع دي مشكله، منتهى الاخلاق، منتهى الاخلاق ومنتهى الشفافيه، متعاون وايجابي. يعني السلوك بيبقى ايه متعاون وايجابي، اللي يلجأ للحته دي عنده ايه الثلاث حاجات دول. التبريرات بقى اللي بيستخدمها ده بيتحاور مع كل الاطراف بحريه، والوصول الى حل يرضي جميع الاطراف بدون تنازل كبير من احد. انا شاكر جدا 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 على يعني صبركم. انا مش عارف بقى يعني انتوا صراحه اللي بتفتحوا نفسنا ان احنا يعني ايه نسترسل، وبشكركم جدا، وبشكر الباشمهندس عمر الحقيقه على صبره وعلى يعني تقديمه للكلام ده وحسن ادارته هو والفريق اللي معاه. وبنشكر الباشمهندس محمود، بشكركم كلكم على يعني الحضور وانتوا السبب الرئيسي في نجاح اي لقاء. مش اللي بيتكلم، دايما المستمع هو اللي بينجح اللقاء، وانتوا الاساس ان شاء الله في نجاح لقاءاتنا. وبشكركم جميعا، واحنا جاهز لاي سؤال وتحت امركم. وبشكركم شكرا جزيلا، وهنقول لكم في الاخر بقى نستودعكم الله، بس احنا دلوقتي مرحله ان احنا يعني ايه نتناقش في اي حاجه، لو في اي سؤال او في اي حاجه. اتفضل باشمهندس عمر. الف شكر حضرتك يا دكتور، جزاكم الله كل خير، محاضره ممتعه كالعاده واستمتعنا جدا بها. الله يخليك حبيبي، الله يبارك فيك. لو في حد عنده اي اسئله. اي اسئله، اي تعليق، اي فكره عايز تقليها، اي حاجه قبلته عايز ده اثراء بقى للمناقشه. يعني مهندس روماني بيقول لك كتر خيرك يا دكتور، وحضرتك بتجاوب على الاسئله اصلا اول باول في اثناء المحاضره، فما تقريبا مفيش دكاتره، مفيش اسئله دكتور. لا 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 لا، ده الكلام ده لما بنبقى في الـ في الـ في الـ في الفيس تو فيس. بس احنا خلاص، احنا كاتب علينا دلوقتي ان احنا نشتغل بالزوم. والله يعني كل طريقه لها برضو لها مميزاتها، المزايا وليها عيوبها. بالظبط، كل حاجه لها يعني المزايا دي ان كل واحد قاعد بقى في يعني مركز تماما ومريح، ويعني ايه يعني غير ما يبقى قاعد بقى بس. ميزه بقى اللقاء البيرسونال ان البادي لانجوج يعني افكتيف، بنحس بال طبعا انت استاذ يا باشمهندس عمر. لا لا تلميذك يا دكتور، الله يكرمك. لا استغفر الله، لا حضرتك استاذ، الله يكرمك استاذ. بنحس بالحضور، اللي بدا يحط ايده كده، واللي بدا يشرح، واللي بدا عينيه تقع، يعني فاهم حضرتك ازاي؟ فدي الميزه بقى في الـ في الـ في الـ في لما تبقى الموضوع بيرسونال، يعني اللي هو الفيزيكال اتندنس يعني. طيب في مهندس روماني بيسال حضرتك، لو في مدير ضعيف الواحد يتعامل معاه ازاي؟ او مش سند للناس اللي تحتيه؟
ما هو المدير الضعيف يعني لازم تلاقي طريقة إن أنت تتعامل معاه. يعني أنا هقولها لكم عشان بس نبقى في الصورة، يعني زي ما اتفقنا إن اللي بيفشل أي مشروع، وهقولها بصراحة برضه، يا إما مدير المشروع يا إما المالك يا إما الاستشاري. المقاول عمره ما بيفشل المشروع، المقاول دايما بيحاول ان هو ينجح مشروعه، لان هو فيزيكالي هو اللي بيكسب. ماشي الحال. فالمدير الضعيف انت ربنا كاتب عليه بقى تشتغل مع مدير ضعيف، حاول ما تظهرش قدراتك كلها قدامه، وحاول تبقى فيري ديسنت معاه، وتتعامله وتكلمه دايما في الحدود اللي هو يعني بيحبها وبيؤيدها، بيبقى عارف الترند بتاعه ازاي. انا دلوقتي ده رد تلقائي او فوري، يعني ما تبينلوش ابدا ان انت احسن منه في حاجه، ولا تبين له اي قوه عندك ما هياش عنده، ودايما يعني شكر له في الحاجات اللي عنده. ده رد تلقائي دلوقتي، يعني انا ما فكرتش فيه قوي، بس انا شايف برضو من خبره الحياه ان هو ده دي الحاجه الامثل يعني، وبتبان. بس في الاخر برضو المشروعات اللي بتبقى كده ما بتبقاش يعني ناجحه قوي. بعد ذلك كان في كتاب اسمه 48 قانون للقوه تقريبا، حاجه زي كده. كان في الكلمة حضرتك قلتها، ما تلمعش أكتر من مدير. بالظبط. بس هو أحيانا دي قابلتنا كتير، أحيانا ما بتقدرش. يعني بمعنى إيه؟ ودي حاجات حصلت معايا بيرسونال، يعني إن واحد يجي يعمل لك انترفيو وياخدك بروجكت مانجر عنده في الشركة، وهو أصلا موظف برضه. تمام؟ تدخل الشركة مش بمزاجك، يعني انت دلوقتي في ناس تانية، في مهندسين تانيين، في جهاز اداري، في كام جهاز اخره، بيكتشفوا. ودي حصلت معايا بيرسونالي وعملت مشكلة في الاخر، انا مشيت. مشيت بقى، يعني فاهم قطعتك ازاي؟ فتلاقي الناس ايه تقول لك ايه ده انت اللي المفروض تكون انت اللي جوه قاعد هنا جوه. يا اخوانا لا، ده احنا غلابة. فاهم قطعتك ازاي؟ فالموضوع مش سهل. يعني انت حضرتك طبعا الكلام اللي بنقوله ده، يعني انت عند سن معينه ما بتقدرش تخبي اللي عندك، او ما بتقدرش ان انت تداري قوي، واخد بال حضرتك ازاي؟ فلما يبقى المدير ضعيف او مش قوي، بتبقى مشكله كبيره. يعني انا مش بهوي المشكله اللي قالها زميلنا واخونا روماني، لان دي مشكله. اما بيبقى مدير المشروع، وعلى فكره برضه ما بيبقاش مدير مشروع فاهم، لان ده انا قوتي في اللي معايا. انا ليد تيم ليدر، قوتي كوميليشن بتاع كل التيم اللي عندي، مش قوتي مش فيا انا. قوتي ان انا ازاي اخد من كل واحد منهم اقصى ما عنده وانجح مشروعي. انما بقى اللي بياخد موضوع بيرسونال انسى. انا اسف يعني، بس انا بتكلم بتلقائيه وبطبيعيه، يعني ارجو ان يكون يعني ايه الاجابه يعني إيه كافيه يعني. تمام يا استاذنا. في باشمهندس ملاك، اتفضل باشمهندس ملاك. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا حبيبي. معلش يا دكتور، انا بس ايه يعني ممكن سؤالي بعيد شويه عن موضوع المانجمنت، يعني انا بس كنت يعني محتاج يعني اسال حضرتك عن حاجه، ان انا ما اعرفش هل في حد زيي ولا لا، بس يعني هو موضوع الكورونا طبعا، وانت عارف اللي حصل، في ناس كتير رجعت من الخليج، فانا حاسس ان سوق العمل هنا يعني ده حالي، يعني الكيس بتاعتي. ايوه يعني كانت بعيده خالص عن يعني مجال شغلنا هناك، يعني ما يمكن انا كنت شغال في وزاره، فكان معظم الشغل مالوش يعني شبه حكومي، فاهمني حضرتك؟ ايوه. فمش عارف يعني انت رايك الواحد يبتدي منين. انا حاسس ان انا تايه، يعني حاسس ان انا يعني ممكن يعني يعني هل انا في وسط كلام حضرتك انت قلت اللي ما يعني اللي ما قراش او ما عادش كتير في يعني زمان كان لمده شهور، يعني النقطه دي يعني هزتني قوي، يعني
دلوقتي اليومين دول اللي ما تابعش وما قراش لمده ساعات بيبقى ضايع، فانا حاسس ان حالا انا كده ضايع ولا يعني. لا 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 مش ضايع. بص هقول لك على حاجه، يعني خلي بالك انت اصلا لازم تحدد انت خبرتك فين. تمام. لازم تفهم الترند في السوق ماشي ازاي النهارده. مش اللي جاي من الخليج بس، مصر فيها مشروعات لم تحدث في تاريخها. ما هو ده اللي انا حاسه، مشروعات كتير جدا وفيها مهندسين لم يحدث في تاريخ مصر ان قعد هذا الحجم من المهندسين في بيوتهم. لم تحدث. خلي بالك انا بتكلم على التاريخ. للاسف انا ما يعني ايه يعني دي ظاهره موجوده. يعني انت حضرتك انا فاهم حضرتك. يعني انا قصدي ايه، معلش خليني انا هركز سبيسيفيكلي معاك. انت اصلا كنت شغال تكنيكال اوفيس ولا كنت شغال كونستراكشن ولا كنت شغال بروجكت مانجمنت ولا كنت شغال مثلا ادمنستريشن، كنت شغال ايه؟ هو احنا كنا انا كنت شغال في وزاره الاشغال، كان طرق بس كان اشراف مش فين؟ مش في الكويت. الكويت ايوه. فكان معظم يعني كلها اعمال مكتبيه ومش يعني عارف حضرتك، يعني الواحد ايه يعني بعد خالص عن يعني انا حاسس ان انا فاتني كتير قوي يعني. يعني بس خلي بالك معلش، بس اللي فات يتلحق. خلي بالك ما هو يعني نفسي حد يعني جايد مي تبقى يعني ايه ان انا احط ايدي على يعني ابتدي ازاي. انا حاسس ان انا انت لازم تقرر حاجه. هقول لك على حاجه حاليا بعد اذن الباشمهندس عمر، انا مش بعمل له دعايه، لو انت شايف نفسك في تكنيكال اوفيس وان انت يعني كمبيوتر وايز يعني انترستد، ادخل على البيم. تمام. وتعلمه كويس قوي. تمام. يبقى انت ايه تخصصت في حته مطلوبه في السوق. ممتاز. خلاص؟ تمام. ادي واحده، يعني دي حاجه يعني ادخل في تخصص مطلوب. انما وضع بالسيستم اللي انت فيه عايزك تتابع معانا يعني ما تفوتش. ما انا انبسطت جدا. انا حقيقي اول مره احضر، لان كان يعني انا اسف للجماعه، يعني انا عارف ان دي مشكلتي الشخصيه، فانا مش عايز اضيع وقت الناس وممكن الناس عايزه تمشي، وبرضه عارف ان وقت حضرتك سمين فمش عايزه يعني. لا 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 بص اقولك على حاجه، احنا 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 بنتكلم بمنتهى الحب وبمنتهى الشفافيه، واللي عايز يمشي انا عادي. ده انا لما ببقى بدي محاضره عاديه خالص او حتى في حتى لو بعمل تريننج بيد بقول لهم يا اخوانا احنا مش في فصل ولا احنا في مدرسه. صح. اللي عايز اي حاجه يقوم ينزل، عايز يقعد، عايز يطلع ياخد فنجان قهوه ويطلع ماشي، اللي عايز يتهوى ويرجع، اللي عايز يتصل تليفون ويرجع، احنا وي ار فيري فري. يعني ما احنا مش قاعدين، احنا مش في مدرسه. صح. ولا في كليه ولا لا 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 حضرتك، انا جاي بقول لك على حاجه. اولا بالنسبه للي فات ده ما فاتكش حضرتك، لو دخلت على في البشمهندس بعد اذن البشمهندس محمود، لو دخلت حضرتك على اعتقد على البيم على البيم البيم مع البشمهندس عمر. صحيح. هتلاقي اعتقد المحاضرات كلها موجوده. صحيح. صح يا باشمهندس عمر مش كده برضو؟ طبعا يا دكتور موجوده كلها. صحيح. مسجله ان شاء الله. صحيح. عايز حاجه اخف شويه، وده انا بنصح بيه طبعا باشمهندس عمر ما يزعلش مني، يعني انا شخصيا بدخل على البيم وبدخل على هنا او على هنا. في عندك الباشمهندس محمود كتر الف خيره، محمود ابن محمود معتز، قسم اللقاءات اللي فاتت الخمس لقاءات اللي فاتت الى حته الى الى اجزاء صغيره عشان برضه ما تزهقش. صحيح. لان برضه الحضور المباشر غير ما انت داخل على النت. لو انت لو انت دخلت على السايت، انا يعني مش عارف اقول لك ازاي بالمهندس هم جماعه موفرين كل اللينكات، ويعني لا الشغل محترم جدا يعني. تمام. خلاص يبقى انت ادخل وخدهم واحده ورا الثانيه، يعني زي ما هي ماشيه كده. تمام. يعني واعتقد هتتبسط وهيبقى عندك اساس برضه
تقدر برضه، لان انت برضه طريقه عرضك لنفسك مهمه لما تدخل انت بالفوكابولاري سواء انجلش. احنا لسه بقى في الانجلش لسه برضه ما دخلناش قوي، لكن بعض المحاضرات او اللقاءات بتبقى انجلش وبنشرح بالانجلش وبالعربي يعني. تمام ممتاز. اسمعها مش ما تفتكش ولا حاجه، شوفها وكمل معانا، وفي نفس الوقت تخصص في حاجه بقى من الحاجات الجميله بتاع دلوقتي. البيم انا شايفها ان هي اهمهم، وفي نقص كتير كبير جدا في الناس المتخصصه في البيم في الشركات الكبيره دي واحده. ممتاز. هقول لك بقيه الحاجات يعني، في حاجات يعني تخصص في حته ضيقه، فاهم قصدي حضرتك ازاي؟ لان برضو انت يعني جزء من الاجزاء زي ما حضرتك قلتها اللي هم شخصيات مدير المشروع، يعني ممكن واحد من التسع اشخاص اللي هم يعني تحت الليدرشيب. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ميرلي كده تقريبا كده تقريبا كده. بس انا بقول لك البيم ليه؟ لان البيم اولا يعني زي ما بقول لك انا يعني ايه مش جوه دي، فدي دي دي مطلوبه في السوق في الناس اللي هي واخد بالك. ادي واحده. طب هو معلش يا دكتور، هو البيم انا سي انا اخدته مثلا ككورس، مش هيطلب مني ان انت تكون اوريدي مثلا كنت مدير مشروع في مكان هنا؟ يعني ممكن سي انا هناك ما كنتش مدير مشروع مثلا، لا مش شرط. لا البيم انت يعني انت هتعرف يعني ايه اداره مشروعات من الكلام اللي احنا بنعمله مع بعض. هل سوق العمل هيقبل بيا بدون خبره سابقه؟ ما يقبلش بيك ليه؟ يعني يا حبيبي اللي بيعرف بيم النهارده بيتخطف. ما هو البيم ده في رافت عشان الديزاين، المهندس عمر استاذنا كلنا يعني يقدر يشرح الموضوع ده. انت هتدخل في حته من الـ من الـ من الـ من البيم من يعني تمام. في ناس بيعملوا الموديل الاول، وناس بتربط بيه بعد كده المعماري والانشائي وكل حاجه من اول لاخرها، وبعدين بيدخل معاه كل دايمنشن مثلا البلاننج، يدخل بعد كده الدايمنشن تاني الكوست كنترول، يدخل بعد كده الدايمنشن تالت بعد اذنك يا باشمهندس عمر. انا يعني انا ماليش يعني ايه يعني انا البيم ده يعني الريفت ده اصله طالع من 2006 2007 قبل كده يمكن كمان يعني شفته انا في ابو ظبي زمان وكان عند ناس ومش حاسه بيه. فده البيم ده الماظه لو خدت وركزت فيه هيفيدك جدا. بقيه الاقسام بقى لو انت يعني بتفضل كونتراكت مانجمنت خش على كونتراكت مانجمنت، عايز تدخل على البلاننج تتعلم بريمافيرا بس تتعلمها صح. برضو اعتقد في نقص شويه بالنسبه للبلانرز يعني مش كتير يعني. فانت بس انت حدد لنفسك بقى حته التخصص، ما تدخلش بقى كبروجكت مانجر دلوقتي الا ما تكون يعني ايه دخلت وقدرت دخلت في مشروع ولا حاجه، او دخلت في شركه وكسبت ثقتها وخدت مشروع واتبعت بقى الكلام اللي احنا بنقوله ده ونجحت فيه. فاهمني حضرتك؟ يعني رسالتي وصلت ولا في حاجه مش واضحه؟ لا كده زي كده ممتاز لحضرتك، يعني نقطه دفع قويه جدا. ما اوعى تيأس. وهقول لك على حاجه ثانيه مهمه يعني كانت لي مش يعني انا بقى لي شهر او شهرين راجع بس يعني عطف النفس فهمني يا دكتور، يعني الموضوع كان ما يهمكش واي حاجه خش عندي والدنيا معاك على الانترنت على الواتساب على حاجه خدها وانا تحت امرك في اي حاجه. واوعى يعني تستسلم لحد. الانجليش بتاعك شكله ايه؟ يعني لا هو متوسط يعني ادفانتج، مش عالي قوي ولا هو واقع جدا يعني. لا يا حبيبي عليه ما دام انت فاضي دلوقتي خش على البيم. لو انت حبيت البيم جميل، وانا رايي ان هو يعني افيلبل، هو ده اكتر اول حاجه مطلوبه، اكتر حاجه مطلوبه دلوقتي تبع الاسم شمس عمر. واللانجوج بتاعتك شدها عشان تساعدك ان انت ايه تتفوق كده، تبقى يعني حاجه كويسه واحد تلامذة الباشمهندس عمر كده واتباعه الجمال يعني. ربنا يخليك يا دكتور. شكرا جدا لوقتكم يا جماعه، ربنا يخليك. الاسئله يا باشمهندس عمر معلش على التطويل بس. لا العفو يا دكتور، الله يكرمك يا دكتور، جزاك الله خير يا استاذ. حاسس بالشباب يعني، حاسس الله يكرمك يا استاذ.
دكتور تغريد. السلام عليكم استاذ واضح. انا بشرف دكتوره تغريد الجوهري. صراحه يعني الواحد يعجز عن الشكر على هالمحاضره الرائعه. انا من جد من اول محاضره ماني قادره افوت ولا دقيقه صراحه. استمتعنا كثير بهالمحاضره الدكتور حسين، محاضرة جميلة الله يديك العافية. أنا كان عندي استفسار بسيط وكمان طلب، يعني حاجتين. استفسار في حال أنت انضميت لفريق عمل في وقت متأخر، طبعا أنا أستاذة التخطيط والتنمية الإقليمية بجامعة طيبة في المدينة المنورة. في حال أنك انضميت لمشروع في وقت متأخر، يعني اندماجك مع الفريق يعني قد يكون دقيقة بس تفضلي يا حبيبي. طب شو اسمه محمود ابراهيم؟ شو اسمه محمود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو دكتور تغريد، تقريبا عندها بس مشكله وترجع تاني ان شاء الله. طب ماشي، انت تحت امر. اتفضل. أموري. شكرا جزيلا يا جماعة. بس كان في سؤال، لو أنا الشخصية الحبوبة إزاي أكون الشخصية مش حبوبة؟ يعني قلت كده في النص الشخصية الحبوبة الاجتماعية زيادة على اللزوم. ياه اللي أحيانا بتهرب. يا باشمهندس ده مش سؤال ده. يعني ما هو لدرجة حسيت والله إن أنا دخلت هندسة غلط، كنت بالذات في مجال مقاولات كنت أطلع مدرس فيزياء ولا حاجة. الهندسة الهندسة ومش قصة حب ولا قصة تعصب، أشرف مهنة. يعني في الناس يعني سبحان الله، يعني في ناس زمان قوي احنا صغيرين كانوا بيسموا الله سبحانه وتعالى جل جلاله المهندس الأعظم. المهندس عنده ميزة، مش عايز أقول الخلق برضو، يعني مش بقولها كخلق بشري أو لا، يعني انت كمهندس المفروض ان انت بتصنع الجديد وبتضيف، والمنتج بتاعك بيسعد. يعني انت ما انتش طبيب. طبعا كل الوظائف وكل الناس وجودها هام جدا، لكن انا في رايي ان يعني من اجمل المهن واشرفها المهندس، لان انت ما بتقولش غلطه، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى عليك، بس انت يمكن ما عرفتش ان انت ايه او لم يحدث بعد ان انت طورت بقى وظبطت نفسك. طب باشمهندس عمر، هل نلغي الستوب شير؟ ماشي لحضرتك حاجه، مفيش مشكله يعني، ولا ايه رايك حضرتك؟ زي ما حضرتك حاجه، مفيش مشكله يا استاذ. طب السكيه عشان تمام استاذ. طيب ماشي الحال. اللي عايز اقول لحضرتك ايه، يعني الهندسه قصه حب انت دخلتها وحبيتها، ما تبعدش عنها ولا تكرهها ولا تقول انا غلطت، لا خلينا تطور نفسك وحاول تشوف انت فين، لان هي المشكله اصلا احنا مرتبطين بسوق ومرتبطين براسماليه ومرتبطين باتجاهات كتير. وقبل ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني ثقه. حتى لو ربنا مثلا يعني حطينا في موقف ان احنا مثلا قعدنا شويه من غير شغل او الى اخره، ده يعني نقول اختبار، نقول اي حاجه. حبيت ان انت تغير temporary كده، يعني تعمل تجرب اي بزنس تاني، برضو هيحتاج ادارة خلي بالك. مهندس محمود ابراهيم ممتاز، يعني تعليق دم خفيف جدا يعني. المهم فبشمهندس، يعني انا مش عايزك تاخد الترند تقول رمال الهندسة دي وحشة ولا لا انت شوف توجهك لايه، او زي ما كنا بنتكلم الباشمهندس قبل كده، وطور نفسك وما توقفش وتابع معانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون متابعتنا مع بعض
لها فايدة للناس كلها يعني. ف ما 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 تحطش نفسك في موقف انك تزعل او تكتئب او او اي حاجه يعني، او يعني ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك. تمام يا باشمهندس؟ تمام. طيب دكتور تغريد، دكتوره تغريد ايوه معاكم. من اجمل، عذرا بس دخلت بنتي الصغيره عشان كذا. ربنا يبارك فيها، ربنا يبارك فيها يا رب. الله يسعدك يا رب. ادعوا لنا، ادعوا لنا بقى وانت في اطهر. اللهم امين لكم يعني. اولادكم ادعوا لنا وانت في اطهر. الله يسعدك يا رب. والله صراحه يعني انا يعني اول مره احضر لك، لكن امانه انا حريصه بعد كذا اي محاضره حتكون للمهندس حسين حكون اول الحاضرين باذن الله، لانه محاضره قيمه جدا، محتوى ومضمون واسلوب ما شاء الله تبارك الله. يعني الواحد ما بمل ابدا، ساعتين لنا تقريبا ما حسينا ابدا ولا في ثانيه ملل. انا كان سؤالي في حال يمكن كثير من الزملاء انضموا لهيئات وامانات ووزارات يواجهوا مشكلة أنه لما يدخل في فريق قائم أساساً هو ينضم في مرحلة من مراحل المشروع لهذا الفريق، الانسجام مع الفريق الجديد يمكن كان يسبب لهم إشكاليات كثيرة، وبعضهم ما استمر في المشروعات بسبب عدم الانسجام مع الفريق القائم، خاصة لما يوصل في فترات يكون في نص المشروع أو قرب نهاية المشروع لما بيستعينوا برأي المخطط في المشروعات العمرانية. الطلب الثاني، أنا أتمنى فعلاً الاستفادة من كفاءة زي الدكتور حسين، المهندس الدكتور حسين، في تقديم دورات حتى لو بمقابل مادي، بحيث نحن نوجه طلابنا للاستفادة من هذه الدورات، لأن صراحة يعني كفاءة صعب ما يستفاد منها بالشكل الأمثل. الله يبارك فيك، يعطيكم العافية وألف شكر لبيم على هالبيم على هالمحاضرات القيمة، سلسلة ممتعة. المهندس عمر مبدع صراحة في انتقاء الأشخاص والمحاضرات، الله يديكم العافية، شكرا للجميع. شكرا جزيلا. أنا بس في نقطة صغيرة شخصية. ألو دكتورة تغريد. طيب دكتور ماشي. تغريد خلاص. أيوة تفضل. أنت حيات، أنت تعرف الدكتور عبد الرحمن بقيس؟ أسمع فيه أكيد. ده يعني ده أحد بس ما أعرفه معرفة شخصية. لا ده من الإنسان العظام جدا، وكان في المدينة المنورة، وده من أجمل المديرين المشاريع اللي أنا يعني اشتغلنا معاهم، كان المدير بتاعي يعني، كان شاب جميل ومن أجمل المدير. فتحية لحضرتك والأرض الطيبة. الله يسعدك يا رب. وأرض وأنا مستشار في هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. لا تحرمينا من دعاء. الله يسعدك يا رب. وأنا مستشار في هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في مركز دعم واتخاذ القرار في المنطقة. فصراحة يعني يسعدنا كثير أنه نستفيد من هالقدرات حتى في إعطاء محاضرات لمنسوبين الهيئة. تحت أمر حضرتك، أنا تحت أمر حضرتك في أي وقت، في أي وقت وفي أي اتجاه. الله يسعدك. أنا أديت على فكرة دورة تدريبية في السعودية كتير يعني، دي بروجكت مانجمنت، دي فاينانشال مانجمنت، بس كان في المنطقة الشرقية يعني مع الهيئة، مع هيئة المهندسين. فتحت أمر حضرتك في أي الله يديك العافية. تحت أمر حضرتك. وشاكر جدا جدا على يعني على ذوقك وعلى كلامك، وربنا يبارك فيك يا رب. اهم حاجه بس ما تنسيناش من الدعاء في المدينه المنوره، واي وقت باشمهندس عمر موجود، البيم موجود، احنا يعني تحت امرك في اي وقت وفي اي اتجاه، واي خدمات تحت امرك يعني حضرتك او لاي حد من طرفك يعني. شكرا يا دكتوره. شكرا يا دكتور عمر باشا، جزاكم الله كل خير. الحمد لله الأسئلة كلها تم الرد عليها، والناس كلها بتدعي لك والله يا دكتور. الله يحييك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله كل خير. طب في أي حاجة تانية؟ في أي حد عنده أي أسئلة؟ تمام يا أستاذنا، وإن شاء الله منتظرين حضرتك بقى الأسبوع الجاي في محاضرة شيقة كالعادة يا أستاذ. الله يكرمك ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ انا باشمهندس محمود. ده الله حضرتك والله يا دكتور، والله يعني محاضره جميله جدا جدا جدا. انا كان عندي بس سؤال صغير خالص يعني، وامرني اداره المشاريع هل هي طبع ولا هي علم؟ لا دي واحده خلي بالك. هو رب احنا قلنا الكلام ده قبل كده، خلي بالك باشمهندس محمود. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان
عنده التالنت بتاع الاداره مش الانسان بس. ولو تفتكر قلت لكم ايه، الطيور اللي بتسافر من قاره لقاره وماشيه كده على هيئه سهم دي بتدير. طبعا القطيع بتاع اي نوع من انواع الحيوانات اللي ماشي من قاره لقاره او بلد لبلد ساعه وراء الرزق او ساعه وراء بيئه اصلح ده بيدير. الطفل الصغير المولود اللي هو على السرير ومش عايز يقع على الارض يتعور يروح سدد مخدات كده رميها وبعدين يروح ينزل وراها، ده الكلام ده احنا شفناه في احفادنا واولادنا، ده بيدير. هو الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه متكامل ويعرف يدير، بس المشكله فين بقى؟ ان انت تحول التالنت ده لاساليب علميه بقى ومتطوره، واخد بالك ازاي؟ يعني في ناس، يعني في ناس كثيره جدا جدا انا اعرفها شخصيا ما بتعرفش تقرا وتكتب، انا مش ببالغ، ما بتعرفش تقرا وتكتب. انا شفتها في مواقعها، شوف بتديرها ازاي هنا 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 داخل اسكندريه. حضرتك ازاي؟ فالاداره دي موجوده عندنا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها ورزقنا بيها. احنا بقى اللي الدور علينا ان احنا ايه، نطور هذا الكلام زي ما بقول لحضرتك كده، ان نعمل الكلام ده ازاي والاسس بتاعته ايه. خد بالك يا باشمهندس محمود، دي 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 مالكه بالظبط. انت عايز حضرتك زي ايه بالظبط؟ يعني زي بالظبط ما واحد اتولد مثلا في الغابه وتاه عن امه وابوه خلاص، وعاش في وسط مثلا اي نوع من انواع الحيوانات مثلا 10 15 سنه، هتلاقيه ما بيتكلمش، مش كده؟ هو الكلام ده، هو الكلام ده مشكله؟ ربنا خلقنا بيتكلم. احنا اذا ما استخدمناش التالنت اللي ربنا اداهولنا وحطيناه في اسلوب علمي واسلوب متطور، يعني الاداره النهارده غير الاداره من 10 سنين، غير من 20 سنه، غير من 30 سنه، غير من 50 سنه، صح؟ فانا لازم وبعدين برضه حاجه ثانيه برضه، ده موجود عند الناس كلها، خلي بالك عشان ما حدش يقول بقى ايه ده واحد مولود مدير وواحد مش مولود مدير. الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. عندك اي انسان عنده ربنا خلقه بالتالنت بتاع المدير جواه، المهم هو طوره بقى ولا ما طوروش، استفاد منه ولا ما استفادش بيه، عاش بيه ولا ما عاش بيه، هذه النقطه. تمام. يعني نصيحة لك يا دكتور ان الواحد ينزل سوق العمل يتعلم فيها اداره المشروعات، وهو بيتعلم اداره المشروعات يتعلم الساينس نفسه بتاع البروجكت مانجمنت. طبعا طبعا. لا انت يعني، بس انا هقول لك على حاجه يا محمود، انت برضو ايه، يعني انا معاك في هذا الكلام، يعني انت بتتكلم صح، بس انت دلوقتي انت لما بنحضر مع بعض ونتكلم مع بعض والى اخره، بتاخد نولج اللي معانا من فضل الله سبحانه وتعالى. احنا بندي التجربه الحقيقيه بقى، التطبيق الفعلي لاداره المشروعات. احنا لسه لا اتكلمنا على كوست مانجمنت ولا على تايم مانجمنت ولا على اس كيرف ولا على ايرنز فاليو ولا اتكلمنا على اي حاجه خالص. كل كلام لغايه دلوقتي كله كلام اللي هو الاساس بتاع مدير المشروع. الكلام اللي هنتكلم عليه بعد كده، ولا انك تخطط مشروعك ازاي، كل ده موجود وهنتكلم عليه ان شاء الله. احنا يعني ربنا توفيق ربنا معانا ايه؟ ان احنا بندي الاثنين مربوطين ببعض. اللي هو الخبره في اداره المشروعات مع الترند اللي ربنا عطاه لنا. معايا يا محمود؟ انت الظروف اللي انت فيها دي انا فاهمها، انت يا رب كده ما يحرمناش منك يا رب، وتفضل نفضل مع بعض على طول، وبتبذل مجهود معانا، وان شاء الله هتلاقي نفسك برضو احنا مع بعض، هتلاقي نفسك حتى في اي انترفيو في اي حاجه. طبعا ما شاء الله عليك، انا يعني انا عرفتك، يعني لما هيبقى معاك الكلام اللي احنا بنقوله ده بالفوكابولاري بالانجلش بالبرزنتيشن بالوسامه بتاعتك اللي انت يعني عليها، ربنا يبارك عليك يا دكتور، ربنا يبارك ان شاء الله، ان شاء الله ربنا هيوسع عليك وهتفرق معاك كتير جدا باذن الله تعالى.
بإذن الله بإذن الله. ما تقلقش ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، يعني ربنا يحفظك الخير كله بإذن الله تعالى بإذن الله. الله يكرمك. في بس سؤال أخير يا دكتور، عدم تأقلم لعنصر جديد في وسط مجموعة في وسط أو نهاية المشروع، يعني في عنصر جديد دخل في الجروب بس هو مش قادر يتأقلم معاهم. دي هقول لحضرتك المشكلة دي، ما هو مش قادر يتأقلم معاهم، يعني أصل مجموعة تأقلمت مع بعض، دي تعتمد مدير المشروع شكله إيه، الترند بتاعه ازاي، عادل ولا مش عادل. هو طبعا خلي بالك دي صعبه جدا، دي صعبه، دي مش سهله، مش سهله. خلي بال حضرتك، انا بقول لك انا بكلمك عن تجربه شخصيه. يعني دخلت كان مشروع بقى له شهرين ثلاثه وكل الناس بقى داخله ده مين ده اللي جاي ده، بعد فتره بقينا حبايب مع كل الناس. فدي بتعتمد على اللي داخل هو عنده استعداد ان هو يعني حتى ايه زي ما بيقولوا ايه يعني 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 يحب، يعني يحب الناس اللي حواليه، يعملهم بشكل معين، يعني 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 يفرض خلق معين. الا اذا كان فيها حاجه، الا اذا كانت المجموعه فيها حاجه مش خلقيه، طبعا ده 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 انا ما يعني انصحه ان هو يسيب المكان خالص. يعني ما يعني الواحد ما مش بحجه ان الدنيا ماشيه كده غلط ان هو يمشي مع الغلط. نيفر نيفر، انا بقولك على 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 خبره حياه، نيفر ان انا يبقى في مكان مثلا الناس كلها غلط انا اقول الدنيا كلها غلط وانا بمشي بقى غلط. نيفر، دي 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 نهايه، نهايه سيئه يعني. فاللي دخل في مشروع واشتغل اوريدي يعمل كل جهده، لان هو هيبقى ايه يعني عنصر داخل بقى، فيدخل بالراحه بالراحه ويتكلم بتاع، يبقى مع مدير المشروع مثلا يعمل علاقته بيها كويسه، يشوف اقرب الناس ليه مثلا، انت منين، احسن ناس، الكلام بتاعنا الايه الجميل ده اللي احنا بنقول عليه، لو هندي يتكلم معاه باسلوب معين لذيذ كده، يعني نقدر يعني اعتمد عليه هو، هو ده دور هو بقى يكسب الناس. انا بكلمك عن تجارب شخصيه. تمام. يعني لو هو راح لسه في لو في راح في الاول في مرحله الستورمينج، عشان كده فاهم التيم بيلدينج فيزز مهم جدا. لو ممكن راح في الفورمينج او في الستورمينج، لو راح في المرحلتين دول مش صعب ان هو يتاقلم، هتبقى الناس كلها قريبه من بعض. انما لو راح في النورمينج بقى او في البرفورمينج، ده عنصر جديد خالص، و ولازم بقى ايه يعني يبقى حكيم جدا، ويبقى عنده من الخبره ومن الصبر ومن الرغبه ان هو ايه يتواءم مع الفريق، ويلجا لمدير المشروع برضه يعني يستشيره اذا كان يعني. فده ده القصد في الموضوع يعني. تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير. الف شكر حضرتك، واحنا اسفين سهرنا لك النهارده ان شاء الله. الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله خير. الله يكرمك، ماشي، شكرا. بإذن الله مع الدكتور إن شاء الله برضو كل يوم أحد الساعة 7 إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. كل أسبوع إن شاء الله. جزاكم الله خير. نورونا وتشرفونا. ألف شكرا أستاذ، جزاكم الله خير. يعني أنت جزاكم الله خيرا يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا، في أمان الله.